حد فاكر الرسمه دي؟ تمام، قلنا انا حطيت بس تصور كده للحوايط اللي معظمنا بنشوفها في اي مشروع او في اغلب المشاريع. دي الحوايط الخارجيه، بيكون منظرها بالمنظر ده. في النص طبقه كومن برايك، هي طبعا ما بتبقاش 20 سم، بتبقى اقل من كده شويه، بتبقى حوالي 12 سم. طبقه بلاستر محاره خارجيه، وطبقه بلاستر برضو محاره داخليه 2 سم تقريبا. وبعدين نص سنتي استاكو اللي هي الدهانات الخارجيه، الفينشنج الخارجي، وبرده 2 من 10 مثلا استاكو للايه؟ للدهانات الداخليه. تمام؟ طب السقف بيكون مكوناته ايه؟ الهيفي كونكريت اللي هي الخرسانه المسلحه، اللايت كونكريت اللي هي الخرسانه الغير مسلحه، عشان بس دي مصطلحات في الهاب. ال 10 سنتي باك فيل اللي انت بتحطهم بتاع الفينش فلور في اي مكان، عشان تحط بلاط بتحط 10 سنتي. بعد كده بتحط طبقتين، طبقه المحاره اللي انت اللي هي بتلزق بيها البلاط، طبقه المونه اللي انت بتلزق بيها البلاط، تقول مثلا 2 سنتي. وبعدين الفلور تايلز اللي هي البلاط، وبرده من تحت نفس الكلام، في طبقه محاره 2 سنتي مثلا، و 0.2 ستار اللي هو الدهان. تمام، والفلور نفس القصه بالظبط، مفيش اختلاف تقريبا عن الروف. والبيزمنت اللي بيختلف في الحوائط بتاعته، ان الحوائط بتاعته دايما الخارجيه بتكون مسلحه، كل حوائط البدرومات غالبا بتكون مسلحه طالما هي حوائط خارجيه، لان هي طبعا عشان بتشيل ايه؟ حمل التربه اللي واقع على المبنى. برضو الارضيه بتكون الهيفي كونكريت، لايت كونكريت اللي هي طبقه الفينش اللي احنا بنشوفها في الجراشات اللي هي الهليكوبتر. تمام، دي لايت كونكريت مثلا 5 سم، وبعدين 10 سم الرمله اللي محطوطه تحتيها والردش والكلام ده كله. وبعدين الهيفي كونكريت او اللو ويت كونكريت اللي هي الليبشه، سواء كانت مسلحه او غير مسلحه، انت بتدخلها على حسب الحاله بتاعتك. طيب ازاي بندخل الحاجات دي على الهاب؟ انا هشرح مثال واحد، تمام، علشان بقيه الحاجات كلها نفس القصه. طيب ما طبعا بيزمنت يعني بدروم، ممكن يكون عندك في مشروع كذا بيزمنت، ممكن يكون بيزمنت اول بيزمنت تاني. والجراج على طول؟ الجراج ممكن يكون في البيزمنت، ممكن يكون تحتيه، لكن مش هيكون فوقيه، صعب يعني ما تحصلش. طيب عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ده الفايل بتاع الاكسبوز، دول قلنا ان انت بتختار هنا من الاول اللون بتاعها. لو انت عايز حوائط سابقه التجهيز بتحطها على طول وتختار مكوناتها من هنا، اذا كانت انت عارف المكونات بتاعتها جاهزه او اي حاجه زي كده. لو ما عندكش بتبتدي تضيف هنا الطبقات اللي انت عايزها، الرصه من الانسايد سيرفيس اللي هي الطبقه الداخليه، طبقه الهواء الملامسه للجدار الداخليه، لحد لما توصل لطبقه الهواء الملامسه للجدار خارجيا. تمام؟ طب المكونات اللي جوه دي لو عايز تضيف فيها او تعدل فيها، كليك يمين من عند السهم كده، كليك يمين وانسورت او ريموف، يعني عايز تحط واحده تضيف لاير او تشيل لاير. طب اللايرز اللي موجوده عندنا في الاوتوكاد زي مثلا في الهاب، زي مثلا الاستاكو، لو وقفت عند السهم ده هتلاقي ايه؟ كل الماتيريالز اللي انت ممكن تقدر تحطها، زي الهيفي ويت كونكريت واللايت ويت كونكريت والخشب وال الجبسون بلاستر اللي هي الجبس، و الاستاكو اللي هي الدهانات زي ما قلنا، وهكذا. طيب يبقى اول طبقه عندي في السيرفيس الانسايد اللي هي الاستاكو، هختارها. تمام، واحط هنا السيكنس بتاعها. بمجرد ما احط السيكنس بتاعها، هتحط السيكنس بتاعها طبعا هنا بالانش، السيكنس اللي احنا كنا مختارينه حوالي 0.5 سنتيمتر. لو قسمته على 2.54 هيجيبه لك بالانش، او كان اقل من كده. الطبقة الداخلية 0.2 سنتيمتر على 2.54 تطلع ب 0.08 انش. تمام، تدخل الرقم دوت في الهاب. طيب اوريدي على طول، هو لان انت ما ضفتش القيمة دي، انت يعني ما ضفتش الاستاكو ده، هو كان موجود في الهاب، فعلى طول هيروح مطلع لك ايه؟ الريزيستنس بتاعته. طيب لو في طبقة زي البلاستر احنا مش عارفين المقاومة بتاعتها ولا عارفين أي حاجة عنها، يبقى هنخش على الجداول اللي في اشري علشان نجيبها. اول حاجه بتحطها، بتحط السكنس، وهو ده مش مهم، ده بس علشان التذكره بتاعتك، لان السكنس ده هيبقى مهم امتى؟ لو انت لو البرنامج فاهم اصلا الطبقه دي ايه،
فهتلاقيه راح ضارب السيكنس دوت في الار فاليو وراح مطلع لك قيمه الار فاليو الفاينل. تمام؟ طيب علشان نجيب الكي او معامل انتقال الحراره خلال طبقه البلاستر، نفتح الورقه دي من اشري اللي هو بيتكلم عن البروبرتيز اوف سوليد، ونختار طبقه البلاستر زي ما احنا شايفينها قدامنا. هنلاقي ان الثيرمال كوندكتيفيتي بتاعتها اللي هي الكي بايه؟ ببوينت 4.3. تمام؟ طيب علشان تجيب الار فاليو، فالار فاليو بتساوي 1 على اتش، ده في حاله ايه؟ 1 على اتش في حاله الكونفكشن، وهتساوي الكي الاكس على الكي في حاله ان انت بتتكلم على ايه؟ على ماده كوندكشن او ماده صلبه. طيب يبقى هنقسم، هنحول الاول الطبقه اللي عندنا اللي هي تقريبا 2 سم، تمام؟ 2 سم لما تحولها لانش هتطلع تقريبا ب 8 من 10. هتقسم ال 8 من 10 على الكي اللي انت جبتها من الجدول اللي هي 0.43، هتطلع لك القيمه ب 1.83. تمام؟ في هنا غلطة. علشان لو جينا بصينا كده هنلاقي ان هنا الوحدة بتاعت الثيرمال كوندكتيفيتي هنا ايه؟ الفيت. تمام؟ فلازم تحول الانش بتاعتك دي الفيت، ما تشتغلش بالانش على طول. طيب هي الانش اصلا كانت قيمتها كام؟ هي دي القيمة بتاعتها، دي كده القيمة بتاعت تخانة المحارة بالانش. عشان تحولها الفيت بتقسمها على 12، عايز الناس تاخد نوتس طول ما انا شغال. تمام؟ نقسم الكلام دوت على القيمة اللي جت من الجدول اللي هي الكي، تطلع بكام؟ ببوينت 1.5 زي ما مكتوب ايه في الهيئة. انا بس عايز اقول لكم حاجة عشان الناس اللي هي جت متأخرة، لا كده تاني بعمل معاها. الناس اللي جت متأخرة انا عايز بس بعد اذنكم تحاولوا على قد ما تقدروا، كل الكلام ده بيتعاد تاني، فمش عايز اضيع فرصه في ان انا بعيد الكلام كتير، خلاص؟ عايزين على قد ما نقدر نمشي سموث، واللي تقع منه حته يوقفها وخليها عنده على جنب، او يرفع ايده وانا هسال الناس كلها، لو الناس كلها وقع عندها يبقى انا مضطر عادي. لو مش كده يبقى هنأجلها للاخر بس، انا ما بقولكش ما تسالش، بس بقول لك اكتب عندك وخليها للاخر. تمام؟ طيب. حد عنده مشكله في الجزئيه دي؟ حد اللي عنده مشكله يرفع ايديه عشان اعيدها تاني. طيب خلاص كده اتنين بس، يبقى هنأجلها لاخر المحاضره، اوكي؟ بعد كده تضيف الطبقه اللي بعد كده عندنا في الهيئه في الاوتوكاد اللي هي طبقه الايه؟ الكومون برايك. تمام؟ اللي هو الطوب الاحمر. تمام؟ الطبقه دي موجوده في الهاب، فمجرد ان انت بس هتختار الدروب ليست وتجيب الكومون برايك على حسب انت عايز كام، 4 انش او حاجه، انا اخترت ال 4 انش وخلاص. هتلاقيه راح على طول ايه؟ حسب لك حط لك السكنس وحط لك الار فاليو، لو انت عايز تغير في السكنس غير، عايز تغير في الار فاليو تغير في الاسم زي ما انت عايز. بعد كده بتضيف طبقه المحاره الثانيه اللي عندنا، خلاص. بعد كده طبقه الاستاكو الداخليه هي كده كده موجوده في الهاب، مجرد بس ان انت بتغير ايه السيكنس بتاعك، تختار الاستاكو تجيبها وتختارها، وبعد كده ايه تغير السيكنس اللي عندك ويطلع لك الار فاليو. وبكده بتكون محصله الكلام ده كله اليو فاليو بتاعت الحيطه اللي هي مكتوبه قدامنا دي، اللي هي 0.466 بي تي يو بير اور سكوير فيت فارنهايت. تمام؟ طيب كده احنا عرفنا الاكسبوز دول. عشان تعرف بقى البارتيشن وول، انا هنا بتكلم على مشروع احنا ما نعرفش فيه اي حاجه، وطلب منك انك تحسب احمال حراريه. لو قعدت مع المعماري هيقول لك على كل حاجه المفروض، ومكونات كل حيطه والكلام ده كله. وعليكم السلام ورحمه الله. تمام؟ طيب يبقى اذا انا علشان الافتراض دوت، فانا افترضت ان الماتيريال بتاعه البارتيشن اللي هي الحوائط الداخليه بتاعه المبنى زيها زي الحوائط الخارجيه. يبقى هنعمل ايه؟ طبعا لو الكلام ده مش متعرف لسه، انت بتدوس دبل كيت، كليك يمين ودبل كيت على الوول، وتبتدي ان انت تغير فيها زي ما انت عايز، لو كانت طبعا مشابهه ليها، لو غير مشابهه ليها يبقى نيو ديفولت وول، وتختار وتبتدي تضيف وتشيل اللايرز اللي انت عايزها واللايرز اللي انت مش عايزها. طيب في الحاله بتاعتنا هي نفس الحيطه بالظبط، هي الحيطه الخارجيه هي الحيطه الداخليه، نفس الكلام، طبقه الاستاكو والبلاستر والكومون برايك والبلاستر والاستاكو تاني. الفرق الوحيد ان درجه الحراره في الاوتسايد هنا
ما هياش درجه الحراره اللي الهاب جايبها من الوزر داتا اللي هي بتاعه الاوتسايد، لا دي درجه حراره الايه البارتيشن، فده معناه ان هي اقل من بره شويه زي ما قلنا بخمس درجات لعشر درجات. يبقى الكلام ده معناه ان قيمه الار فاليو بتاعه طبقه الهواء الخارجيه الملامسه للجدار هتكون يا اقل يا اكتر، تمام؟ فهنا هي طبعا العمليه فيها نسبه وتناسب، كل ما تزيد درجه الحراره كل ما ايه الار فاليو تقل، تمام؟ لان كل ما تزيد درجه الحراره فقدره الهواء او قدره الحراره على ان هي تنتقل خلال الماده بتزيد. ليه؟ علشان المصدر اصلا زاد، الحراره زادت اساسا، تمام؟ فعلشان كده تلاقي الار فاليو نزلت. طب دلوقتي درجه الحراره قلت شويه، يبقى لازم الار فاليو دي ايه هتكتر شويه، هتكبر شويه. هي كانت كام اصلا؟ لو جينا فتحنا كده الاكسبوز دول هنلاقيها 0.33، تمام؟ يبقى انا هنا كده في البارتيشن هدخلها بكام؟ ب 0.5 مثلا، قيمه وسطيه ما بين الاثنين. هي اللي بتكون المسالتين مساويين لبعض. ايه؟ انتوا بتكونوا الاثنين مساويين لبعض. ايه اللي مساويين لبعض؟ اللي هي اللي لو انا اصلا شغال على الاكسبوز دول، دي بارتيشن وول. دي بارتيشن وول. تمام؟ كده احنا عرفنا البارتيشن وول. اللي الخطوه اللي بعد كده اللي هي الابواب، انا عايز يعني خلي الابواب دي في الاخر دلوقتي. طيب بعد كده عايزين نعرف الروف. اولا انا ما عنديش هنا روف، تمام؟ انا عندي سيلينج بارتيشن، برضو لازم تعرفه وتعرف الماتيريال بتاعته، لان انت هتحتاج اليو فاليو. اي حاجه احنا حطيناها في الورقه هنحتاج لها اليو فاليو بتاعها، عشان تحتاجه لازم تقدره، عشان تجيبه لازم تقدره. طيب يبقى برضو السيلينج فلور بارتيشن زي ما اضفنا بالظبط، بس الطبقات هنا ايه مطابقه للطبقات اللي احنا عاملينها في الاوتوكاد، تمام؟ هتضيف الطبقات اللي انت عايزها، والطبقه اللي انت مش عارفها تروح تجيب الكي فاليو بتاعتها وتشوف تحدد السيكنس، تقسم السيكنس بالفوت، السيكنس بالفوت على الكي فاليو اللي انت جايبها من الجداول يطلع لك قيمه الار فاليو بتاعتها، تروح حاططها ايه قصادها، تمام؟ طيب برضو في الاخر هيطلع لك ايه القيمه اللي انت عايزها. برضو انا هنا بعرف مش روف، انا هنا بعرف سيلينج بارتيشن، ده معناه ان طبقه الهواء الخارجيه اللي هي بتلامس الجدار من بره هي طبقه اقل في بارتيشن في مكان جوه المبنى، يعني اقل من درجه حراره خارجيه، يبقى لازم الار فاليو بتاعتها تكون اكتر شويه. هي برده كانت الار فاليو تقريبا 0.33 لان هي معتمده على درجه الحراره، فهنا هتحطها برده بكام؟ بنص، قيمه وسطيه ما بين ال 0.33 وال 0.685. طيب كده احنا عرفنا السيلينج بارتيشن والفلور بارتيشن. حد عنده اعتراض؟ انا ما تحتيش ارضيه، ما تحتيش الجراوند اللي هي الارث بتاعت المبنى او التربه، لا انا تحتيه برضو اوضه، تمام؟ فاذا برضو نفس التعريف دوت ينفع يصلح للاثنين، طالما انت تحتيك مكان غير ايه غير مكيف. طيب الويندوز برضو نعرف شباك. انا هنا هاخد الانواع كلها واحد، ما عنديش كذا نوع، تمام؟ فعشان اسهل على نفس الحسابات بحط الارتفاع والعرض، الارتفاع والطول والارتفاع بتوع الشباك 1 فيت و1 فيت. يبقى ايه؟ ما انا دخلت والله اللي فات. هما الاثنين ما على حسب بقى، انت عندك ماتيريال مختلفه بدخلها، ما عندكش ماتيريال مختلفه يبقى احنا فرضناهم واحد وخلاص، شكرا، تمام؟ انا دبلكيت على ايه؟ هو ما حدش ليه عندي حاجه. انا ساعه لما اجي اخش في الهاب دلوقتي جوه قدام هتلاقيني عايز الفلور يو فاليو، اروح جايب اليو فاليو بتاعت الاثنين دي واروح حاططها لده، عايز اليو فاليو بتاعت كذا اروح جايبها من كذا وحاططها، تمام؟ طيب يبقى الارتفاع في العرض اللي هو هنحطهم بواحد فيت، واروح انا لما اجي ادخل البيانات زي ما انا عملت كده في ورقه الاحمال باخد المساحه بتاعت اجمالي الشبابيك. ليه؟ عشان الشبابيك دي كلها زي بعضها، لو كانت كذا طيب هاخد كل طيب لوحده واسمي ده ويندو رقم واحد ده الويندو رقم اثنين وهكذا. طيب المهم هنفترض الماتيريال اللي احنا بنشوفها كلها اللي هي الالومتال، يبقى الطبقه الخارجيه اللي هو الفريم بتاعه هيكون الومنيوم وزود ثيرمال بريك عشان نصعب الدنيا شويه. الشاد انا ههمل الشاد، ما فيش حد في الدنيا عاقل يعني من وجهه نظري هيدخل الشاد والتظليل بتاع الستاير جوه الاحمال الحراريه، ده معناه ان لو واحد شال الستاره الحمل بتاعك هيبقى ايه؟ ملوش لازمه، تمام؟ طيب وطبعا هنا برضو تبتدي ان انت تختار التخانه بتاع طبقه الازاز بتاعتك، ولو عندك كذا طبقه على حسب ما انت عايز خلاص، وهو على اساس كده بيطلع لك اليو فاليو الايه اللي انت محتاجها. طيب كده عرفنا الشباك، ناقص لنا كده ايه؟ الابواب. طيب الابواب اللي هنا دي لو انا دخلت كده عشان اعرف دور هتلاقيه بيقول لك حط لي اليو فاليو على طول، ما بيقولكش الماتيريال ايه، ما بيقولكش اي حاجه، بيقول لك حط لي الايه اليو فاليو على طول. طب انا اجيب اصلا اليو فاليو دي منين؟ الباب في الاول وفي الاخر هو ماده صلبه، يبقى لازم تجيب له الكي
وتقسم السيكنس بالفيت على الكي دي فيطلع لك ايه اليو فاليو الار فاليو بتاعته، تحطها جوه الهاب في الوولز يبقى انت كده هتطلع لك الايه قيمه اليو فاليو بتاعت الكلام دوت. طيب انا هعمل ايه؟ هجيب الوول واعرف وول جديده خالص واقول ستانلس ستيل دور انسايد، تمام؟ اروح اعمل ايه؟ اكتب كلمه دور واشيل كل الطبقات الداخليه والخارجيه، ما يتبقاليش بس غير اللي احنا شايفينه قدامنا ده، واروح اجيب السخانه اللي انا عايزها مثلا 5 سم يعني 2.5 بوصه، اروح كاتب 2.5 بوصه. طيب بعد كده الار فاليو اجيبها منين بقى؟ نفس الكلام، افتح الجداول هنا اللي هي موجوده في اشري واجي طبقه الستيل، هو مش هتلاقي ستانلس ستيل، فانا باخد ايه اقرب قيمه ممكن تلاقيها واجيب طبقه لا بكنش بقى في الساندوتش بان، انا بسهل الدنيا على قد ما اقدر، انا خدتها كلها ستيل، خدت ال 5 سم كلهم على بعض 5 ستيل تمام؟ اه بالظبط، طبعا دي حاجه مستحيله. اه بالظبط. طيب المواصفات بتاعت الكلام ده كله انت هتاخدها، احنا بنسهل الدنيا على نفسنا، احنا انت عايز بقى تفترض بقى، عايز توسع شويه في تفكيرك اكتر وتقول اه هنا في هيبقى طبقه حديد بره مثلا 5 مللي وطبقه حديد خارجيه 5 مللي وفي النص هيبقى في ايه مثلا عوارض، عيش بقى حياتك، انت عايز تعمل كده انت حر تمام؟ طيب هيبقى ستيل والكي فاليو بتاعتنا ب 26.2، هتحط التخانه بتاعتك بالفيت تقسمها على الرقم دوت يطلع لك ايه؟ قيمه الار فاليو اللي انت عايزها، هتحطها هنا ايه؟ ايه؟ التخانه على على الكي اللي انت جبتها من الجدول يطلع لك قيمه الايه؟ الار فاليو، في الاخر يطلع لك قيمه اليو فاليو اللي انت عايزها، تاخد القيمه دي تعمل بيها ايه؟ تحطها في الدور. يبقى انا اخش بالقيمه دي على دور واسمي ده انسايد او اوتسايد، لو انسايد يبقى الار فاليو بتاعت الطبقه الخارجيه ايه؟ زي ما هي، لو انسايد مش زي ما هي هخليها نص، هخليها نص قيمه وسطيه، لو اوتسايد هسيب قيمه الار فاليو بتاعت طبقه الهواء الملامسه للباب من الخارج زي ما هي اللي هي 0.33. طيب يبقى هتجيب الانسايد وتروح جاي هنا معرف له بس السكوير فيت بتاع الباب. بتفرق قوي لو غيرتها ما غيرتهاش؟ يعني ايه بتفرق قوي؟ الزياده اللي انا مزودها دي 3.10 يعني مفيش مشكله، الافضل ان انت تدخلها يعني طالما انت شغال بدقه بس. طيب الجروس اريا اللي هي مساحه الباب، اولا ده الباب الانسايد، طب البيانات اللي احنا كنا مدخلينها فين؟ اهي الباب الانسايد كلها على بعضها مجموعه كام؟ 180. يبقى انا هدخل في الهاب ان المساحه بتاعتك 180 وان اليو فاليو اللي انا جبتها من الوول كام؟ 0.79 تمام؟ طيب الاوتسايد هروح اجيب برضو اليو فاليو بنفس الطريقه واحطها هنا تمام، واحط برضو المساحه بتاعتك بتاعه الباب الخارجي، شوف كانت كام في البيانات، الباب الخارجي كانت مساحته 100 هنسيبها زي ما هي 110 خلاص. يبقى انت كده عرفت الايه الباب الخارجي، لو عندك شراعه او حاجه زي كده حته ازاز كده شباك ازاز في الباب تدخل برضو المساحه بتاعتها وتحسب اليو فاليو بتاعتها فين في الويندو تمام، وبعدين تاخد اليو فاليو انت طلعتها من الويندو تروح عامل فيها ايه؟ تروح حاططها هنا تمام. كده انت عرفت ازاي تلعب في الهاب، اللي انت عايزه بقى اعمله يعني، خش بقى على الجداول هات الماتيريال اللي انت عايزها، لو ماتيريال حتى مش موجوده في الجداول اللي موجوده عندنا في اشري دي روح هات اي ماتيريال انت عايزها وحط الكي فاكتور بتاعها وازاي تحط الارسل اللي انت عايزه تقدر تعمله، اي لعبه عايز تلعبها دلوقتي في الهاب تقدر تعملها فيما يخص دلوقتي الايه الماتيريالز. طيب كده انا عرفت كل الحاجات اللي انا عايزها ما عدا السكادولز، محتاج ان انا اعرف سكادولين، الفراكشنال اللي هو بتاع المكن والسامبل اللي هو بتاع اي حاجه ثانيه اضاءه اشخاص اي حاجه موجوده جوه المكان. برضو دبل كليك على السامبل سكادول وتختار من الاورلي اي بروفايل، لان احنا في شغلنا دايما ما بنهتمش بالهيت كونسومشن زي ما قلنا او بالفول كونسومشن او اي حاجه زي كده، فعلشان كده انا بشتغل على ان الايه الجهاز شغال على طول على الماكسيمم، بختار البروفايل بتاعي واقول له اوكي، وبعدين اختار واحد تاني واقول له ثيرموستات فراكشنال واقول له برضو ايه كذا كذا اوكي وزي الفل، واروح قايل له ايه كده انا عرفت ايه. طبعا بتغير الاسم من هنا لو عايز ده الفراكشنال وتسمي التاني السامبل سكادول عشان تبقى الدنيا ايه بس واضحه بالنسبه لك. طيب يبقى الخطوه اللي جايه دلوقتي ان انا ابتدي اخش على السبيسز واعرف السبيسز اللي موجوده عندي في المكان. طيب طبعا بتدوس دبل كليك على نيو ديفولت سبيسز، قول الحمد لله يرحمكم الله قبل ما يقول كمان، ماشي لازم يقول على فكره ما قالش ما تقولوش، لا يبقى لازم تفكره الاول يقول بعد كده ترد عليه. طيب ماشي، تدخل هنا الاسم بتاع الغرفه، بعد كده تدخل المساحه اللي احنا حسبناها اللي هي كانت 3000 تمام 230
الارتفاع عندنا 13 فيت تمام. البيلدنج ويت وزن المبنى برضو ايه اليوزج بتاع السبيس علشان الفنتيليشن هو يحسبه الهاب فتدخله للسبيس. طبعا احنا عندنا ايه وير هاوس انت بتشوف التطبيق بتاعك على حسب الواحد دي اللي هي رقم الغرفه ولا رقم ده الاسم ولا لا. انت لو انت عندك دلوقتي اسم الغرفه دي فاحنا قلنا لازم التسميه هنا انك بتحط تسميه الاول عشان الهاب يرتب لك الغرف زي ما انت دخلتها فبتحط له 001 بعد كده بتاخد داش وتحط اسم الغرفه تمام. وممكن تكون الغرفه دي اصلا مكرره مثلا اوفيس رقم 1 في اوفيس رقم 2 رقم 3 يبقى بعد كده هتدي له رقم 1 وهكذا. يبقى الرقم الترقيم اللي في الاول ده عشان الهاب عشان الهاب يرص لك الغرف زي ما انت عايز. لان انت لو عملت حاجه تانية هتلاقي الدنيا يعني مثلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 هتلاقي جاب لك التسعه دي مثلا فوق الواحد مثلا تمام. هو لازم عشان يرتب يشوف اصفار على الشمال. اه بالظبط كده. طيب بتختار الابلكيشن بتاعك من هنا سواء ايا كان بقى من الابلكيشنز اللي موجوده عندنا كوريدور في فود اريا في اديوكيشن اريا كل اللي انت عايزه هتلاقيه ان شاء الله هنا تمام. وتبتدي تختار ايه الفنتيليشن اللي انت عايزه زي ما قلنا الحاله بتاعتنا تعتبر قريبه للكلمه وير هاوس. طيب بعد كده تخش على التابه الثانيه اللي هي الانترنالز. اول حاجه في الانترنالز الاضاءه الاوفر هيد لايتنج. طبعا انا ما عنديش سقف ساقط يبقى نوع الاضاءه بتاعتي هيكون ايه فري هانجنج تمام. طيب الواتج طبعا ممكن تدخل القيمه دي بالواط لو ما عندك مهندس كهرباء قال لك الواط بتاعنا كذا او لو انت ما تعرفش او فلازم تجيب الواط لكل سكوير فيت وبعدين تضربه في المساحه. انت مش تضرب حاجه الهاب هو اللي بيضرب الكلام ده يطلع لك القصه دي كلها الواط بتاعك يعني. اه هنجيبها منين؟ نجيبها من الجداول. من لايتنج دينستي هتلاقي هنا مانيفاكتشرنج تصنيع ديتيلت مثلا مانيفاكتشرنج اضاءه تصنيع في حاله يعني تركيز حاجه محتاجه تفاصيل شويه في التصنيع. ونختار الواط لكل سكوير فيت بتاعه تمام. تدخل الكلام دوت في الهاب خلاص. وبعدين لو انت عندك بالاست مالتبلاير يعني ايه؟ يعني لو انت عندك اللمبه فلورسنت فيها فيها محول او ترانس تمام. فلازم الكلام دوت بيتضرب كل الطاقه اللي طالعه دي تضرب في واحد وربع تمام علشان بيبقى فيه حمل حراري زياده نتيجه الايه المحول اللي موجود ده. وبرده تختار له من هنا السكادول اللي احنا اخترناه طبعا اللي احنا عملناه اللي هو السامبل سكادول. طب التاسك لايتنج الخانه اللي بعد كده ما عندناش لا تاسك لايتنج ولا الكتريكال اكويبمنت. التاسك لايتنج زي ما قلنا اللي هي الاباجوره الكشافات الحاجات اللي زي كده. الكتريكال اكويبمنت لو انت عندك طبعا مكن بقى الكهرباء والحاجات دي لازم لازم هتكون واخد بياناتها منين؟ من المالك. لا يمكن ان هو يقول لك قدر لي بقى بكذا. لازم بقى يكون انت عندك خبره اصلا في الشغل ده في المجال ده فتقدر تعرف ان المكن اللي هنا ممكن يطلع له مثلا هيد ديسيبيشن بالشكل الفلاني خلاص. طيب بعد كده عدد الاشخاص يعني الفكره دي ده داخل تحتيها برضه المواتير بتاعت المكن والكلام ده. اه طبعا طبعا. طيب عدد الاشخاص احنا قلنا عندنا 15 مكنه كل مكنه عليها شخصين فطلع عندنا 30 شخص. دخل عدد الاشخاص عندك ب 30 شخص. طيب الاكتيفيتي ليفل درجه النشاط بتاعتهم طبعا هم هيبقوا واقفين لا بيجروا ولا مثلا شايلين حاجات تقيله ولا اي حاجه زي كده. هم مجرد ان هم واقفين قدام المكن بيعدلوا حاجه بيعملوا حاجه. فالكلام ده بيرجع لتقديرك يعني مفيش تعريف مثلا للميديوم ورك معناه ان الانسان بيعمل كذا. انت بتقديرك كده وخبرتك فهتقول مثلا ميديوم ورك. على اساس كده هو بيحدد لك السنسبل واللاتنت هيت اللي هتطلع من كل شخص. طيب بعد كده برضو تختار السكادول اللي انت هتشتغل عليه اللي هو سكادول عمل الاشخاص دولت جوه المكان. لو عندك ميسيلينيوس لود اي احمال غير معرفه هنا تدخلها هنا برضو وسواء كانت سنسبل او كانت لاتنت. كاتل اي حاجه بتطلع بخار الكلام ده. بعد كده نخش على التابه بتاعت الوولز. تيجي على اول خانه على الشمال دي تبتدي تختار الحيطه بتاعتك في اتجاه ايه. احنا عندنا حيطتين هنا واحده في اتجاه الساوث وواحده في اتجاه الويست. هنختار الساوث الاول وبعد كده ندخل السكوير فيت بتاعها الاريا. الساوث عندنا ب 560. طيب عدد الشبابيك او الكوانتيتي بتاعت الشبابيك اللي موجوده هنا احنا هنا بنحط ايه الاريا كلها.
ليه؟ علشان دي السيستم اللي انا اتبعته. ممكن تحط الشباك بالعدد وتدخل مساحه الشباك اللي هي كانت 3 في متر تدخلها فين؟ جوه الويندو نفسه في الهاب زي ما انت عايز. بس النظام المتبع والاسهل بما اننا ما بنهتمش باي دقه في الهاب كمهندسين في مصر يعني، تمام، بتاخد شبابيك ده نوع اوردينري يا باشا تعالى زي الفل ونشتغل على الماكسيمم لود، ومش مهم ان احنا نشتغل بدقه ولا نوفر في الطاقه ولا الكلام ده كله، لان انت اصلا برضو البيانات دي ما بتجيلكش بسهوله يعني. تمام، فبناخد بنعمل ايه؟ بندخل الاريا بتاعت الشباك واحد في واحد، وبعدين تدخل انت في المكان دوت الايه الاريا التوتال بتاعت الشبابيك دي كلها. تمام، طيب الاريا بتاعتنا في اتجاه الساوس كانت كام؟ يا سلام، انا عايز حد يلحقني كده على طول، كل ما تلحقني وتصحوا معايا اكتر كل ما ننجز اسرع الحاجات دي ونخش على اللي بعدها على طول. طيب يبقى انا المساحه بتاعتي 1200 سكوير فيت. طيب عندي ويندوز او ادوار ثانيه ابواب في اتجاه الساوس. الاريا في الويست هي 1200. الايه؟ الويست هي 1200. الويست ال 1200؟ طيب دي كام؟ كده الناس يعني هيفرحوا فين؟ اتجاه الساوس 65. انا برضه بقول حاسس انها كبرت فجاه. طيب خلاص كده انت دخلت البيانات اللي انت عايزها فين؟ في الخانه الاولانيه بتاعت حته الساوس. تضيف برضه الحته الثانيه ايا كان اتجاهها، عندنا هنا اتجاهها الويست. وتضيف الاريا بتاعتها اللي هي تقريبا 1200 سكوير فيت. وبعدين تضيف الاريا بتاعت الشباك اللي موجود فيها لو كان موجود. طيب واحد او اثنين لو عندك كذا، طيب زي ما قلنا. لو عندك اكتر من ثلاثه طيب بتعمل ايه؟ بتضيف بتقسم الحته دي لجزئين، يعني هتضيف حته ثانيه هنا في اتجاه الويست برضه. تمام؟ وتحط الاريا بتاعتها. تمام؟ لازم يكون ليها اريا، على الاقل تكون قد مساحه الشباك على الاقل خالص. تقسم الاريا كانك قسمت الحته دي لاثنين. دي فيها نوعين واحد واثنين من الشبابيك، ودي فيها نوعين رقم ثلاثه واربعه من الشبابيك. تمام؟ مثلا. طيب. يبقى دلوقتي ندخل الاريا بتاعت الشبابيك في اتجاه الايه؟ الويست اللي هي 200 سكوير فيت. فيها جعان. 200 سكوير فيت. طيب الابواب انا عندي الحته دي ويست. حته الويست كان فيها باب. تمام؟ الباب اللي هو الاوتسايد اللي انا عرفته فين؟ اوتسايد دور في الهاب في الاول. طيب يبقى هاجي هنا هكتب الكوانتيتي بتاعت الدور واحد، واجي على الدور واعمل ايه؟ طبعا هي هتبقى على نن، وتختار الايه؟ الدور الاوتسايد. تمام؟ هو الدور بكتب كوانتيتي في الويندو دي بكتب ايه؟ في الايه؟ الدور بكتب كوانتيتي واحد، لكن في الويندو عشان داخل مساحه عشان ما بيقابلكش يعني. انت كده كانك اشتغلت بالسيستمين، ممكن تشتغل كده وممكن تشتغل كده مش اكتر يعني، مفيش اي فرق. اللي هي المساحه بتاعته تمسك تكتب هنا في الدور المساحه بتاعته، وتحط في التعريف بتاعه اللي هنا ده اللي هو دي، تحط فيه المساحه بتاعته بكام؟ بواحد. يبقى هيضرب لك الواحد ده في الاريا اللي انت عايزها. بس الكلام ده لو انت عندك ابواب كتير يعني. تمام، هو مش بيرجع فوق، بيرجع للويندو اللي موجود اللي انا عرفته قبل كده. تمام، ما انا معرفه واحد في واحد. واحد في واحد يبقى كاني مع الاريا بتاعته بالوحده، هو بقى يضربه في الاريا اللي انا ايه مدخلها هنا دي. تمام، كان عندك شباك واحد فيت في واحد فيت وضربه في عدد الشبابيك 65. هي بس انت بتلعب على حسب الاسهل ليك. تمام، طيب كده انا عرفت الايه؟ الوولز اللي موجوده عندي الخارجيه. الخطوه اللي بعد كده الروف. لو عندك روف تبتدي تضيف، هل الروف ده هوريزونتال؟ هل الروف ده فيه حيطه مايله شويه؟ هل الروف ده ليه وول؟ اي حاجه زي كده، وتبتدي ان انت ايه تدخل البيانات بتاعته على حسب وضع الروف. لو في سكاي لايت هتلاقي بعد ما انت تختار كده مثلا هتلاقي ايه الكلام ده اتاكتف، تبتدي تختار السكاي لايت بتاعتك نوعها ايه. هل هي زي الويندو واحد نفس الويندو واحد بالظبط ولا اكتر ولا اقل؟ طبعا انت هنا بتدخل برضو المساحه او بتدخل الكوانت زي ما انت عايز، بتلعب عايز تحطها هنا براحتك، عايز تحطها هنا زي ما انت عايز. تمام، الاسهل ليك ايه وتشتغل بيه. طيب بعد كده الانفلتريشن زي ما قلنا تقريبا الحمل ده بنهمله الا لو كنت انت محتاجه في ابلكيشن معين بيدي لك معدل انفلتريشن كبير فتضطر ان انت تشوف الداتا بتاعته وتحاول تحسب. الفلور الحاله بتاعتنا في طبعا كذا حاله، ان انت تكون فوق مكان غير مكان مكيف او فوق مكان غير مكيف او السلابه بتاعتك على مستوى الارض اللي هي الجراوند فلور وتحتيك التربه، او ان انت تكون في البيزمنت فمستوى السلابه بتاعتك اندر الارث او اندر جراوند. فهم الاربع حاجات اهي، سلاب فلور بلو جريد، سلاب اباف انكونديشن سبيس، سلاب فلور اون جريد يعني على الارض بالظبط بتاعه التربه. طبعا احنا الحاله بتاعتنا اللي هي فلور اباف انكونديشن سبيس. تمام، هناخد ايه اول حاجه؟ تحط المساحه بتاعتك.
المكان اللي تحتيه غير مكيف اللي هي فلور بارتيشن اذا جاز التعبير. طيب وتدخل اليو فاليو بتاعتك اللي هي بتاعت ايه اللي هي كانت متعرفه كده في الهاب سيلينج وفلور اللي انت سالت عليها تمام، وتدخل اليو فاليو بتاعتها. طب التي بتاعت المكان الغير مكيف قلنا بتبقى اقل من 5 ل 10 من الاوت دور. الاوت دور عندنا ب 105 يبقى احنا هنشتغل على كام؟ على 105. يبقى هنشتغل، انا قربت شويه عشان ده مصنع، ما هو انت بتشتغل برضو باللوجيك بتاعك، ده مصنع ممكن يكون فيه ديسيبيشن عالي خلاص. فيبقى لو مكان غير مكيف في مكان كتير يبقى لازم تكون انت اقرب حاجه اللي هي هتقل بس بخمسة. يبقى ال 100 الدرجه بتاعتك هتبقى كام في المكان غير مكيف؟ 100 درجه فهرنهايت. تدخله الامبيانت تمبريتشر بتاعت الاوت دور، اقل درجه حراره في الشتاء للمكان الغير مكيف. وبعدين الامبيانت سبيسمان تمبريتشر دي بتاعت الشتاء والكلام ده مش هتخصنا دلوقتي قوي. طيب الخطوه اللي بعد كده ان انت تعرف الايه البارتيشن. طبعا انا عندي هنا نوعين، السيلينج بارتيشن والفلور بارتيشن. السيلينج بارتيشن ما فيهوش مشكله، بدخل بس المساحه بتاعتي اللي هي 3230 فيت. لا انا اسف، هي مظبوط، هي مفيش عندي 3230 فيت تمام. وتجيب اليو فاليو منين؟ نفس اليو فاليو بتاعت الفلور بالظبط، مفيش اختلاف. وبعد كده درجه الحراره بتاعت المكان الغير مكيف ونفس الايه القصه بعد كده. طيب البارتيشن رقم 2 اللي هو الوول بارتيشن تمام. طب الوول بارتيشن مساحته ايه بقى؟ الوول بارتيشن عندي مساحته هي عباره عن الضوء المساحه الحوائط البارتيشن زائد مساحه الابواب البارتيشن اللي هي ال 180. يبقى هنجمع تاني، ال 180 زائد ال 1610 يبقى 1790. 1800 يبقى انا المساحه بتاعتي بكام؟ ب 1800 سكوير فيت تمام. طب اليو فاليو بقى بتاعتهم، انا عندي يو فاليو للدور وعندي الاريا بتاعت الدور تمام. لو جمعتها على اليو فاليو بتاعت الوول وضربتها في الاريا بتاعت الوول خلاص، وقسمت الكلام ده كله على ايه؟ على الاريا توتال، هيطلع لي الكلام ده ايه؟ اليو مين. قيمه وسطيه لليو ما بين الاثنين، كان الحراره مشيت بالتوازن. مهندسين كهرباء يفهموا اول الحته دي، كان الحراره مشيت بالتوازن تمام، زي الكهرباء ما بتمشي بالتوازن. شوف انت قيمه الار بتحسبها ازاي، هتلاقيها تقريبا بنفس القصه دي تقريبا، يعني هيطلع لك اليو فاليو تقريبا ب 0.5 خلاص. بعد كده تحط برضو درجات الحراره بتاعتك. انت اللي بتحسبها، انت اللي بتحسب. انا جبت اليو فاليو بتاعت الانسايد دور صح، وجبت اليو فاليو بتاعت الحوائط البارتيشن صح، بس هتضرب ده في الاريا بتاعته وده في الاريا بتاعته وتقسم الاثنين على الاريا بتاعتهم هما الاثنين خلاص، هيجيب لك اليو فاليو الوسطيه بتاعت الكلام ده. تروح انت حاططها هنا في البارتيشن. ليه انا بعمل الكلام دوت؟ لان انا هنا ما عنديش القصه دي، ما عنديش كذا يو فاليو، هما ما عنديش غير احتمالين، سيلينج بارتيشن وفلور بارتيشن. ممكن تدخل الاثنين وول بارتيشن، بس الكلام ده لو انت ما عندكش سيلينج بارتيشن اصلا. لو عندك سيلينج بارتيشن هتدخله معاهم ازاي بقى؟ يو فاليو ثالثه قصه يعني. لكن بالمعادله دي انا ممكن اتعامل مع 10000 نوع من السيلينج بارتيشن، ودي برده تريكه مهمه جدا في الايه في الهاب، اقدر ان انا العب بيها زي ما انا عايز تمام. ليه ممكن يكون عندك بارتيشن ثاني ايه على مطبخ خلاص، درجه الحراره في المطبخ بتبقى ايه علاقتها بالامبيانت؟ اكبر من 15 ل 25 درجه فهرنهايت. طيب كده انا عرفت السبيس بتاعتي ايه؟ الويندو؟ لا مفيش حاجه اسمها ويندو بارتيشن، عمر ما واحد هيعمل شباك بيطلع على مكان تاني غير مكيف يعني. صعبه دي. وبرده لو انت عايز اعمل فيها نفس الحركه، يعني انت معاك اللي انت تقدر تعمل تعمله في كل حاجه يعني. تمام؟ انت معاك اللي تقدر تشتغل بيه في اي حاجه. بس البيانات عشان انا هنا اشتغلت على القديم. دي 65. دي كانت كام؟ 1800.
تمام كده احنا ايه غيرنا الاريات بتاعتنا. نخش على ايه؟ على السيستم. نعرف المكان اللي احنا هنشتغل بيه. اول حاجه هنشتغل بيها كمكان زي كده ان انت تجيب له ايه؟ مش هجيب له مثلا 3 4 مكانات سبليتات، ممكن مش هجيب له تشيلر يعني لو ده المكان بس اللي هيكفي المصنع، عمري ما هجيب له تشيلر، مستحيل. طب يبقى اقرب حاجه انت ممكن تشتغل بيها ايه؟ يا اما سبليت يونت اللي هي سبليت باكج سبليت دي اكس يونت، وحده تكييف مركزي منفصله كبيره، او الباكج دي اكس يونت اللي هي الوحده الكومباكت اللي عامله زي جهاز الويندو بس الكبيره اللي هي بتطلع ضغط يوزع على ايه؟ على كذا مكان او مكان واحد بس كبير مساحته كبيره. طيب هنفترض دلوقتي ان احنا هنشتغل على اول حاجه اللي هي الباكج روف توب يونت، خلاص؟ وهنعرف النظام بتاعنا اللي هو السي اي في. ما اعتقدش ان احنا محتاجين نعيد تاني الكلام في الموضوع دوت. سي اي في كونستانت اير فوليوم، الفي اي في الفاريبل اير فوليوم. الفرق ما بين النظامين دول الجوهري ان هنا درجه الحراره في السي اي في بتتغير، ولكن الحجم بتاع الهواء ثابت ما بيتغيرش. لكن في حاله الفي اي في انا بثبت درجه الحراره بتاعه السبلاي مثلا والعب زي ما انا عايز في الفي اي في. على ضوء الكلام دوت روح اقرا في الكلام دوت وتوسع جدا في الكلام ده، هيميزك جدا عن اي مهندس تاني، تمام؟ بس ان انا اغوص في الكلام دوت واشوف القصه بتاعته ايه، لا لسه دي حاجه بره الكورس، تمام؟ طيب بعد كده نخش على التابه الثانيه اللي هي السيستم كومبوننت. اول حاجه عندنا الفنتيليشن اير. طبعا زي ما احنا عارفين كناس ما بتهتمش ب الكونسومشن بتاع الانرجي جوه المبنى، فالكلام ده مش هيهمني في اي حاجه، لان طريقه الحسابات هنا بتفضل ثابته. هو كده كده بيحسب بطريقه معينه بيطلع لك كميه فنتيليشن اير معينه اللي هي بيزد على ايه؟ على اللي انا دخلته في السبيس. فبسيب القيمه دي زي ما هي، وعلى فكره انت ما تقدرش تشيلها. لو عايز تلغي الفنتيليشن بتعمل ايه؟ تروح في السبيسز وتدخل القيمه بصفر، تدخل قيمه الفنتيليشن بتاعتك بصفر. ده موبايل ولا ويندوز ولا ايه؟ طيب تاني حاجه بنعرفها اللي هو السنترال كولينج كويل اللي هو الملف بتاع التبريد، واول حاجه فيه اللي هي درجه حراره السبلاي تمبريتشر اللي هي السات الاس اي تي. دي بتبقى موجوده فين؟ زي ما قلنا موجوده عند الجريلا او عند الديفيوزر او عند المخرج. طيب القصه تاني بسرعه جدا بتاع درجات الحراره. انا عندي سيستمين يا اما دي اكس يا اما الدايركت اكسبانشن اللي هو الدايركت ان دي اكس او الايه التشيلد ووتر، تمام؟ لو شغال دي اكس وشغال على فانك واي اللي هي التيرمينال يونتس في الهاب، فهتكون درجات الحراره بتاعتك حوالي 53 درجه فهرنهايت، تمام؟ لو شغال على باكج او وحده كبيره سواء باكج دي اكس او سبليت سواء باكج او دي او سبليت، فهتكون درجات الحراره بتاعتك من 55، يعني هتكون في حدود ال 55 تقدر تثبت القيمه دي ليك، تمام؟ طب لو شغال بالتشيلر هتكون درجه الحراره بتاعتك في حاله الفان كويل يونت حوالي 54، من 54 ل 53، تمام؟ طب في حاله ان انت شغال بإير هاندلنج يونت هتكون درجه الحراره بتاعتك في حدود من 55 لحد 58، تمام؟ وغالبا بنشتغل على 58. طيب ليه الكلام دوت؟ علشان انا هنا عندي المروحه كبيره، والمروحه بعد الكويل، تمام؟ بعد الكويل اللي هي ايه؟ درو ثرو. وكمان في ايه تاني؟ وكمان عندي مسار الضغط طويل، فالمسار دوت برضو بيحصل فيه ايه؟ هيت جين. فعلشان كده درجه الحراره بتاعتك بتزيد عن درجه حراره الفريوم او درجه حراره الهواء اللي عند الكويل، تمام؟ نفس الكونسبت بالظبط في الاير هاندلنج يونت، المروحه والضغط بتخلي درجه الحراره تزيد، تمام؟ عن درجه حراره ايه؟ الخروج بتاع التشيلد ووتر اللي هي تقريبا بتبقى 54 ل 55 درجه فهرنهايت، تمام؟ طيب يبقى على ضوء الكلام دوت درجه الحراره بتاعت السبلاي بتاعه الباكج يونت هتكون 55 درجه فهرنهايت. الباكج بالظبط كده، بس الباكج يبقى هتضطر ان انت تشتغل على 55 54، مش هتقل عن كده، تمام؟ لكن لو شغال فان كويل تيرمينال يونتس وحدات صغيره زي اللي فوقيها دي، يبقى انت هتشتغل على كام؟ 53 54 كده يعني. لا ما تهزرش بقى. موجود والله موجود.
طيب هتدخل درجة الحرارة بتاعتك والبايباس فاكتور اللي هو معامل الامرار الجانبي. شرحنا قبل كده قلنا الكولينج كويل بيبقى عبارة عن مواسير كده، انا واخد سيكشن في الكولينج كويل والهواء بيعدي بالمنظر ده تمام، فالهواء بيلامس الماسورة ويخرج بالمنظر ده كده تقريبا، في مسافة ما بين المواسير، المسافة دي بيعدي فيها كمية هواء ما بتلامسش المواسير، هو ده تقريبا البايباس فاكتور، هو ده معناه تمام. بيفرق معانا في ايه والقصه دي، هو ادفانسد شويه بس كل ما يزيد الباي باس فاكتور كل ما الندى او التكثيف في الكولين كويل يقل تمام، تبقى قربت اكتر من حاجه اسمها الدراي كولينج اللي هو التبريد الجاف اللي هو التبريد السنسبل اللي هو الخط بتاعه عباره عن خط مستقيم في السايكرومتريك ايه تشارت. طيب بقيه البيانات اللي عندنا في السنترال كولينج كويل انا ما بغيرش فيها حاجه، كلها تخص الكنترول وشكل الريبورت النهائي والكلام ده. بعد كده السنترال هيتنج لو عايز اي حاجه زي كده تدخل البيانات بتاعتها، السبلاي فان زي ما قلنا بتحط الاستاتيك بريشر المتوقع للكلام ده وتحدد نوع الريشه اللي انت عايزها. الاستاتيك بريشر بيفرق ونوع الريشه في الافشنسي و الهيت ديسيبيشن اللي بيتوقعها الهاب اللي هتيجي من الموتور بتاع المروحه دي تمام. طيب بعد كده السبلاي داكت لو انت عندك اي هيت جين شايف ان هي هتحصل في السبلاي داكت، انا عندي هنا الداكت ماشي في نفس المكان اللي هو بيكيفه فافترضت ان السبلاي الهيت جين اللي هجيله مش موجوده. طيب وريترن بلينوم تمام، وبرده نفس الكلام انا عندي المكان كله مفتوح مفيش اي سقف ساقط ولا حاجه زي كده، فبرده البلينوم كده كده هو بيسحب من المكان على طول فمش هيبقى فيه حمل على البلينوم لان هو بيسحب من الاوضه اصلا تمام. طيب كده انت دخلت البيانات بتاعه السيستم كومبوننت. طبعا لو عندك ريترن فان او حاجه زي كده عايز تحطها في الباكج براحتك، عايز تزودها على الباكج يعني مفيش مشكله. طيب تدخل بعد كده الزون بان انت تختار، طبعا هنا السبيسز اللي انت دخلتها كلها بتكون موجوده هنا على حسب عايز تدخل 10 سبيسز عايز تدخل 100 زي ما انت عايز، المهم تدوس دبل كليك يروح هو مختار لك ايه دي كده الزونات او السبيسز اللي هيشتغل عليها ايه البرنامج علشان يطلع الاحمال بتاعتها ويستخدم المكنه دي ليها. طيب بعد كده الخانه الثانيه الثيرموستات الباكج بتاعتها او الوحده بتاعتها، كل زون ليها جهاز بتاعها ممكن زي ما هو مش معقول هتستخدم دي اكس وتستخدم تشيلر في مشروع واحد، اصل ده مكان مركزي وده مكان مركزي تمام، فهي تشتغل كده هي تشتغل كده تمام. طيب بعد كده الثيرموستات بتدخل البيانات بتاعتك، هنا ما بيبقاش في حاجه تقريبا احنا بنغيرها غير لو عندك اكسوست سي اف ام، لو انت عندك سي اف ام اكسوست بيتسحب من المكان تمام بتدخل القيمه بتاعته خلاص، بتجيب القيمه بتاعته منين؟ من خلال بقى البالانس اللي هنتكلم عنه في الاخر، من خلال الغرف، من خلال المكن اللي اتعمل له اكزوست باي شكل كان. بعد كده الكيلو وات بتاع الايه المروحه بتاعه الاكزوست دي لو كانت محطوطه جوه المكان وتمام كده. تخش بقى على ايه الثيرموستات سكادول، تدخل الفراكشنال سكادول اللي احنا كنا عرفناه في بدايه الشغل. بعد كده السبلاي تيرمينال شويه بيانات عن المكان والاحمال يعني طبيعه الحاجات اللي انت بتستخدمها في الاخر الديفيوزرز الكلام ده لو انت عايز تعمل ريهيت يونت مع الديفيوزر او اي حاجه زي كده. طبعا الاستاندر بتاعنا ان احنا بنسيب الديفيوزر زي ما هو والمينيمم اير فلو انا ما بجيش جنبه، المينيمم في الاير فلو ده برده يخص ايه؟ يخص حساب الهيت كونسامشن والكولينج كونسامشن على مدار اليوم او مدار السنه، ان هو بيقول لك في حاله ان ما فيش اشخاص يبقى انا هدخل كميه سي اف ام معينه مش هقل عنها مهما حصل. طيب بعد كده السايزنج داتا مفيش اي حاجه بتتغير فيها خالص الا ان انت بس بتحط نسبه السيفتي فاكتور بتاعك اللي احنا قلنا بتكون من 5 لـ10% تمام. خلاص برضو الاكويبمنت الخانه الاخرانيه دي تخص الايه الهيت كونسامشن او الانرجي كونسامشن، ندوس اوكي كده انت عرفت الايه الدي اكس اي بتاعتك. نبتدي نطبع الريبورت بتاعها تاخد البيانات بقى بتاعتك، الحمل بتاعنا 16 طن او 194 بيتيو ميجا بيتيو بر اور والسنسبل لود بتاعه 167 بيتيو بر اور ميجا بيتيو بر اور. الانترنج ويت بالب تمبريتشر 78.2 الدراي بالب انا اسف والويت بتاعها بكذا والليفنج اير تمبريتشر بكذا والار اتش بتاعتنا ريزلتنج هتبقى بكذا والباي باس برده اللي احنا دخلنا القيمه بتاعته بكذا.
ازاي بس اتاكد ان الحمل اللي هو الطن او بالنسبه للسيف ده اتاكد ان هو زي الرول سون؟ يعني انا عارف مثلا لا هو مش لازم يكون زي الرول سون، يعني قريب منها هتاخد الرولز سامب وتشوف للابلكيشن دوت وتضربه في المساحه هيطلع لك رقم، تشوف الرقم ده مظبوط ولا لا. يعني تاخد ايه بقى؟ لا هتاخد الهاب، انت مشغل الهاب، مالكش دعوه بالرولز سامب خالص. الرولز سامب دوت لما تكون عايز تطلع حمل بسرعه معاك ورقه كده، اه المساحه دي هتبقى تقريبا بكذا، تمام، وغالبا بتحسب بتطلع اقل من الهاب. طيب خلاص كده انا خدت دي الحمل اللي انا عايز اختار عنده الباكج يونت، اعمل ايه بقى الخطوه الجايه؟ هخش على عمليه السليكشن للباكج دي. ده كتالوج للباكج يونتس من 3 طن ل 25 طن. احنا الحمل بتاعنا طلع بكام؟ ب 16 طن. واخر جمله اللي هي 1 مين؟ اللي هي 1 اه خلاف الاخر. ماشي. طيب من 3 طن ل 25 اللي عايز يسمع، انا بص انا قاعد للصبح ما عنديش مشكله، بس كل القصه ان انا عندي قيمه معينه او حاجه معينه عايز اخلصها، الحاجه دي تخلص خلاص اي حاجه تانية انا قاعد معاك للصبح. انا مش عشان انا همشي، علشان لو حد تاني عايز يمشي يبقى خد كل الحاجه اللي هو عايزها، تمام. طيب الحمل بتاعنا زي ما قلنا 16 طن تبريدي. نبتدي نخش على الكلام دوت. في الاول بتلاقي فيه داتا بتعرفك الموديل نمبر تعريفه ايه والكلام ده، ممكن برضو تحتاجها. الابعاد يعني هو الكتالوج ده مشقلب شويه، المفروض ما نبداش بالابعاد. الفيزيكال داتا او اليونت سبيسيفيكيشن. انا عندي الحمل بتاعي ده كده من 3 ل 10 اه مش مظبوط، ده من 12 ونص ل 25، بس انا ببص في حته ثانيه بس. اه ده كده 15 طن تمام، ودي 18 طن تقريبا. خلينا نبص على البيت يوبر اور اللي هو النومينال كاباسيتي بتاعتنا الاول. طيب البيت يوبر اور بتاعي كان بكام؟ انا عايز ناس بقلم كده ورايا يبقى كتب البيت يو وانا فاتح البتاع، وبعدين اجي اقول مش لازم ارجع للورقه. كل ما تعملوا كده كل ما ناخد حاجات اكتر، في حاجات كتير، في سموك مانجمنت وفي حاجات كتير، في ما تلاقوش يعني، وكل حاجه متسجله وان شاء الله هترفع المحاضره دي ما تلاقوش برضه، تمام؟ تمام، فخليكم معايا اسرع. يبقى انا عندي 193,000 بيت يوبر اور التوتال لود، حد ينقل السنسبل وحد ينقل الطن، تمام، وحد ينقل درجات الحراره الويت بالب دي الدرايفر بالوت. طيب نرجع تاني، يبقى قلنا 196,000 يبقى لازم تشتغل على ايه؟ المكنه دي اللي هي ب 21 طن او 21 طن تمام، او ب 216,000 بي تي يو. لو جيت قسمتها على 12,000 18 طن. سيبك بقى من الرقم الموجود فوق ده خالص، هو الرقم ده عشان انت تفهمه كان لازم تقرا فوق ان التعريف بتاع الموديل نمبر اللي هو موجود فوق. الطن 12,000 بي تي يو. طيب النومينال اير فلو بتاعنا 7200. طب السي اف ام بتاعنا كان كام؟ انت لازم تشيك على كل حاجه. 7200 يا سلام، يا بالظبط زي الفل. طيب لو مختلف لازم تحقق السي اف ام وتحقق السنسبل هيت السنسبل لود واللاتنت لود، لازم تحقق الثلاثه دول لازم على الاكبر على طول، او تروح لكتالوج تاني ربما تكون الشركه ديت مش بتطلع موديلات مناسبه ليك مثلا بالظبط. طيب يبقى خلاص المكنه اللي انا هختارها دلوقتي غالبا او الاختيار المبدئي بتاعي اللي هي الار تي دي 216. ار تي دي 216 هبتدي اروح بقى على ايه ال اسمها ايه البرفورمانس بتاع المكنه دي، علشان اقدر اعرف هل هي هتطلع الحمل دوت او الحمل اللي انا عايزه في ايه، في درجات الحراره او الدور اللي انا عندي موجوده. دايما اي كتالوج بتشتغل عليه بيكون شغال على درجات حراره تقريبا 95 فهرنهايت او الدور، 95 فهرنهايت او الدور، فاحنا عندنا 105 تمام، فهيكون في فرق في الايه في الحمل، كل ما تزيد درجه الحراره بتاعت الكوندنسر اللي بره كل ما يقل الايه الحمل اللي الجهاز يقدر يشيله، تمام؟ حد فاهم ليه؟ عشان فرق انتقال الحراره عند 49 درجه، عشان الكيرف ده كده اللي عند ال 105 تمام، وده كده عند ال 95 درجه في الهمايه. طب هو نقطه الخروج بتاعت الكوندنسر دي بتروح على فين؟ بتنزل على تحت على ايه؟ على الايفابوريتور اللي هو درجه حرارته ثابته. يبقى انا لما كل ما ازود درجه الحراره هنزل فين؟ يبقى هقلل ايه؟ كل الجلود اللي المكنه تقدر تشيلها.
تمام. راجعوا كده معايا وافتكروا الحاجات اللي في الاول لسه هنقولها تاني جوه قدام شويه. 50 درجه تقريبا بس برضو على حسب الفريم. ما اقدرش ان انا ادي لك رقم كده 50 درجه لا 45 دي اصلا ده هو بيشتغل على 45. طيب هتشوف دلوقتي هيبان عندنا في البرفورمانس. بس البرفورمانس ده هيكون للمكنه دي. طبعا الكتالوج اللي انت بتخش عليه لازم تاخد بالك من ايه؟ من الفريكوانسي بتاعك التردد بتاعك 50 هرتز. احنا الموديل اللي احنا قلنا عليه ار تي دي 216 صح؟ هيبقى ندور عليه لغايه لما نوصل له. ار تي دي 216. طيب البيانات اللي هو عايزها ايه؟ هنا الكوندنسر انترنج اير تمبريتشر، درجه الحراره داخله على الكوندنسر اللي هي وكام؟ 105. يبقى دي درجه الحراره اللي انا عايزها. وايه تاني اللي انا عايزه؟ درجه الحراره بتاعت الايفابوريتور انترنج ويت بالب تمبريتشر، درجه الحراره الرطبه اللي داخله على الايفابوريتور. تمام. نجيبها منين دي؟ اهي اهي الانترنج ويت بالب 78.2 انا اسف 64.4. تمام. طيب يبقى 64.2 ممكن نشتغل على ايه؟ 67. وممكن تعمل حاجه اسمها ايه؟ انتربوليشن. انت حر على حسب الوقت اللي متاح عندك. خلاص احنا هنفترض ان هي 67 درجه فهرنهايت. خلاص يبقى انت الحمل بتاعك كام؟ ارجع هنا تاني. التوتال لود 207507. تمام. ده التوتال لود بالبي تيوبر اور. طب وانا الحمل بتاعي كان كام؟ 196. يعني كويس 193. طيب السنسبل ده التوتال لود. انا هو مكتوب عندك اهو التوتال لود. على فكره التعريفات دي بتبقى مكتوبه تحت، مش انا العمليه كلها مش معتمده على اجتهادك وبس. انت بتخش تقرا الكتالوج وهو الكتالوج بيبقى شارح نفسه. في كتالوجات بتبقى معقده فانت ممكن تحتاج ان انت تتكلم مع السبلاير بتاعها او المورد بتاعها، هو مش عامل لك لوغاريتم. خلاص. فمش معنى ان انا عملت سيلكشن من الكتالوج ده ان انا اعرف اعمل سيلكشن من اي كتالوج تاني. ممكن يبقى في كتالوج لسه جديد عليا لسه، بس القصه كلها محكومه في شويه بارامترز او سيكونس ثابت. تخش على الفيزيكال داتا، تخش على البرفورمانس داتا، هنشوف بعد كده بنعمل. طيب يبقى دلوقتي التوتال لود بتاعنا في الحاله دي مع درجه الحراره دي ودرجه الحراره اللي بره دي 207. محقق ولا مش محقق؟ محقق. الحمل السنسبل بتاعي 160 بي تي يو بر اور. طب انا عندي كان كام؟ 167. عندك مانع نمشيها؟ هنمشيها لان انت عندك 5% اصلا سيفتي فاكتور. خلاص تمشي يعني، مش هنقف على دي. خلاص يبقى دي الدنيا تمام. برضو السنسبل نقدر نقول هو ماشي الدنيا. بعد كده الايه؟ الكيلو وات. وده الصراحه انا مش عارف، ما اعتقدش ان هو حمل الكهرباء بتاع الكمبريسور، لا اعتقد ان هو الكيلو وات التبريدي برضو. طب ازاي نحول اصلا من كيلو وات تبريدي والقصه دي؟ تقسم البي تي يو بر اور اللي هو عندنا كام؟ 207 1000 تقريبا او 507 بالظبط. تقسمه على 3415. 3415 يطلع لك الحمل بالكيلو وات. ده كده الحمل التبريدي، فده معناه ان الحمل اللي تحت ده حمل الكمبريسور. برضو ممكن نتاكد من الكلام ده، هتلاقي هو كاتب لك البيانات دي كلها تحت. الكيلو وات التوتال باور انبوت ان كيلو وات كومبريسور كوندنسر موتور بلاور. يعني انت خلاص كده انا خلصت السلكشن بتاعك، هاخد الرقم ده واديه لمهندس الكهرباء واقول له بعيد عني. خلص الموضوع. اتفضل يا باشا. هو كاتب كده، هو على حسب على حسب على حسب. ممكن تلاقي هنا مش حاطط لك الرقم ده اصلا، وتضطر تخش بقى على الالكتريكال داتا، تخش بقى وتقعد تجيب الفانل لوحدها وتجيب الكمبريسور لوحده وتجيب يعني انت جمع الكلام ده كله وتسلمه لمين؟ لمهندس الكهرباء. خلاص؟ هو الاستشاري اللي بيقوم بالمهمه دي بيدرس كل المعالجين كتالوجات المعالجين كلها بالظبط كده. طيب هناخد احنا برنت سكرين عشان لو احتاجنا البيانات دي في اي وقت تاني نرجع لها. خلاص؟ ما انت عارف. نرجع برضو للجدول اللي كان في الاول وناخد برضو برينت سكرين. اي بقى بيانات انت عايز تعرفها، مقاس الدخول والخروج، مقاس المواسير بتاعت الفريون اللي جوه، مقاس البلاور، مقاس مش عارف اي حاجه انت عايز تعرفها تقدر ايه تجيبها من هنا. بس في بيانات ثانيه انا محتاجها من اللي هي الفان داتا، هروح في الكتالوج وايه هبتدي ادور عنها لغايه لما اوصل لها.
علشان اتاكد ان السي اف ام دوت بيطلع عند ستاتيك كام والكلام ده، لان انا عندي ستاتيك برضو، ما انا لازم اتاكد ان السي اف ام ده بيطلع عند ستاتيك معين. دي الوحدات 60 هرتز. الفان بيرفورمانس من 50 60 هرتز مش فارقه. والمدول والموديل الموجود تحت اهو، ندور احنا على الارت دي 216، ده ارت دي 72 105 120 180. احنا قلنا 216 صح؟ 216 خلاص. طيب الاستاتيك بتاعنا كان كام؟ 8 من 10. خلاص. طيب السي اف ام اللي انت عايزه كام اصلا، اللي هو النومينال اللي كان مكتوب فوق 7200. طيب هيطلع لك هنا ايه؟ الهورس باور، بريك هورس باور بتاع الفانه، ويطلع لك الار بي ام اللي انت عايز ايه تشغل عليها الموتور، وكده الموتور محقق طالما هو موجود بالمنظر ده. خد بالك من مصطلح اكسترنال ستاتيك بريشر. يعني ايه اكسترنال ستاتيك بريشر؟ ايوه، اي حاجه غير المكنه، اي ستاتيك بريشر لوس غير المكنه. ففي الحاله بتاعت الباكجات والسبليت اير هاندلنج يونتس اللي هي دي اكس، اي حاجه دي اكس، بحسب البريشر لوس في الدكت وفي الديفيوزر والكلام ده، واي حاجه تانية موجوده جوه الدكت او بره المكن، واقف على كده. هو ده الاستاتيك اللي انت عايزه، لان المروحه دي الاستاتيك بتاع الاكتوال هيبقى اعلى من كده. ليه؟ علشان بتتغلب على الاستاتيك بتاع الكولين كويل اللي موجود جواها، وشويه المواسير اللي بتخبط في الهواء جوه المكنه خلاص. وبعدين تطلع لك بعد ما تخرج من المكنه، تطلع لك ايه؟ الاستاتيك اللي انت عايزه. تمام؟ فده معنى كلمه ايه؟ اكسترنال ستاتيك بريشر. كده لا، على حسب بقى الرسمه اللي انت هتعملها لسه. انا كده كل ده لسه توقع. طب لو هو مش مكفي هتكبر بقى الفان، هتكبر هتضطر تكبر المكنه لو انت شغال على باكج. بس الكلام ده مش هيحصل. بص كده، هو مديك ستاتيك لغايه فين؟ 2 انش ستاتيك. لسه كتير قوي. بس خلي بالك، مع ال 2 انش ستاتيك ما بقتش تقدر توصل للسي اف ام 4000 7200 مش تقدر. طيب كل ده موجود جوه المكنه، لان دي باكج، دي باكج. لا، راجع بقى الفيديو، راجع الفيديو، عشان انا مش هضطرك النهارده للشرح الانهاندنج يونت سيليكشن. ده موجود على الفيديو، خلصت الاسم، خلصنا منه. طب يعني الفكره ان انا جبت القيمه دي هي احسن من انا بقى بقيت الدكت. لو هتحسب، لا هتشوف بقى اقل ولا اكتر. كل ده اختيار مبدئي بس. كل ده اختيار مبدئي. ايه؟ لا، انا اخترتها تقديريا كده، قلت المشروع هيبقى 8 من 10.8 ستاتيك بريشر. بص تمام، نرجع كده للشغل بقى بتاعنا. المرحله اللي موجوده دلوقتي اللي احنا عايزين نشتغل فيها، اللي هي الجريلات وتوزيع الجريلات في الرسمه دي. طيب ناخد بريك 10 دقائق بالظبط ونرجع تاني. احتمال يبقى عندنا 3 بريك النهارده ان شاء الله. ماشي؟ فمش عايز الناس تزهق، وكل ما الناس تطلب بريك قولوا لي، عشان في ناس هتموت النهارده ان شاء الله. خلاص ناخد بريك 10 دقايق كده وبعد كده نرجع. هتلاقي شويه داتا وحاجات اتقالت مهمه جدا عن الديفيوزر، لو شرحتها دلوقتي يبقى انا كاني في محاضره الديفيوزر. تمام؟ فعايز الناس تراجع الكلام دوت وتركز فيه، عشان او تشوف الفيديو ده تحديدا بالذات، لان هو فيه يمكن معلومتين زياده ما اتقالوش في المحاضرات. خلاص؟ طيب دلوقتي اول حاجه انت بتقدر بس يعني عدد الديفيوزرز اللي انت محتاج تحطها في مكان زي دوت. خلاص، ايا كان العدد صح غلط مش تفرق معايا. خلاص، وليكن مثلا انا هختار في الاتجاه الطولي دوت ان انا احط ديفيوزرين. بدايه كده تقدير، بدايه تقدير، بعد كده انا هنحسب العدد بالظبط. تمام؟ طيب يبقى اول حاجه السرعه دي مش كنت استنيتك اصلا. خلاص، اول حاجه هنعمل ايه؟ نقدر العدد بتاع الديفيوزرز اللي احنا محتاجينه. مثلا ده شكل الديفيوزر عشان الناس ما تغلبش، او مش لازم واحد يقول انا ما اشتغلتش عشان ما اعيش شكل الديفيوزر. لا، تشتغل على اي حاجه. لا، ما هو ما انا بعمل ايه؟ ما انت ممكن تشتغل 60 في 60، تشتغل 80 في 80، تشتغل 100 في 100، زي ما انت عايز على حسب. تمام؟
طيب احنا هنرسم الضغط ماشي ازاي؟ هنرسم الضغط، بس الاول عشان ترسم الضغط لازم توزع مخارج الهواء. تمام. طيب مخارج الهواء زي ما قلنا، اول حاجه هنقول عندنا مثلا في الاتجاه اللي بالعرض دوت عندنا 2 ديفيوزر بالطول، وهنفترض مثلا ان احنا عندنا كده 7 ديفيوزر، خلينا زي المثال عشان بس ما يبقاش فيه اختلافات كتير. طيب عندنا 7 ديفيوزرز متوزعين في بالطول كده 7 صفوف، خلاص. يبقى انا عندي تقريبا 14 ديفيوزر. قصه كبيره، قصه انت بس بتحط تقديرا كده يعني. مثلا تحط المسافه بين الديفيوزرز 5 متر مثلا، 4 متر، تقسم ال 28 على الكلام دوت وتشوف هيطلع لك بكام. يعني هو مثلا لو قلنا، لو افترضناها بالشكل ده 28 على، عايز المسافه بين الديفيوزرز مثلا 4، لا 28 اللي هي 28 العرض ده كله، خلاص هيطلع لك 6.75، تاخدها ب 7 كده يعني. خلاص برضو العرض، انا عندي هنا العرض بتاعي 9 متر تقريبا، لو قستها هتطلع 9، بس حافظها يعني كده كده 9 متر تقريبا. خلاص 9 متر تقسمها، برضو عايز المسافه بين الديفيوزرز تبقى 4 على ال 4، يبقى فيها 2 وربع. خلاص هاخد المسافه انا ب 2 وربع واحط ايه 2 ديفيوزر بس بيها. خلاص انت بتلعب زي ما انت عايز يعني، اتحركوا بقى، عايزك تتحرك في الدنيا كلها، ما توقفش على حاجه بقى. خلاص الحاجه اللي بتقف معاك عارف انت هتروح تجيبها منين. خلاص طيب يبقى دلوقتي انا عندي في عدد الصفوف كده هيبقوا 17 صف في 2 7 صفوف، تمام، في 2 في 2 ديفيوزر، يبقى انا عندي 14 ديفيوزر. حد عنده مشكله؟ طيب وعدد الحته دي طبعا هنزود لها ديفيوزرز، هنزود لها 2 مثلا، خلاص هنزود لها صف واحد، يبقى كده انا عندي التوتال بتاعي 16 ديفيوزر. خلاص 16 ديفيوزر. طب انت عندك كام سي اف ام اللي احنا طلعناه من السليكشن ومن الهاب؟ 7200. 7200 على 16 ديفيوزر، يبقى كل ديفيوزر فيه 450 سي اف ام. كل دي كل مخرج فيه 450 سي اف ام. هنخش بقى نشوف كل حاجه، هنشوف النويز، مستعجل انت على النويز، نشوف النويز ونشوف الثرو اللي هي النسبه بتاعت الثرو لحاجه اسمها كاركترستيك لينس. ايه الكاركترستيك لينس ده؟ ايه؟ لا 50 فيت بالمنت. اول تصور ليك، بس برضه ما نبقاش في حاجه ما قلناهاش، اول تصور ليك لما نيجي نتكلم عن اي ديفيوزر في الدنيا او نظام تبريد، ان الهواء الساعد ده لما يخرج من المخرج لازم يزق كل الهواء السخن ده، تمام؟ فانت تحس بالهواء الساعد، تمام؟ فالمعامل ده اسمه الاي في بي ار. خلاص مالناش دعوه بيه، تمام؟ اللي انا عايزه لما اوزع الجريلات يطلع لي المعامل ده يبقى عالي، صح؟ عشان يقدر ان يحصل كسح للهواء والكلام ده. طب مبدا عمل الديفيوزر ده اصلا عامل ازاي؟ حاجه كده، ان لو ده كده السيلينج، خلاص، فالهواء بيخرج ملامس للسيلينج بالمنظر ده، خلاص، زي ما احنا قلنا، علشان هو الهواء لازم يمشي بسرعات عاليه بس بره منطقه الايه؟ الاوكيوبايد زون. الاوكيوبايد زون دي اللي فيها الاشخاص. طب الاوكيوبايد زون اللي فيها الاشخاص دي مساحتها قد ايه؟ الارتفاع بتاعها متر 80 او 6 فيت، خلاص، اللي هي المساحه اللي موجود فيها الاشخاص، مش عايز السرعه تزيد في المكان دوت عن 50 فيت بير متر، خلاص؟ فده اساس السليكشن بتاعي، فده عامل. العامل الثاني اللي هو النويز كريتيريا، في جدول ممكن نشتغل عليه او ممكن تشتغل على ماكسيمم نويز كريتيريا 30، خلاص؟ يبقى برضو انت بتعمل سليكشن تخلي بالك من ال 30 بتاعت النويز كريتيريا دي، ان انت ما تعديهاش. وتخلي بالك من ايه؟ من الاي دي بي اي. طب الاي دي بي اي اصلا ما بيبقاش مذكور في الكتالوجات، هخلي بالي منه ازاي؟ هتخلي بالك منه من خلال قيمه الثرو اللي عند 50 فيت بير منت. ايه الثرو اللي عند 50 فيت بير منت؟ اكبر ثرو موجود عندك في الجدول، خلاص؟ هي دي الثرو اللي عند 50 فيت بير منت. طيب انت هتوزع الديفيوزرز ازاي؟ هيبقى في ديفيوزر تاني هنا كده، خلاص؟ طيب لو خدت نص المسافه دي كده ما بين الديفيوزرز دي، هيبقى عندك المسافه دي كده اسمها ال، ال كاركترستيك. طبعا هنا زي هنا، خلاص؟ المسافه من بين الاثنين ديفيوزر 2 ال كاركترستيك. يبقى بين الديفيوزر والميد بلان اللي هو خط في النص كده، يبقى ايه ال كاركترستيك. لو قسمت التي 50 على ال كاركترستيك دي هتطلع لك قيمه معينه، خلاص. القيمه دي هم عملوا دراسات على حسب انواع الديفيوزرز المختلفه زي الجداول اللي احنا اللي موجوده معانا، بيطلع لك على حسب الكلام دوت النسبه دي
يطلع لك القيمه هتبقى في قد ايه بالظبط. تمام. طيب القيمه دي بتكون في حدود ايه عشان ننجز ونريح دماغنا؟ لو اشتغلت على واحد، لو اشتغلت من القيمه دي بواحد، فانت هتشتغل على معامل اي دي بي اي ده كويس جدا. خلاص يبقى انا كده العناصر اللي هشتغل بيها في الديفيوزر تمام، طبعا السي اف ام والقصه دي والكلام ده كله، ولكن التي 50 على ال سي يطلع لي بواحد او اكتر. خلاص وبرده ما يكونش اكتر بكم معينه، عايز ارفع اكتر بكام تخش على الجدول، يعني تفرق من نوع للتاني. تمام. والناس كتره تكون 30. خلاص نخش بقى ونعمل ايه سيليكشن للكلام ده. ما هو ده كده الاوفرلاب. تخيل ان انا بقول لك ايه، لما تكون دي التي 50 على ال سي 50، ده معناه ايه؟ ان السرعه ما بين الاثنين هتكون وصلت هنا 50 وهنا وصلت ل 50، يبقى يحصل اوفرلاب. السرعه بتاعت الهواء، يعني الهواء ما بقاش واقف، الهواء لسه ماشي بسرعه 50 فيت بالمنت، يبقى كده هيحصل اوفرلاب. طب ما انا بقول لك اقل نسبه اصلا واحد، يعني انت ما بتشتغلش تحت الواحد. تمام. ده انت هتزيد عن واحد، ده معناه ايه؟ ان الاوفرلاب هيزيد، الهواء هيقابل بعضه بسرعات اعلى. تمام. ما هو انت بقى يعني مش هتركز قوي كده بصراحه، ما حدش بيركز قوي كده للاسف، يعني ما حدش بيركز قوي كده. تمام. طبعا ترتيب السقف قبل كده زي ما قلنا هو الفاير فايتنج، وبعد كده الاضاءه، وبعد كده التكييف. خلاص. فكل اللي احنا بنعمله دوت ممكن بتاع الاضاءه او بتاع الفاير فايتنج يبوظ لك. خلاص. فاير فايتنج اولى، وبعد كده الاضاءه اولى، وبعد كده شغل التكييف. خلاص. طيب نخش دلوقتي على ايه؟ على الكتالوج بتاع الديفيوزرز اللي هو تايتوس، علشان نعمل سيليكشن برضو هنخلينا شغالين على السامبل بتاعنا اللي هو السكوير ديفيوزر. تايتوس بتاعت كل حاجه، مش بتاع الديفيوزرز بس. خش على السايت بتاعهم وشوف البرودكشن بتاعهم ايه. موجوده هندسه هندور على السكوير سيلينج ديفيوزر، برضو من ضمن اساميه اللوفر ديفيوزر. طيب في رسمه جميله برضو موجوده في الفيديو، عشان ما اعتمدش عليه خلينا نجيب الرسمه بسرعه، مش هتاخد مننا ثواني بس عشان ايه تكون الدنيا اتظبطت. ده الجدول اللي انا بتكلم عليه. تمام. شايفين ال 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 تي بوينت 25 دي 2 بوينت البوينت 25 دي السرعه بالمتر في الثانيه اللي هي ال 50 فيت بالمنت، عشان ما حدش يتلخبط يعني. تمام. على ال ال اللي هي ال ال كاركترستيك. خلاص. فالقيمه بتكون في حدود كام؟ هتلاقي دايما الواحد كويس، هتلاقي الواحد كويس. خلاص. بس الماكسيمم بتاعك كام؟ على حسب نوع الديفيوزر اللي انت بتشتغل عليه. طب انواع الديفيوزرز دي بالظبط كده؟ لا بس على حسب الديفيوزر اللي انت شغال عليه، عشان كده بقول لك اشتغل على الواحد دي هتبقى قيمه كويسه. خلاص. طيب هو كان في فايل تاني كده كان جميل، كان شارح حاطط قدام كل جريلا من دول. هو ده نفس الجدول اهو. خلاص. الاي دي بي اي مع الماكسيمم الرقم اللي هو تي 50 على ال بيحقق لي الماكسيمم اي دي بي اي ده. خلاص. بس على حسب ايه نوع الديفيوزر، نفس الجدول بالظبط بس حاطط لك رسمه بتوضح شكل الديفيوزر. الهاي سايد وول زي ما احنا شايفين كده توزيع الهواء شكله عامل ازاي، السيركلر اللي هو الراوند ديفيوزر توزيع الهواء شكله عامل ازاي، بعد كده السيل جريل والستريت جريل والسبريت جريل كلها ديفيوزرز محطوطه في الارض. تمام. وبرده توزيع توضيح الهواء محطوط ازاي، ومحدد لك هنا الكاركترستيك لينس بتاعك ايه. الكاركترستيك لينس هنا للحيطه المقابله، هنا للحيطه المقابله او الانترسكتنج بلان بتاع اللي هي المسافه الميد بلان ما بين اثنين ديفيوزر. تمام. هنا السقف، هنا السقف، هنا بقى ده اللي هو البرفوريتد اللي هو بيبقى مخروم، يعني ديفيوزر فيه خرام، او اللوفرد سيلينج ديفيوزر اللي هو السكوير اللي احنا بنشتغل بيه في معظم المشاريع. خلاص. فدي الحاله الاخرانيه دي. فالحاله الاخرانيه دي
احسن قيمه للتي ال تي 50 على ال 2 دي احسن قيمه خالص احسن خالص بس الرينج بيبدا من اول واحد لغايه تقريبا 3.5 حاجه كده اللي هو الفيوزر اللي بتاع فلو يعني بالظبط مش موضوع لمنا فلو يعني ما تشغلش بالك بالكلمه اللي مكتوبه دي هو ده اللي احنا هنذاكره بالظبط هو معنى 2 ان هي كده كده السرعه لما تكون واطيه انت بتتكلم على لمنا فلو معنى 2 دي معناه السرعه ضعف اللي كلاس لا لا ان المسافه ما بين الديفيوزر ونص المسافه بينه وبين الديفيوزر اللي بعده اللي هي نص المسافه بين اثنين ديفيوزرز خلاص خلاص نص المسافه دي بيساوي نص المسافه اللي هي الثرو بتاعه الديفيوزر فاهمني يعني الديفيوزر ده هيوصل الهواء للديفيوزر الثاني يعني الاثنين عاملين على الكريه مع بعض ايوه انترسكتد ايوه اوفرلاب طيب خلاص برضو الكلام دوت هيبقى مرفوع ان شاء الله كده كده هو موجود على الاستهاء وكده كده موجود في الفيديوهات حضرتك لما كسبت سي اف ام وقسمته على 16 طلعت حوالي 450 هنخش بقى نعمل سيلكشن يعني الرقم ده بالنسبه لك ايه يعني ده السي اف ام اللي هيخرج من الديفيوزر اه يعني لو كان اكبر من كده يبقى اختار الديفيوزر حجمه اقل شويه ما انت انت ممكن بقى بوجهه نظرك زي ما انت عايز ممكن الديفيوزر ده يجبرني على ان اكبر الدكت قوي فاضطر ان انا ايه عشان اغيره لا يبقى اغير الديفيوزر ده اغير القيمه دي اوزع اكتر مثلا بالظبط آه لا دي عشان انت كنت بره فلما ترجع هقول يعني اخر المحاضره قصدي تمام طيب احنا دلوقتي بندور على هو تي دي سي هو ده النوع بتاعنا اللي احنا شغالين عليه اللوفرد اللوفرد او السكوير سكوير سيلينج ديفيوزر ده شكل السكوير سيلينج ديفيوزر او اللوفرد ريكتانجلد سكوير سي اي حاجه زي كده كل دي اسم واحد الرينج بتاع السرعات اول حاجه موجوده فوق خالص السرعات فالرينج بتاع السرعات بتاعتك الليك فيلوسيتي اللي هي اللي داخل عليه اه سكوير نيك سكوير في كذا ماشي النيك اللي هي الرقبه اللي داخله على الديفيوزر تمام اللي داخل على الرقبه بالظبط كده ايوه دي اللي في الرقبه اللي في الرقبه نفسها تمام فالسرعات دي احنا قلنا بنشتغل الرينج بتاعك طول ما انت قليل كويس جدا بس الماكسيمم بتاعك ايه 700 وعلى حسب الابلكيشن ممكن يوصل في ابلكيشن ثانيه لحاجات ثانيه اعلى من كده لان الحاجات دي بتعمل نويز لوحدها اصلا غير الديفيوزر نفسه تمام فاحنا دي حاجه عامل مهم عندنا ثاني حاجه السي اف ام تمام فهو اول قيمه عندنا دايما موجوده في كل طبعا كل لون من دول فهو خانه او 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 مقاس ديفيوزر ثاني فهنا ده اللي هو النيك بتاعته 9 و9 9 في 9 او الديفيوزر نفسه 9 في 9 خلاص طيب هتلاقي هنا بيقول لك ايه التوتال سي اف ام بتاعك احنا عايزين قلنا 450 طيب 450 اهي بس تحت الكلام ده تحت 450 في رقم اللي هو الان سي نويز كريتيريا 34 يبقى وحش خش على اللي بعده طيب 450 اهو ده 500 كويس والنويز كريتيريا بتاعته كويسه خلاص طيب الثرو فاليو اخدها فين؟ الـ A4 و A3 والحاجات دي معناها الـ Air Pattern يعني ايه Air Pattern؟ ممكن الديفيوزر دوت تقفل منه جنبين ويطلع في اتجاهين بس، ممكن تقفل منه ثلاث جنوب ويطلع في اتجاه واحد، لأن هو اللي هو الريكتانجل ديفيوزر أو اللوفر ديفيوزر ده بيطلع في أربع اتجاهات ما بيطلعش راوند، بيطلع في الأربع اتجاهات X و Y خلاص؟ فأنت ممكن تقفل اللي أنت عايزه وتفتح اللي أنت عايزه، المهم إحنا شغالين عن الأربعة مفتوحين. طيب الأربعة مفتوحين هتلاقي دي قيمة الثرو بتاعتك. طيب احنا اللي احنا اخترناه اللي هو ده ارجع عايز تاني سي اف ام على 500 ولا لا هتشتغل على 450 عادي بس السرو بتاعتك هتقللها شويه طيب السرو بتاعتك هنا مكتوبه بكام ب 21 فيت 21 فيت هتشايف اهي 11 و15 و21 ال11 اللي هي اقرب حاجه للديفيوزر السرعه فيها بتبقى 150 هي كده اي ديفيوزر كده ال15 تبقى السرعه 100 فيت بالمنت ال 21 اللي هي اللي انا عايزها اللي هي ال 50 فيت بير مينت يبقى دي كده تي 50 اللي هي موجوده فوق تمام طيب احنا اتفقنا في التوزيع ان انا هوزع المسافه ما بين كل ديفيوزر والتاني كام 4 متر تمام ده معناه ان نص ال ال كاركترستيك كام برضه عشان ما كنتش موجود في الاخر هعيد لك الحته دي تمام ما انت شكلك مستغرب انا شايفك لا انت مستغرب انت مستغرب طيب ماشي خلاص يبقى بالظبط بس الاثنين ايه؟ دي متر تمام فلازم تحولها
طيب يبقى 2 في 3.28 كده بقت 6.5 تقسم لل 21 21 نقف بقى ثانيه واحده هنا. القيم اللي محطوطه في الجدول دوت مبنيه على حاجتين. حاجه اسمها ايزوثيرمال. يعني ايه ايزوثيرمال؟ يعني الهواء اللي طالع من الجريلا هو نفس درجه حرارته بتاعه الهواء اللي خارج من الجريلا، مفيش فرق في درجات الحراره. لكن في الحقيقه الهواء اللي انا دلوقتي الابلكيشن شغال عليه كولينج، فالهواء اللي خارج من الجريلا هيبقى تقيل لانه ساقع. كل ما تقل درجه الحراره كل ما يتقل الهواء وتزيد الكثافه بتاعته، فهينزل لتحت اسرع. تمام؟ يبقى السرو بتاعته هتقل شويه. هتقل بكام؟ بناخد قيمتها ب 70% من القيمه الموجوده في الجدول. مش هيفرش. تمام؟ وفي حاجه تانية، يعني انا في عاملين للموضوع مش عامل واحد. العامل الاولاني حاجه اسمها البوانسي افكت او حاجه زي كده، ان الديفيوزر لما يبقى محطوط بالمنظر ده والهواء خارج كده، ففي مقاومه هنا للهواء ده. تمام؟ وفوق هنا في السقف، السقف سموس شويه فناعم فما بيبقاش فيه مقاومه، فالهواء ده بيلزق جامد جدا في السقف، هيلزق مسافه اطول. فده معناه ان السلو هتكون كبيره. تمام؟ لو نزلت الديفيوزر ده وركبته على دكت بقى من فوق بتاع فوق الهواء اللي خارج من الديفيوزر ده، فوق هنا في هواء استجن، هواء واقف، وتحت هنا في هواء واقف برضه، فايه اللي هيحصل؟ السلو دي ايوه هينزل تحت. يعني ايه؟ يعني السلو اسود. ما هو المقاومه اعلى يعني هينزل تحت اسرع يعني كده. طيب في الحالتين السرعه يبقى هنا اللي في الجدول، اللي في الجدول محطوط لايه؟ محطوط للحاله دي زائد ان هي ايزوثيرمال. يعني ايه ايزوثيرمال؟ يعني درجات الحراره ثابته. تمام؟ فبتضرب القيمه اللي في الجدول في 0.7. خلاص؟ يبقى انا هضرب القيمه اللي في الجدول في 0.7 ليه؟ علشان حاجتين، عشان الجريل اللي عندي راكبه على دكت ما عنديش سقف ساقط فالسرو بتقل شويه، وعلشان الـ اصلا الديفيوزر مش ايزوثيرم. تمام؟ طيب يبقى 21 في 0.7 على 6.65 تطلع القيمه ب 2.2. تروح تشوفها في الجدول هتلاقيها وزن رينج وشغاله. تمام؟ يبقى اذا القيمه دي مقبوله بالنسبه لي وهقدر ان انا اشتغل عليها. يبقى كده اللي هي تي ال تي 50، التي 50 على ال كاركترستيك. تمام؟ يبقى انا كده القيمه دي عندي وزن رينج، يعني انا كده النويز كريتيريا تمام، والتي 50 على ال تمام. خلاص؟ طيب ايه اللي ناقصك؟ السرعه بتاعت النيك. ده كده مقاس الديفيوزر اللي احنا اخترناه ده كله، ده مقاس الديفيوزر. تمام؟ اللي هو 12 في 12 12 بوصه في 12 بوصه. تمام؟ ده معناه انك ده لازم تختار له نيك اصغر شويه، فالنيك دي هتبقى 9 في 9 او 6 في 6. طب هنفترض ان هي 9 في 9، ولو ان رقم 9 ده غريب، بس هنفترض ان احنا هنشتغل ب 9 في 9. تمام؟ طيب النيك 9 في 9 نشوف عندها السرعه هتبقى بكام؟ عند كام؟ 450 اهي، هتبقى ب 800 فيت بير مينت. براحتك بقى، ده ابلكيشن صناعي ماشيها. الديفيوزر ادي الدكت، علشان تركب الديفيوزر على الدكت ده ما ينفعش يركب لطش على الدكت. تمام؟ لازم يكون في مسافه ما بينهم، والمسافه دي بيركب فيها حاجه اسمها نيك. خلاص؟ طيب فالنيك دي ليها سرعه معينه الهواء بيمشي فيها بسرعه على حسب كميه التدفق اللي ماشيه والاريا بتاعتها. خلاص؟ فكل ما تكبر النيك كل ما تقل السرعه، كل ما تصغر النيك كل ما تزيد السرعه. تمام؟ طيب الديفيوزر اللي احنا بنعمل له سيلكشن دوت بيتكلم على المقاس الخارجي ده، اللي هو احنا اخترناه 12 في 12. طب النيك لازم تكون اصغر من الديفيوزر. تمام؟ فهنختار القيمه اللي قبليها اللي هي 9 في 9، نشوف ايه السرعه بتاعت الهواء اللي هتبقى ماشيه هتبقى كام. الرينج اللي احنا بنشتغل عليه من 500 ل 750. تمام؟ وبرضه على حسب الابلكيشن، ممكن تقرب في ال 500 دي وال 600 لما تكون بتتكلم على مثلا اوفيس اريا او مكان هادي، لكن ما تتكلم على تطبيق صناعي زي دوت مفيش مشكله ان هي توصل 800، ايه المشكله يعني؟ خلاص؟ مش دعوه بقى، ما هي دي النويز، ما هو السرعه بتسبب نويز. تمام؟ بس النويز كريتيريا مكتوبه تحت دي مش بتاعت السرعه اللي فوق دي، دي بتاعت الديفيوزر. يعني مالهاش دعوه بالنيك. تمام؟ طيب. اه طبعا. لازم هيكون في وصله مش طويله، مش طويله، لا لا مش طويله، هتبقى يا دوب بس يا دوب مثلا 10 سم ولا حاجه زي كده، مش هتقل عن كده. ما هو لازم يركب في الصاج بالنيكل، ما ينفعش يركب على طول، ما انا بقول لك ما ينفعش، لازم تنزل تحتيها 10 سم او 20 سم، لازم ما ينفعش تلزق في الدكت. ما
بعدين بيتثبت في ايه؟ بعدين. طيب كده احنا عملنا سيليكشن للديفيوزر بتاعنا، نعمل برينت سكرين. تمام، الديفيوزر بتاعنا كده 12 في 12 والنيك بتاعته 9 في 9. عنده حد عنده مشاكل؟ طيب نبتدي بقى نوزع الكلام دوت. اول حاجه هنمسح الديفيوزر اللي احنا عملناه ده ونعمل ريكتانجل ار اي سي انتر، وبعدين نختار نقطه وندوس دي انتر خلاص، وندخل الابعاد بتاعتنا 12 بوصه يعني 30 سنتي. تمام، يعني هنا هتبقى 300 عشان اللوحه دي مضروبه في سكيل 1000، يبقى 300 وتدخله البعد الثاني اللي هو 300 خلاص، نرسم لك مربع 12 في 12. تمام، النيك سايز يعني خلينا بس ما نزودش الموضوع، هترسمه بنفس القصه بس هيبقى كام؟ 9 في 9، 9 انش. شوف ال 9 انش بكام وتحولها وتظبط الدنيا. طيب هنوزع المخارج بتاعتنا دي على حسب مسافه من الحيطه دي 2 متر. نعمل شيفت كليك يمين تاني، انا قلت ام انتر اللي هو موف، وبعدين اخترت السنتر بوينت بتاعت الديفيوزر ده، وبعدين هدوس شيفت كليك يمين عشان اختار النقطه اللي انا هنقل منها، واقول له فروم، يعني انا عايز اقول لك فروم البوينت دي هتنقل لي بكام متر، واختار النقطه اللي قصاده دي اللي هي في الحته المقابله، وبعدين اروح واقف كده خلاص واقول له كام. اقول له المسافه قلنا كام؟ 2 متر. 2 متر يعني 2000، يبقى الديفيوزر هيبقى في اللوكيشن ده. تمام، وبعدين اقول له ام انتر تاني موف، واختار النقطه اللي في النص، وبعدين اقول له فروم الحيطه دي هيبقى كام؟ 2 متر وربع، لان هنا كان 9 على 4، فهيبقى 2 2 5 0. كده انت جبت ايه؟ اول ديفيوزر 2 متر وربع، ده كان 9، اسم 9 على 4 هيطلع لك فعلا 2 وربع. طيب خلي بالك ان ال كاركترستيك هي هي المسافه من سنتر الديفيوزر للحيطه، هي هي 4 ايه؟ 4 4 المسافه بين الديفيوزرز. مش ثبتها، انا بدات في الاختيار. نعمل كوبي سي او انتر خلاص، وبعدين نقول له الكوبي دوت هيكون على مسافه كام من الديفيوزر اللي احنا رسمناه؟ 4 متر، يبقى 4000. هيروح راسم لك ديفيوزر على بعد من الديفيوزر دوت ب 4 متر في الاتجاه اللي احنا كنا واقفين عليه. طيب نعمل بعد كده ننقل الصفوف بتاعتنا سي او انتر كده، ونقول له هنمشي في الاتجاه دوت كام؟ 4 متر. وبعدين 8، وبعدين 16، وبعدين 12، وبعدين 16، بزود كل شويه 4 متر، وبعدين 20، وبعدين 24. كده انت وزعت الديفيوزر بتاعتك زي ما انت عايز. قلنا هنزود 2 في الاتجاه دوت، ننقلهم ازاي؟ نقول سي او انتر ونعمل سيليكشن على الديفيوزر اللي احنا عايزينه، ونختار البوينت اللي احنا عايزين ننقله منها، نشيله منين؟ هنشيله من النقطه دي، والنقطه دي هيبقى مكانها هنا، يبقى كده الديفيوزر ده اتنقل ايه؟ بمسافه مقبوله. كده احنا وزعنا الديفيوزرز طبقا لاشري، الديفيوزرز كده متوزعه طبقا لاشري، ويعني عامل شغل كويس جدا والتوزيع بتاعك ممتاز. تمام، الخطوه اللي جايه انك ترسم الدكت وتحدد مكان المكن والكلام ده. طيب مكان المكنه فين اصلا؟ في الحاله بتاعتنا دي ما عنديش اوض مكن قريبه، اللي بره مثلا منحدر سيارات، المكان اللي هنا ده ضيق جدا، واضح تانك غاز وحمام وبتاع، مش هينفع انت تحط له المكنه هنا قدامه. طبعا الحاجات دي كلها بيكون فيها كلام مع المعماري ومع المالك والكلام ده كله. فعموما في المشروع دوت كان المكان مكانه على الروف، على السطح بتاع الكلام ده خلاص. طيب على السطح يبقى الدكت هيوصل لك من خلال منور، يبقى انت لازم تشوف اقرب منور ليك، والمنور ده كبير ولا صغير، وتشوف ابعاده هتنفع ولا مش تنفع. طيب ده اقرب منور ليا، تمام،
فهنفترض ان هو ايه هينفع، ولكن انا مش هخرج اوزع بالشكل ده كده على طول. يعني انا دلوقتي عندي لو رسمت الدكت اللي نازل من فوق اهو، انا لسه ما اعرفش مقاسه، تمام؟ الدكت اللي نازل فوق اهو، تمام؟ ممكن يخرج كده وممكن يخرج كده ويروح ماشي كده، تمام؟ انا هفرض او انا هنفذ او اصمم على ان هو هيخرج بالمنظر ده. واحد يقول لي ليه؟ علشان لو انت خرجت من هنا هتبقى قريب جدا من الديفيوزر، تمام؟ يعني ايه؟ يعني لو جيت تخيلت بقى المنظر كده بعد ما يبقى دبل لاين بقى كده الضغط اهو، والديفيوزر عندك في الحته دي، والمفروض ان انت هتعمل هنا ايه؟ برانش او تيك اوف زي ما خدنا في الشابتر بتاع الدكت سايز. فالمكان ده كده غلط جدا ان الديفيوزر يبقى في قلب التيك اوف كده، لان دايما في التيك اوفات والحاجات دي بيحصل سيركوليشن وفلو ما بيبقاش لامينر، يعني فلو مش هادي، فالمكان ده هيعمل لك نويز وهيعمل لك مشاكل ومش هتقدر انت تتحكم في النويز في عند الجريلا دي يعني. تمام؟ يبقى الافضل ان انت تكون متوسط على قد ما تقدر ما بين الديفيوزرز، تمام؟ الاربعة متر المسافه اللي انا خدتها بين الديفيوزر انت ممكن تخليها 5، تمام؟ مفيش مشكله يعني، ممكن تخليها 3 زي ما انت عايز. انا بتكلم على اللي انا اتكلمت عليه في الاول وحددت على اساس عدد الديفيوزرز الموجوده عندي. طيب بعد كده نكمل بقى نوصل الديفيوزرز كلها بالمين دكت اللي انا رسمته ده بالمنظر ده، برضو نفس الكلام هنا كده خلاص. دي برضو يطلع لها كده الدكت هنا من النص، بعدين ترسم الدكت اللي بيوصل الاثنين ديفيوزر دول ببعض، تمام؟ دلوقتي المفروض ان انت بتجيب تكست علشان تبتدي تكتب عليها تعرف السايز بتاع كل نقطه في الديفيوزر دوت. طيب انا عايز الناس ترسم كده، اللي معاه الورقه يرسم ويحط الديفيوزر. احنا الحاجات دي كلها بتخلص درافت وبتديها الرسام هو يشتغل، او انت نفسك بتشتغل بنفسك، بس انا عايز الناس ترسم كده عدد الديفيوزر وتحط وتجمع معايا كل سي اف ام بكام، يعني كل سيكشن هيبقى شايل كام. طبعا السيكشن من الدكت ده اللي بيغذي جريلا واحده فهو هيبقى شايل كام؟ 450 سي اف ام. طب السكشن ده شايل 2 ديفيوزر هيبقى فيه كام؟ 900 سي اف ام. 900 450 450، تمام؟ اسرع. يعني وصلهم بقى ببعض وحط الايه على كل نقطه السي اف ام، عشان انت انا هاخد منك السي اف ام وراح حاطط السايز بكام. لازم تفتح اللاير دي، اللاير دي بكام اسمها تكست اتش بي سي، هتلاقيها مقفوله هنا عشان كده لما جيت انقلها كان في مشكله. كنترول شيفت سي تختار النقطة اللي انت عايزها، تخش هنا كنترول في بنقل تكست عشان اعرف اكتب عليه هناك. نعمل نيو لاير خالص نسميها اي حاجة، نقول اوكي نديها اللون الاسود حلو، تمام؟ نقفل نختار دي ونختار لها ايه الاسم اللي احنا اخترناه علشان اللير مقفوله هناك، كنترول شيفت سي، علينا نختار التكست
نروح كده هناك ولو ما قالتش عيط. طيب مش خلينا بس نكمل في هنا ايه ده ايه قبل الكتاب اصلا؟ لا لا هو بس اللير هنا مقفول، خلينا نفتح كله. طيب نجرب تاني. هو قبل الكتاب اللي هو دي في ده ايه دي في على الاوتوكاد؟ انت ممكن تدوس تكست انتر، بس هي التكست اللي بتبقى موجوده من المشاريع فاتت انت بتبقى معرفها بصيغه معينه وشكل معين وبلاير معين والقصه دي. المهم هنفتح كله كده كده طيب عموما خلينا نكتب طب الارقام عندكم عشان عندنا هنا كده في مشكله في نقل التكست. تمام انت ما سابك بتعمل ايه ده كله؟ حط على كل ديفيوزر كام سي اف ام، حط كل سيكشن كام سي اف ام، بس ركز معايا بقى. واحد يمسك الاله بس هنا 450 سي اف ام، ده بيغذي ديفيوزر واحد. 900 هنا 900 الاثنين دول زي بعض 1800 خلاص. لا سيبك من 1800 ده 900 ده 900 لسه ما جمعتش. تمام طيب هاجي من الناحيه الثانيه برضه 450 900 زائد 450 1350 اجمع كده 900 زائد 450 900 زائد 1350 وبعدين زائد 450 1800 زائد 450 2250 يبقى السكشن ده يبقى فيه كام؟ ال 900 زائد 1850 يبقى في كام؟ 2250. الناس تكتب عشان انتوا هتملوا لي بعد كده. 3250 تمام. ايه اللي 3250؟ ما تجمعش براسك، هو في ناس بتعمل ماسك آلة؟ مش حد ماسك آلة خالص خالص خالص. ماشي طيب هنا 450 و 450 يبقى ده 900 وده 450 يبقى السكشن ده 1350 تمام؟ 1350 وده يبقى ده 1800 وده 2250 وده 2700. الناس بتكتب؟ اه. وده 3150 3150 وهنا كان في كام؟ 3150 وهنا كان في كام؟ 900. جمع الثلاثة دول على بعض لازم يطلع 700. ده جه هو اللي كان في 3250 صح؟ هنا في 3250 وهنا في 900 وهنا في كام؟ على حسب 700 مظبوط تمام؟ يبقى 700 يبقى انت كده ما سقطتش اي ديفيوزر. طب عرفنا في كل سيكشن من دول عندي كام سي اف ام؟ ايه؟ هتمشي العكس ازاي؟ تتوقع 7200 الاول. هدي 900 900 يبقى 1200 يعتبر في السيكشن ده. الاسم الثاني باقي 7200 ماشي براحتك. المهم انت توزع لي على ال 16 جنيه اللي موجودين ال 7200 بس. على فكره مش شرط يكون كلهم زي بعض. هو ممكن تغير انواع الديفيوزر لو انت عايز. لو انت عايز. تمام؟ تلعب بقى تاخد الديفيوزرين دول هياخدوا 500 كل واحد، الديفيوزرين دول هياخدوا ده المشروع بتاعنا. على حسب ايه؟ على حسب المشروع بتاعنا. عندنا هنا في اتريوم والاتريوم ده انت لازم تغذيه بالديفيوزرز دي. طب انا اغذيه اصلا بنوزل، انا هغذيه بنوزل. الاتريوم لازم يتغذى بنوزل اللي هي اخر واحده خالص في الديفيوزر. تمام؟ طيب برضو عندك الانترنس هيبقى نوع الديفيوزر برضو مختلف والسي اف ام اللي داخله مختلف، لان السي اف ام اللي هيخرج للانترنس اللي هو ما فيهوش سقف تمام هو يعني هيخرج مثلا من مخرجين ثلاثه على بالكثير، بس هو كام سي اف ام؟ حوالي 4000 سي اف ام وهيخرجوا من مخرجين ثلاثه. شوف بقى انت هتختار النويز ازاي، هتختار الديفيوزر ازاي. تمام طيب هنبتدي نعمل سايزنج. نفتح الداكت سايزر. لا نشتغل بقى بالسريع بقى السريع. ايكوال فريكشن، ايكوال فريكشن والفريكشن بكذا بوينت واحد اهو قبل ما اتكلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوينت واحد وتوكل على الله. الفريكشن لوس ده عشان برضه تكونش موجود، ده الفريكشن لوس لكل 100 فيت حاجه في الضغط. صعب قوي ان انا اقولها لك كده بسرعه، فخليها برضه في الاخر وهنتكلم فيها مع بعض، بس خليك حاول تركز معانا دلوقتي. انا هحط القيمه عشان اعمل سايز للجدول للضغط، لازم اعرف الاحتكاك اللي موجود في كل 100 فيت من الضغط، كل 100 فيت طولي كل 100 فيت خلاص. فبحط الرقم ده بكام؟ من الخبره الناس بتحطها بوينت واحد خلاص باختصار شديد.
طيب هتحتاج تعرف معلومه تانية عشان تقدر تحدد مقاس الضغط ده. المعلومه دي اللي هي ايه؟ كميه الهواء اللي ماشي. اول مقاس خالص عندك عند ابعد جريلا كان عندنا كام سي اف ام؟ 450. تمام كده؟ كده هو حدد لك الايكويفالنت دايمتر اللي هو الضغط هيبقى لو هتعمله دائري يبقى قطره قد ايه. تمام؟ طيب اللي انا عايزه الطول في العرض. لعلمك في مشروع زي ده انت ممكن تشتغل راوند لان ما عنديش سيلينج وهيبقى افضل. تمام؟ بس الناس بتستصعب التركيب بتاعه والناس كلها والصناعيه الموجودين هتلاقي حتى تكلفه التركيب بتاعته هتبقى غاليه. تمام؟ لان ما فيش حد بيعرف يشتغل بيه الا قليل. خلاص عشان يشتغل بيه صح يعني. فهتلاقي معظم الناس بتشتغل ريكتانجل. تمام؟ بس انت ممكن تشتغل راوند. هيبقى الدايمتر بتاعك شايف كام؟ 10 انش. 10 في 12 في 10 لا هو 10 انش. لا لا انا لسه هنشوف بقى. طيب احنا عندنا الديفيوزر كام؟ النيك بتاعته 9 يبقى انا لازم اكون على الاقل 11. ما عنديش انا حاجه اسمها 11 يبقى 12. على الاقل هكون 12. طيب لو حطيتها ب 12 هتطلع الثانيه بكام؟ ب 8. كويس جدا. يبقى انا هختار دلوقتي الويتس بتاعي الاولاني ب 12 والديبس بتاعي الاولاني بكام؟ ب 8. تزود بعد كده السي اف ام كده كل السكاشن. الناس تكتب بقى كل السكاشن اللي هي عليها ديفيوزر واحد اللي شايله ديفيوزر واحد شايله 450 هيبقى فيها كام؟ السايز بتاعها 12 في 8. طيب ال 900 اللي هي شايله 2 ديفيوزر تبقى 12 في 12. كويس. تمام؟ طيب اللي شايله بقى اكتر من كده 1350 اللي هم 3 ديفيوزر نكبر بقى المره دي في ده مقاس الضغط اللي تحت. هنقول مثلا 18 في 12. ليه انا بحاول ان انا ما اغيرش غير في اتجاه واحد؟ عشان ده اسهل للتنفيذ والكلام ده كله. ده اسهل في التنفيذ. خلاص؟ ده بيتعمل وده بيتعمل ممكن تغير في الاتجاهين مع بعض. بالظبط كده. خلاص يبقى هنقول 18 هنكبر الويتس ونثبت الدبس على 12 بوصه. تمام؟ طيب بعد كده عندنا 1850 دي اللي شايله 1350 اللي شايله 3 جريلات. اللي انا وزعتها وادي له البريشر لوس اللي انا حددته اللي انا محدده لكل المشاريع بشتغل عليه بوينت واحد. خلاص؟ وبعد كده ايه؟ اطلع المقاس ادي له ويتس يديني دبس واغير بقى زي ما انا عايز عشان يطلع ايه الرقم اللي انا عايزه. تمام؟ طيب دلوقتي هنغير عندنا 1800 سي اف ام مظبوط؟ 1800 سي اف ام هتبقى 18 في 14 الدبس هيكبر. 18 في 14 يعني الدبس هيكبر. دي بحطها قبل الجنيه اللي احنا 1800 صح؟ تمام. طيب بعد كده عندك 2250 يبقى المقاس بتاعك هيبقى 18 في 18. تمام؟ طبعا ممكن المالك يبقى مديك ليميت للدبس ما يقولكش ما تزيدش قوي عن مثلا 60 سنتي فتبتدي انت تاخد الكلام ده في اعتبارك. الضغط ده هيبقى معزول ممكن ما يتعزلش ممكن ما يتعزلش عشان هو بيغذي نفس المكان المكيف. تمام؟ ده تفكير بس الامن ان انت تعزله وتريح دماغك. خلاص؟ طيب الضغط ده معزول فعندك 2 سنتي ونص و2 سنتي ونص يعني كام؟ بوصه وبوصه. في 2 بوصه بتزودهم بتوع العزل وايه؟ والتحاميل بتاعت الساق كمان. بعد كده تشوف الليمت بتاعك كام؟ مثلا قال لك 60 سنتي. ده لو انت كفر. لا انا بتكلم على الليمت يعني ايه الليمت؟ يعني هو دلوقتي بيقول لك السقف بتاعك اهو 4 متر تمام؟ بيقول لك ما تنزلش بالحاجه بتاعتك باليوتيلتيز بتاعتك عن مثلا 60 سنتي من السقف. 60 سنتي يعني 24 بوصه. مفيش سقف معلق. مفيش انا عندي هنا مفيش سقف معلق. تمام؟ طيب الضغط بتاعنا ده عايزين نعرف الدبس بتاعه الماكسيمم. الدي ماكس دي هتساوي كام؟ عايز اعرف عشان اقدر ان انا ما اعديش 60 سم دي. فاول حاجه عندك بوصه فوق وبوصه تحت اللي هم قيمه الايه العزل. وكمان الجوينتات اللي ما بين الساق بتبقى دايما مرفرفه اللي هو البوصه من فوق وبوصه من تحت. وعندك التحميله بتاعت الساق بتبقى لوحدها برضو واحد بوصه. او اثنين بوصه كمان. ممكن تبقى 2 بوصه 5 سم. تمام؟ يبقى 2 و2 4. يبقى لازم الضغط بتاعي دوت يكون مقاسه 20 بوصه ماكسيمم علشان كده كده هجمع عليها 4 اللي هم بتوع ايه؟ التحاميل والعزل والكلام ده. ما يزيدش عن كام؟ عن 20 بوصه. فانا هشتغل على 18 واثبت على كده. خلاص؟ طيب بعد ال 225 كام؟ او 250 كام؟ 2250 2700 الناس عارفه السكشن بتاعتها فين ها؟ كل واحد عارف السكشن بتاع 2700 فين؟ طب هو فين؟ ها؟ بعد الثانية بعد الأربيع دي؟ أيوه طيب ماشي تمام. تختار السايز بتاعك بحيث إن أنت ما تزيدش عن ال 18 بوصة فين؟ في
بالدبس، ما بشتغلش بدبسات فردية، ها هندسة؟ ما بشتغلش بحاجة فردية، خلاص دايما بحول لزوجة. 20 في 18. اللي بعده 3150، يبقى 22 في 18، يعني 17 كل الفرد ما بيشتغلش فيها. ما بيشتغلش بحاجة فردية. هو عامل لي فيها كده وبتاع. ده الويتس اللي هو بالعرض، انا بتكلم على اللي بدبس، هو اللي مش هيزيد بقى عن 18. انا كمان اشتغلت على 20، ده انا قلت. لا يا باشا عايزك تتكلم. لا 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 يا باشا انا ما اقدرش، انا بهزر معاك، انت حبيبي تمام. طيب بعد كده عندنا ايه؟ كام سي اف ام؟ 7200 سي اف ام. خلاص كده خلصنا كل السيفمات اللي عندنا والسكاش اللي عندنا، يبقى 24. مش مشكله بقى تقول لي بعدت عن الاوضه او ما بعدتش. 30 في 24، خلينا نحافظ برضو على 20 كغلاسه، يعني كاني بغلس على نفسي تمام. عارف ليه؟ عارف ليه انا لازم احافظ على 20؟ عشان المانور، عشان المانور. شوف عرض المانور كام. متر متر يعني 100 سنتي على 2.54، يعني فيك 40 بوصة. عيش يا عم. خلاص مش هيبقى الكلام ال لا طبعا مش هشتغل على الحركرك، فهنقول مثلا ايه 30 في 24 هيبقى كويس جدا. خلاص الناس الاخير، وهيبقى في سلبتين في اتجاهين، مش هتفرق معايا طالما واحده بس وخلاص على كده والدنيا كده ايه تمام. ده المين دكت هيبقى كام؟ 30 في 24. ما انا قلت مش مشكله بقى، انا خرجت بره القسم مثلا يعني تمام. طيب ما هو انا بحاول ان انا احقق له الظروف اللي هو عايزها، بس غصب عني في حته انا ما بقدرش اتصرف، فهو بيكون مضطر ان هو يخش معايا. لازم الاسبكت ريشيو بتاعت الصاج ما تكبرش عن 4. يعني ايه اسبكت ريشيو؟ اللي هو الويتس على الدبس او الدبس على الويتس، نسبه الطول والعرض. طيب ناقص لنا ايه كده هنا؟ ناقص لنا الريتيرن والاستاتيك. ناقص لنا الريتيرن والاستاتيك. اول حاجه الريتيرن بتعمل علبه بنفس المنظر ده بالظبط ونفس المقاس هنا كده، وتاخد ال كده وتعمل لها ايه؟ وول اوبننج هنا. تعمل لها ايه؟ وول اوبننج تمام؟ الول اوبننج دي هتعمل ايه؟ هتسحب من المكان الراجع اللي المكنه ايه عايزاه. طبعا هو انت ممكن تعمل كذا فتحه، مش شرط فتحه واحده، لان انت لما تعمل فتحه واحده هيبقى ايه التوزيع بتاع الهواء مش حلو قوي، هيبقى في اماكن ساقعه قوي فوق في الحيطه، فتحه في الحيطه ما بين عشان توصل تاخد تخلي الدكت ده يسحب هواء من جوه الغرفه دي تمام. لا اعلى شويه، لازم تكون اعلى شويه تمام. ده الراجع الريتيرن. خلاص كده مقاس الدكت بتاع الريتيرن هو هو نفس مقاس الدكت بتاع السبلاي تمام. مش اي كونسيدريشن الفتحه مثلا، الكونسيدريشن ايه لا اللي هو يعني بقى عين قد ايه بين كل واحده. لا لا ما فيش على وجهه نظرك انت تمام. لو بتوزع ديفيوزرز، لو انت بتوزع ديفيوزرز بقى، فالافضل ان هي تكون موجوده في النص ما بين الاثنين ديفيوزر دول تمام. يعني تعتبرها كانها حيطه، تعتبر الديفيوزر ده كانه حيطه. ما ينفعش يقرب قوي من جريد سبلاي، لانه قرب من جريد سبلاي حاجه من الاثنين، حاجه من الاثنين، يا اما هيسحب هواء سريع قوي يا اما هيحصل له بلوكج. يعني ايه بلوكج؟ يعني مش هيسحب هواء خالص، لان هو معدي من تحتيه هواء سريع جدا فبيعديه. النيجاتيف بريشر بتاع الريتيرن مش قادر يسحب من الهواء اللي بيعدي بسرعه ده تمام. فهتبقى جريلا كانها محطوطه ولا ليها اي لازمه ولا اي حاجه، ده لو انت بتوزع وعندك ايه سقف ساقط، عشان ده بروجكت بتاعنا بالمنظر ده. طيب ينفع ايه؟ يعني ياخد الراجع ده لما يكون عندك اير كيرتنز زي التطبيقات الصناعيه، حاجه بتبقى سبيشال ان انت عندك مثلا في اير كيرتنز موجوده، فلما تيجي تسحب الاير كيرتنز دي بتسحب بتخلي الهواء السخن ينزل لتحت. ففي الحاله دي انت بتضطر ان انت تحط جنبها الريتيرن فين؟ من تحت على الواطي تمام. دي سبيشال ابلكيشن تمام، مش هي مش الحاجه العامه اللي احنا بنشتغل فيها. طبعا طبعا، بس في الحاله دي بيكون العكس.
الرجع بيبقى ايه بقى؟ الوزع الرجع زي هو فتحه بس وول اوبننج هو فتحه واحده بس ممكن يبقى فتحه واحده ممكن يبقوا اثنين زي ما انت عايز تمام هو انا هيسحب من هنا الجزء هنا ايوه انا قلت كده والله قلت هتوزع هنا واحد وتوزع واحد هنا وممكن توزع هنا واحد فوق الباب كمان كده يعني مش لازم تعتمد على واحد بس تمام طيب بعد كده عايزين نحسب الاستاتيك بريشر طيب ما انا اصلا ثبت الاستاتيك في كل الدكت اللي هو بوينت واحد من 10 بوينت واحد من 10 ايه لكل 100 فيت خلاص طيب طول الدكت عندنا كام نقيس طول الممر ده من ابعد بي ال انتر 4 4 4 على كل طيب كده تمام ده كده كام الميزه في البي ال انتر ان هو اللاين كله حته واحده تقدر تدوس عليه ال اي وتروح قايس طوله مهما كانت التحويدات بتاعته طيب يبقى 27 متر او 30 متر تمام وعندك الصاعد انا المبنى ده عندي دور اول وبعد كده روف تمام فهيعلى اللي هو الارتفاع بتاع الدور الاول اهو انا هنا في الدور الارضي مش على البجره يعني بس في الدور الارضي وانا حاطط المكنه بتاعتي هنا في الروف تمام يبقى انا هطلع منين من سقف الدور ده وافضل طالع في المنور لحد ما اخش فين على المكنه طب هعلى هنا قد ايه متر وهنا ارتفاع الدور ده 4 متر ونزلت هنا قد ايه نص متر مثلا خلاص جمع بقى يبقى 1 ونص و4 يبقى 5 ونص خلي بالك انا بحسب الريترن على السبلاي بس الاستاتيك على السبلاي بس تمام طيب يبقى 5 ونص متر زائد الكام 30 متر اللي احنا قسناهم تحت خلاص 35 طيب ال 35 دول هضربهم ايه الارتفاع ده بدل الدكت نفسه مش الدكت هينزل في المانور مش هينزل في المانور بطول يبقى ليه فليكشن لوس 30 متر اللي هم 27 تمام وهضرب الاثنين دول في ايه 1.3 3 دي بتاعت ايه الكعان والوصلات والقصص دي خلاص والواحد اللي هو الواحد الواحد ده كاني ما ضربش حاجه خلاص يبقى هيطلع لك الرقم ده بكام الناس اللي ماسكه اله اللي هم مش موجودين العفاريت اللي ماسكين اله حد يمسك اله يا جدعان على اللاب يا باشا على حسب وجهه نظر يعني بص ابعد من دي ايه بقى قيس الاثنين وشوف الابعد بس دلوقتي انا مش عايز تاني انا دلوقتي مش عايز تاني ابعد نقطه ابعد نقطه تمام 46 وربع 46 وربع يبقى هضرب ال 46 وربع في 3.28 في الفريكشن لوس فاكتور اللي عندي كل الكلام ده هيطلع لك ايه الفريكشن لوس في الدكت 3.28 عشان احول المتر الفيت وبعدين اجمع الكلام ده 0.15 الستاتيك بريشر فين لوس فين في الديفيوزر جمعوا الاثنين دول كده على بعض 0.28 في 0.1 ايوه على 100 زائد 0.15 بتاعت الفان بتاعت الديفيوزر 0.317 يبقى الاستاتيك بريشر بتاعك 0.317 يعني 0.3 الاستاتيك بريشر ده شوف بقى الواحد بتوصل له امتى 8 من 10 بتوصل لها امتى اصلا تمام انا حاسب المكنه على 8 من 10 فانت كده سيف جدا وكويس جدا انت ممكن كمان تقلل السرعه بتاعت المكنه بتاعتك علشان تظبط الكلام ده ما طبعا الجدول اللي انت شفته كان فيه ايه ما كان فيه ار بي امات مختلفه مع ستاتيك بريشر مختلف مع سي اف امات مختلفه كل ما تغير الار بي ام كل ما بيشتغل على كيرف جديد ما هو دي معلومه لازم الناس تعرفها ان في حاجه اسمها الاتش كيو كيرف الاتش اللي هو الهيد او الاستاتيك والكيو اللي هو الكيرف هنتكلم على الكلام ده النهارده هنشوف الترمبات والفنات كل كيرف الكيرف بتاع الفانه او المروحه او البامب بيبقى تقريبا زي بعض بس المراوح بشكل مختلف شويه بس الفكره كلها ثابته ان هو بيبقى حاجه بالمنظر ده كل ما تغير السرعه كل ما تغير مكان الكيرف كل ما تغير السرعه كل ما تغير مكان الكيرف هيفرق معاك الكلام ده في ايه يعني السي اف ام ده اللي هو 7000 مثلا تمام كان مع الكيرف الاولاني اللي هي السرعه الاولانيه كان بيطلع لي مثلا 1 انش ثابت مثلا طيب مع الكيرف الثاني السرعه الثانيه هيطلع لي 1.5 مع السرعه الثالثه هيطلع لي كام في تناسب ما بين السرعه والكيرف اصلا اللي انت شغال عليه
اشتغل عليه؟ يعني اشتغل على الجزء بتشتغل في اعلى افشنسي. لا 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 بص، هو الاوبريتنج بوينت بتحسس ازاي، بتحدد ازاي علشان احسن كفاءه، النقطه اللي فيها اعلى كفاءه خلاص. طول ما انت قريب من اعلى كفاءه يبقى انت خلاص الديزاين بتاعك صح. تمام. لا مش هرجع بقى خلاص انت، لا خلاص هتشتغل على كده، هتشتغل على كده مش هتغير اي حاجه. يعني انا بتاكد تمام؟ بس بالستاتيك بوش، بتاكد ان انت ما عندكش مشكله في الستاتيك خلاص كده. احنا حسبنا الستاتيك بتاع الكلام ده مثلا، يبقى لازم تغير المكان او لازم تغير السرعه بتاعه المكان. يعني انا بجيب ده وبقارنه بالستاتيك بتاع بالظبط، وكل ده بيبقى توصيفك في الاخر. هنشوف التوصيف ده بنركبه ازاي. التوصيف ده بيطلع في الشغل من خلال حاجتين، يا اما او ثلاث حاجات، يا اما كالكوليشن لو انت عايز تعمل كالكوليشن وتعمل ورقه ليها وتحطها في المشروع، يا اما سكادولز اللي هي السكادولات اللي بتطلع مع المشروع بيكون فيها كل الداتا اللي انت طلعتها من الكتالوجات، يا اما من خلال اخر حاجه اللي هي كات شيتس. يعني ايه كات شيتس؟ يعني بتاخد ورق من الكتالوجات كده مقطع اللي هو اتعمل بيه سيلكشن. يعني السيلكشن بتاع الباكج زي ما انا اخدت كده برنت سكرين هجمعهم احطهم في فايل واروح مطلعهم من المشروع. تمام، يبقى السيلكشن بتاع الباكج اهو من الكتالوج الفلاني من صفحه كذا اهو، صفحه كذا اهو، وهكذا. تمام. طيب دلوقتي احنا كده خلصنا البروجكت ك دي اكس سيستم. تمام، ممكن بس نخش نعمل سيلكشن. يعني هنغير السيستم كاننا شغالين بفان كويل خلاص، ونعمل سيلكشن ليها بس عشان نبقى عملنا سيلكشن للفان كويل سيستم خلاص. وبعد كده هنبتدي نخش بقى نكبر بقى الموضوع، نضرب الموضوع في سكيل. يعني هضرب مثلا اقول انا عندي 10 غرف من دول. تمام، فانا كده اقدر اقول ان انا عندي تشيلر. تمام، اخد بقى التشيلر ده وابتدي اعمل له سيلكشن، وبعدين اقول لو انا اخترت ووتر كولد هيبقى السيلكشن شكله كذا، ولو اخترت ابزوربشن هيبقى السيلكشن شكله كذا. تمام، ده اللي احنا ايه هنمشي فيه ونعمله دلوقتي خلاص. الهاب، ترجع بقى للهاب، ترجع للهاب وتعمل دبليكيت كده او تعمل نيو، واحده نيو مش مشكله. المهم هتسمي هنا الاول طبعا، لازم تغير التسميه. تمام، وتقول تشيلد ووتر داش واحد او فان كويل، فان كويل يونت خلاص. وبعدين تنزل تحت وتختار تيرمينال يونت، وتختار 2 باي فان كويل، وتختار يا اما دايركت فنتيليشن يا اما كومن فنتيليشن. يعني ايه دايركت فنتيليشن؟ يعني المكنه هتسحب، هتعمل فتحه كده في الحيطه، الفتحه دي جايبه هواء من بره. يعني لو رجعنا للرسمه اهي، هتعمل فتحه هنا في الحيطه كده فوق الشباك، الفتحه دي الفان كويلز بتعمل نيجاتيف بريشر فوق، فهتسحب من ايه؟ من بره. تمام، يبقى ده كده اسمه دايركت فنتيليشن، هيخش لها هواء بايه؟ درجه حراره الجو. ودرجه حراره الغرفه بكام؟ تبقى 100% في الشيل يعني؟ لا لا لا، تاخد نسبه من هنا ونسبه من هنا، هي بتخلط مع نفسها. ادي الحته ايه؟ تمام، وادي ايه؟ ده ظهر الفان كويل، وده ايه؟ الفلتر بتاع الراجل. هروح جاي عامل فتحه هنا، فتحه يعني دكت والاوبننج، وحطيت فيها دكت. خلاص مقاسه هيبقى ايه؟ على اساس ان هو يعدي كميه الايه؟ الفريش اللي انت عايزها. وطبعا بيتحط عليه دمبر. تمام؟ علشان تفتح الدمبر وتقفله وتقيس كميه السي اف ام اللي هتعدي منه، والفانه شغاله بحيث ان انت تطلع او تاخد في السي اف ام اللي انت عايزه. تمام؟ او بتبقى موجوده بدكت سيستم، اصل مش دي بس اللي محتاجه فريش اير. تعمل دكت خلاص، وابتدي ان هو يخش على كل اوضه ويدي لها كميه الفريش اللي هي ايه محتاجاه، وده الاصح. لو عملت اول اوبننج وكده انت مش هتاخد الكميه اللي انت عايزها. المهم، طب الفان كويل كده هيخش لها ايه؟ كانها ميكسنج بوكس بقى. هيخش لها حاجتين، درجه حراره 75 درجه فهرنهايت اللي هي بتاعت الغرفه، وهيخش لها الهواء الخارجي اللي داخل من جوه بكام؟ ب 105. تمام، تعمل الميكس ما بينهم وتطلع هي ايه درجه الحراره. طب انا ممكن اعمل حاجه ثانيه احسن من كده، اللي هي الكومن فنتليشن. الكومن فنتليشن ان الدكت اللي جاي ده هحط فيه كولين كويل كده ووحده منوره فوق، والكولين كويل ده هيسقع لي الهواء ده لدرجه حراره 75. يبقى كده ايه اللي حصل؟ يبقى الفان كويل دي اللي هيخش لها ايه؟ ال 75. ال 75. طيب الكلام ده يدير ازاي عندي بقى؟ هو ده لو انا تشيلد ممكن مع اي حاجه، ممكن مع اي حاجه، بس انا دلوقتي تحديدا بتكلم على الفان كويل. طيب المكنه اللي فوق دي لما تيجي تدخلها على الهبه تدخلها ايه؟ ها؟
هتلاقي لما قلنا حاجه اسمها تمبرنج فنتليشن او تمبرنج يونت تمام. لو اخترت من الهاب زي ما هوريكم من شويه تمبرنج يونت الكلمه دي خلاص هتلاقي المكنه دي انت هتختار لها زونات هتختار لها الغرف الموجوده عندك هياخد من كل غرفه كميه الفريش اير اللي موجود فيها بس ويسقعه لدرجه حراره 75 اللي انت عايزها. نشوف الكلام ده يعني. وانا مسيفت شويه انا كنت عامل الكلام ده. المهم ماشي دلوقتي احنا دايركت فنتليشن. اول حاجه بتميز الدايركت فنتليشن ان الفنت هنا ايه الخانه الثانيه دي مقفوله ما تقدرش تغير فيها حاجه. بعد كده زون كومبوننت خلاص زي ما انا ايه عرفت ولازم تعرف له الثيرموستات طالما انت غيرت نوع المكنه تيرمينال يونتس خلاص تمام. خلي بالك ان السبليتي اللي هي الفان كويلز ما بيزيدش الستاتيك بريشر بتاعها عن 2.10 او 3.10 انش ووتر جيج. طيب سايزنج داتا برضه تدخل له 5% تمام. ونرجع تاني التسميه بس نحط حاجه مميزه كده نقول له ان دي دايركت فنتليشن تمام ونقول اوكي خلاص. وبعدين هعمل دوبليكيت واقول له كومن فنتليشن تمام. كومن فنتليشن هتلاقي الخانه الثانيه اتاكتيفيت تخش عليها كده هتلاقي موجود فيها ان انت ممكن تضيف فان كولين كويل او هيتين كويل. هنضيف احنا كولين كويل خلاص ونقول له درجه الحراره تبقى كام 75. ده معناه ايه؟ المكنه دي هيشيل من عليها الحمل بتاع الفريش اير هيخلي الفريش اير كانه ارتدن اير ملوش دعوه كانه داخل ب 75 درجه. يبقى كده درجه الدخول بتاعتها هتقل الميكسنج بوينت هتقل هتبقى ريتيرن بس. طيب هنقول له اوكي خلاص. وبعدين نعمل حاجه ثانيه بقى اللي هي التمبرنج. ثانيه واحده دي نغير التسميه بتاعتها لكومون فنتليشن كومون تمام. وبعدين نعمل دوبليكيت ونعمل بقى سيستم تاني خالص اللي هو التمبرنج. يعني ايه تمبرنج؟ يعني معالجه الهواء الخارجي او الفريش اير. هنختاره ايه؟ طبعا احنا شغالين هنا بتشيلر على اساس ان انا غيرت سيستم للتشيلر. يبقى هختار سبليت اير هاندلنج يونت واختار من هنا التمبرنج فنتليشن. المكنه اللي اسمها ايه؟ تمبرنج فنتليشن. ما هو ده تشيلر ده خلاص اير هاندلنج يونت وتشيلر عادي وكل حاجه. بس انا سميت المكنه دي ده مصطلح فهمه الهاب اللي هو تمبرنج فنتليشن. ليه؟ هنشوف دلوقتي. طيب هتلاقي الخانه الثانيه برضو تختار الكولينج كويل اللي انت عايزه. شايف درجه حراره كام؟ عشان اخترت تمبرنج فنتليشن. ما الديفولت اللي كان بيحطوا الهاب 58 لو الناس فاكره تمام؟ اول ما تختار كولينج كويل او باكج او اي حاجه زي كده تلاقيها حاططها لك 58. لكن هو عشان هو فاهم فان انا هنا بسقع الهواء بس لدرجه حراره الغرفه وبعدين اديه للفان كويل. تمام؟ الهيتنج كويل مش عايزين. وبعدين الغرفه خلاص هي متعرفه والسايزنج داتا 5% 5% اوكي تمام. ما عرفناش طبعا السكادول فراكشنال نقول له اوكي خلاص. هنعمل بقى ايه سيلكشن على الثلاث مكانات دول ونبتدي نشوف الريبورت بتاعها خلاص. اول ريبورت للكومن فنتليشن. يعني ايه كومن فنتليشن؟ يعني سقعت الهواء ودخلته للمكنه. هتلاقيه ادالك هنا ايه مواصفات الكولينج كويل اللي عايز يسقع المكنه دي ماليش دعوه بيه. دايما في الفان كويل انا بخش على ثاني ورقه ماليش دعوه باول ورقه خلاص. طيب ثاني ورقه الحمل بتاعك بكام؟ 172000 ميجا بتيو. خلي الرقم ده في دماغك 172000 ميجا بتيو ودرجه حراره الدخول 76.3 خليها برده في دماغك خلاص. طيب هنفتح بقى ايه الدايركت فنتليشن ونشوف النسبه بتاعت الاحمال قلت ولا زادت. دي مكنه الايه؟ الدايركت فنتليشن تمام؟ شال لك مواصفات الكولينج كويل اللي هي في اول ورقه. ودرجه والحمل بقى كام؟ 188 زاد ليه؟ علشان الفريش اير داخل له بدرجته العاليه. طب يبرهن لي على كده اكتر ايه؟ درجه حراره الدخول 78 درجه فهرنهايت. بقت ميكسنج بوينت بقى. تمام؟ فده الفرق ما بين الكومن والايه؟ والدايركت. طب لو انا بقى شغال كومن يبقى لازم تعمل المكنه في الاخر اللي هي التمبرنج تجمع فيها كل الايه الفان كويلز اللي انت هتغزلها ايه الفريش اير بتاعها تمام.
وهيكون الحمل بتاعها بالمنظر ده اهي. شايفين الرقم ده؟ فاكرين الرقم ده كان مكتوب فين؟ في اول ورق خالص في الفان كويل اللي هي الايه الكومن فنتليشن. ده حمل الملف التبريد الخاص بالفنتليشن اير. طب ثواني، ده كام سي اف ام؟ ده كام؟ 494. عارفين السي اف ام ده بتاع ايه؟ الفريش. طب بلاش، لا الكومن الدايركت ما فيهاش. خلاص كده الدنيا واضحه تمام. ده الفرق ما بين الكومن فنتليشن والدايركت فنتليشن تمام. هو كده في حته التمبرنج هتعتبره كانه في خليط معجن. لا في حاله التمبرنج يعني انا عالجت الهواء الخارجي وهدخله لك كانه هواء روم، فانت مالكش دعوه. الفان كويل هيخش لها هواء روم بس، كانها مقفوله على نفسها، مفيش، ما بتسحبش حاجه من بره، كانها كده كانها لا كانها كانها سبليت زي كده راكب في جوه الاوضه، مش وصل لها اي فريش اير، بس في الواقع هي وصل لها فريش اير ولكن متعالج، تمت معالجته. خلاص كده؟ طيب المفروض ان احنا ناخد ال... ايه؟ المكنه بقى اللي هي التمبرنج اللي موجوده تحت دي، اير هاندلنج يونت عاديه. بتسقع قد ايه؟ بتسقع كميه هواء قد الفريش اير بس اهو. بس لكل المكنات، يعني انت لو عندك 100 فان كويل في المشروع كله ل 100 غرفه تمام؟ هتعمل تمبرنج ماشين زي ما احنا شفنا بنعرفها ازاي، وهتعمل سيليكشن على كل الغرف دي. تفتكر هيدخلك الاحمال الحراريه بتاعتها كلها؟ لا، بياخد الفريش بتاع كل غرفه بس ويجمعهم مع بعض ويوصلهم. ما زي ما انت عايز في الروف في اي حته. طب ازاي تبقى بينك بين الجونت اللي هي بتبقى رئيسيه بس نكتفي بهذا القدر. نرجع تاني، مش عايزين نوقف الاسئله شويه، ونأجل اي حد برده عنده نقطه يكتبها ونرجع في الاخر تمام. بس تمام زي الفل تمام. طيب هنشتغل دلوقتي على ان احنا شغالين دايركت فنتليشن او كومون. خلينا في الكومون اسهل. كومون فنتليشن، يبقى بناخد الحمل بتاعنا في الفان كويلز والترمينال يونتس من تاني ورقه. الحمل بتاعنا التوتال ب 172000 بي تي يو. علشان اسقع الهواء الخارجي من درجه حراره 105 ل 75. لا ده مكنه ثانيه، انا دلوقتي شغال عايز اعمل سيليكشن اول للفان كويل. لما اجي اعمل سيليكشن لكل الكويل بتاع الفنتليشن دي اللي هو التمبرنج، هروح جاي على التمبرنج واروح جاي شغال عليها. يعني في حاله الكومن بتعمل تمبرنج؟ في حاله الكومن بتعمل تمبرنج تمام؟ طيب 172000 بي تي يو توتال، التوتال كويل بتاعنا، والسنسبل 149 او 150، درجات الحراره بتاعت الدخول 76.3 و 65.4. طيب نفتح الكتالوجز. خش على الفان كويل، خش على برودكت كتالوج، ونبتدي نختار الفان كويل اللي احنا عايزينها اشبه باختيار السبليتات. يعني انا دلوقتي كاني بعمل اختيار السبليتات برضو تقريبا. يعني اول حاجه بتخش عليها اللي هي الايه؟ الداتا بتاعتك. بس خلي بالك بقى من حاجه مهمه، درجات الحراره زي الكونسيلت، زي السبليت الكونسيلت. ان دي شغاله تشيلد ووتر والثانيه شغاله ديكس. بس ما انا بقول لك تقريبا، حتى السليكشن بقول لك تقريبا هي فان كويل. بس مش هتلاقي الاسم على السبليتات ان هي فان كويل، بتسمى الوحده الداخليه. بتسمى ضبط ده. او 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 السي سي دي، سي سي تي في، سي سي تي دي، سي سي تي دي، او الكونسيلد. كل دي اسامي على اللي هي الوحده اللي هي مش ديكوريتيف، اللي هي الكونسيلد. لو انت عايز بقى ممكن برضه هتعمل لها، ممكن تشغلها كومن، تعمل لها سايزنج على انها كومن، وتعمل لها دكت بتاع مكنه تمبرنج يدي لها كميه الفريش اللي هي عايزاها متعالجه. مش مكنه تمبرنج، فيها دايركت. فيها دايركت على اساس ان انت هتجيب لها مروحه برضه تدخل لها الفريش اللي لحد عندها بالكميه اللي هي عايزاها. تمام؟ طيب نخلي بالنا بس من حاجه كده واحنا بنعمل سيليكشن. هنلاقي هنا درجات الحراره بتاعت التشيلد ووتر كام؟ خمسه، او خلينا شغالين فهرنهايت على 42 و58. ده تشيلر ثاني مالناش دعوه. تدور على اللي انت عايزه. اللي هو كام؟ 44 او 45 لكام؟ ل 55 او 54. تفضل ماشي كده لحد ما هتلاقي جدول تاني. اهو. اهو 45 و54، هي دي درجات الحراره اللي احنا عايزينها. طب ونخلي بالنا كمان من الايه؟ من الويت بالب.
الدراي بالب والويت بالب الانترنج اللي هم داخلين على ايه؟ على المكنه. احنا عندنا 76 تمام وتقريبا 65، يعني احنا بنتكلم في ايه؟ في المكنه الثانيه دي اللي هي 76 و63 برضه هنختارها بدقه كمان شويه تمام. طيب طبعا انا هختار اكبر حاجه، انا عندي حمل معدي الكلام ده كله. هنا اكبر مكنه بكام؟ انا شغال على الكيس بتاعتي ب 39 او 40 ميجا بتيو، 40 ميجا بتيو تمام. طيب يبقى انا عندي الحمل كان بكام؟ 172 ميجا بتيو، اقسمها على 40 يطلع فيها انا محتاج 4 فانكويلز او 3 5 فانكويلز، 5 فانكويلز. ممكن تخلي النص ده بقى تمام، النص ده او 3 من 10 دي، يعني لو ضربت 3 من 10 في 172 يطلع الحمل بتاعها ب 51، يعني برضو هتجيب لها ايه؟ مكنه كامله تمام. يبقى انا كده عايز 5 فانكويلز، محتاج 5 فانكويلز تمام من النوع اللي انا بختاره ده. طيب الحركه الثانيه اللي عايز اعملها هخش على حاجه اسمها البرفورمانس داتا بتاعت الفانكويل، زي ما انا اشتغلت في البرفورمانس مع التشيلرز مع الباقي الديكسات، فهنا برضو نفس الكلام. ليه؟ درجات الويت بالب والدراي بالب اللي داخله على الفانكويل لو اتغيرت بتغير الايه؟ اللود بتاعها. طيب طبعا لازم الاول نسجل الموديل بتاعنا اللي هو 1200، نعمل له برضو برنت سكرين. 1200 ده الموديل بتاعنا، 1200 دبليو اس. تاني نخش على الجداول اللي بعد كده البرفورمانس داتا، ده ال 400 ال 1200 كله تمام. بس ده ايه؟ ده بيتكلم بشكل عام خلاص. هتلاقي بعد كده في جداول ثانيه مفصله، ال 400 لوحدها، ال 600 لوحدها، 800، 1000، 1200 تمام. ال 1200 انا شغال مع ايه؟ درجات الحراره كام؟ اللي هي 45 و54 دي بتاعت الايه؟ التشيلر او التشيلد ووتر اللي داخله واللي خارجه. وهشتغل مع الدراي بالب بكام والويت بالب بكام؟ 65 تمام كده؟ غيرت الويت بالب بالدراي بالب زي ما هي 76 ودي 65، 65 دي بتاعت ايه؟ فين الهاب؟ اهو الدخول كام؟ بالظبط كده خلاص؟ طيب تسجل برضو بياناتك وتشوف انت عايز ايه؟ هنا بيقول لك اول حاجه الحمل بتاعك هيبقى 47.59، يبقى ده الحمل اللي انا هشتغل عليه بقى. انا بشتغل دايما على السرعه الهاي تمام. هي مدارس، في ناس بتشتغل على الهاي وفي ناس بتشتغل عشان المكنه تبقى مريحه تشتغل على الميديم، بس انا هشتغل على الهاي خلاص. دايما الفان كويز بتيجي بثلاث سرعات تمام. طيب الحمل بتاعنا هنا بقى كام بقى؟ بقى 47.6، يبقى انا هقسم ال 172 على 47 على كام؟ 47.6. يبقى انا محتاج اربع مكنات بس كفايه. طلعت النسبه 3 و6، يبقى انا محتاج اربع مكنات، اربع فان كويلز بس. قسمت اللود على اللود بتاع المكنه دي في الظروف دي، فطلع ان هي هيطلع انا محتاج 3.6 من 10 مكنه. ده ينفع؟ يبقى لازم اشتغل على كام؟ على اربعه. غيرت السرعه. ما انا شغال على السرعه العاليه. هتفرق معايا؟ طبعا هيتغير اللود. ده كده 4 فان كويل على 16 جنيه. بالظبط كده. على 16 جنيه. طب ليه انا بسيب سماحيه في الفان كويل اللي غير السرعه؟ والله دي هو ده شويه كنترول زياده من الناس المصنعين للفان كويلز تمام، زي السبليتات كده يعني. غالبا ودائما انت بتدور دايما على الفاريانت، يعني حاجه زي كده مثلا نفسي يطلع شويه هواء قليلين، لو زاد لو طلع السيف ام التوتال بتاع المكنه الفوقيه دي كلنا هنتلج تمام. بس انا محتاج اطلع السرعه قليله شويه، زي ما انت بتقعد توطي في السرعه دي، فهي كنترول بيديك اوبشن بس. طيب هو انا لما اعمله هاي يعني كده بظبط اللود الالكتريكال ولا الاثنين؟ الاثنين. اصبر طيب بعد كده التوتال كيلو وات اللي هو الحمل الكهرباء التوتال بتاعنا 13، ده ممكن يكون حمل الكهرباء او البتاع برضو ممكن تشوف او تحول. هنحول عندنا البي تيوبر اول اللي هو 4 7 6 9 0، ده البي تيوبر اور بتاعنا خلاص. هقسمه على 3415 يطلع ب 13، يبقى ده الكيلو وات التبريدي مش كيلو وات كهرباء. لو هتاخده وتروح مدين مهندس كهرباء. السنسبل لود بتاعنا كام؟ ب 33.05. لازم تتاكد انه محقق برضو. انا قلت هختار اربع مكنات، 33 في 4 ب 132. الحمل بتاعنا كان كام؟ كان 150. السنسبل كان 150 تمام. طيب هي ال 5% كام؟
عشان نبقى عارفين احنا حدودنا قد ايه. يعني لو 1.49 في 0.95 كده انا شلت ال 5% سيفتي فاكتور تمام، تطلع ب 141 وانا عندي كام؟ 132. لا في فرق خلاص، يبقى انا كده محتاج ان اغير السليكشن بتاعي. طب ما هو دي اصلا اكبر مكنه عندك، يبقى انت محتاج تعمل ايه؟ تزود واحده كمان فان كويل تاني. زودت المكنه على 4 يعني؟ اه يبقى 5 كده، كده انت محتاج 5 فان كويل لان السنسبل لود انت مش قادر تشيل. تمام؟ طيب نكمل بس بقيه الداتا، احنا مش هكمل، انا مش هطبق يعني المثال، انا بس بدي لك ايه السليكشن هيبقى شكله عامل ازاي. المهم الووتر فلو ريت برده مديهولك 11.05 الجي بي ام بتاعك. البريشر دروب في الكويل علشان لما اجي احسب الايه البامب، ما هي البامب ليها ستاتيك بريشر برده بيتحسب، لما تيجي تحسبه هتحسبه ازاي؟ ايه هو فرق الدخول والخروج، البريشر دروب اللي هيحصل نتيجه الدخول والخروج في الفان كويل بكام؟ ب 8.17 فيت ووتر جيج، مش انش، فيت ووتر جيج، دي وحدات الميه دايما. البريشر لوس في الميه في البريتش يونت دايما بناخده بالقيمه دي. تمام؟ ايه؟ لا حول بقى. طب انا حاضر. تمام؟ اهو يا سلام، دي مكتوبه قدامك اهي. انا بقى انت بتختبرني يعني؟ لا لا تختبر؟ تمام. طيب خلاص كده 8 و17 فيت لكل فيت ووتر جيج. خلاص برضو انت محتاج تطمن على السي اف ام بتاع المكنه دي. هتيجي هنا على حسب ايه الاستاتيك بقى، الاكسترنال استاتيك بتاع الفان كويل. خلاص الموديل بتاعنا كان 1200 اهو، ال 1200 اهو، والسرعه بتاعتنا كانت الهاي. تمام، والاستاتيك بتاعنا كان كام؟ هتتوقعه انت، هنحطه ب 2/10. تمام، بعد لما توزع وتشوف هتشوف هيطلع رقم بكام، فتشوف انت هتحقق ولا ايه ولا مش هتحقق. تمام، حد عنده مشكله كده في سيليكشن الفان كويل؟ الاستاتيك اللي هنا الاستاتيك احنا حاسبين الاستاتيك الكلي. اه لا، ما انا دلوقتي هشيل الدكت اللي انا عملته ده وارميه في الزباله. أيوة. واجيب بقى فان كويلز واوزع منها على حسب عددها اللي انا عايزه. تمام، يعني ايه ازاي؟ يعني انا عندي 16 جنيه، انا عندي 5 فان كويل، انا عندي 16 جنيه اهو. كويل. لا انت بقى بتتكلم على الارقام، ممكن تشيل الجريلات وترميها كمان، مش مشكله. يعني انا دلوقتي عندي 5 فان كويل صح؟ تمام؟ لا احنا قلنا 5 عشان السنسبل ما تحققش. تمام؟ انت ممكن تخلي الخمسه دي مكنه صغيره شويه. ممكن تخلي الخمسه مكنه صغيره، مش شرط تخليهم كلهم على التوتال يعني. المهم الخمسه هتقول لي 16 على 5 مش هينفع. تمام؟ يا سيدي ما تغير، عيش اعمل اللي انت عايزه، خليهم 15 جريل. خلاص هتبقى كل جريلا بتغذي خمس كل فان كويل بتغذي خمسه. طب كل فان كويل بتطلع كام سي اف ام؟ انا بتوقع دلوقتي الهاي هيبقى 1400. هتاخد 1400 توزعهم على الخمس جريلات. تمام، شوف كل جريلا عايزه كام وتخش على تايتوس تعمل سيلكشن للجريلات، كل الجريلات هتبقى تمام ولا مش تمام. تحقق السي اف ام والنويز كريتيريا والقصه دي بتاعت الديفيوزر، يبقى انت كده ايه تمام. طيب كده احنا خلصنا ايه الفان كويل سيليكشن. يبقى اللي ناقص لنا دلوقتي ان انا هضرب اللود اللي عندي ده في رقم علشان يطلع لي حمل كبير. اولا غالبا ما بيقلش التشيلر عن 100 طن، هو في اقل من كده بس يعني احنا هنتكلم بشكل كده رفلي. فهنقول ان انا عندي دلوقتي الحمل بتاعي كان 172,000 بي تي يو، مظبوط؟ هقسمه على 12,000 يبقى الحمل بتاعي تقريبا 14 طن. تمام؟ لو ضربته في 12 بتحول من البي تيوبر اور للطن بتقسم 12. طيب هنضرب الكلام ده في 12، انا عندي 12 غرفه زي دي هيطلع 172 ايه؟ طن تبريد. يبقى انا كده الحمل بتاعي هو ازرق يعني خش على الكتالوجات شوف، انا مش بتذاكر الارقام. لا مش هقدر اقول لك، يعني بص ممكن ابص على الكتالوجات معاك بعد المحاضره واقول لك. قصدي يعني ابدا استخدم شيلر لما يبقى عندي كده. انت بتراجع بس، هو لا غالبا في الشغل بتاعنا ده بيكون مثلا لما بتعدي ال 80 سن وكده. طيب يبقى انا دلوقتي عندي 172 سن. ده الايه؟ الحمل التوب. انا عندي 12 غرفه. ايه؟ 12 غرفه عندي. انا بفرض بكبر عشان اعرف اجيب حمل كبير. طب سايز المواسير اصلا حد عنده مشكله فيه؟ محتاجين نعيده سايزنج المواسير بتاعت التشيلد ووتر؟
هو موجود في المثال حاضر. طيب سايزنج المواسير بيكون من كتاب اسمه كابيتو لاين. كابيتو لاين كودز ريفرنس مرفوع يا باشا. لا مش مرفوع على الجروب بس موجود على الهارد. لو ما خدش الهارد يبقى هيجيلك على السيديهات ان شاء الله. تمام متين. كل حاجه على السيديهات ان شاء الله. اهو السيديهات دي مع مع ان شاء الله الشهادات. لو حليت كويس هتاخد شهادات. هتاخد سيديهات عشان لو في ناس مش عايزه الشهاده يبقى هيعوزوا السيديهات. انا فاضل دلوقتي على الهارد ان شاء الله. انت خدتها اصلا انت مش عايز. المفروض الناس كلها خدت الحاجه بس انا عشان اجمع عشان لو في حاجه انا ضفتها او كده هتبقى معايا. طب والهارد ال 200 جيجا هيخش على السريع ولا ايه؟ دي بقى امكانياتنا احنا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الجدول دوت في الجيليان قدامه البريشر لوس قدامه السايز. حد محتاج حاجه ثانيه خلص الموضوع. عندك كام جي بي؟ 100 جي بي. خش ال 100 جي بي يبقى السايز بتاعك كام؟ ما بين ال 140 و 178 اهو. السايز بتاعك 3 بوصه والبريشر بوصه بتاعك هنا. احسب لنفسي بالضبط. ايه؟ احسب لنفسي بالضبط. ممكن تثبت مختلفه بس هنا مفيش بروجرام بقى. عشان تعمل الكلام دوت انا ما اعرفش بروجرام ما اشتغلتش بروجرام. يعني اساسا انا ممكن ترسم اكتر من فاهم كل يوم. ما انا هعمل كده. تمام؟ اللي هو طالع من هناك. طالع من هنا بجيبه هنا واختاره بالظبط. اختار المقاس بتاعه. تمام. او انت بيبقى عندك دلوقتي بعد ما بترسم بتبقى عارف كل مكنه من دول زي ما انت حددت كده كل جريلا عليها كام سي اف ام اهي. كل مكنه كانها جريلا بالظبط. وامشي بالسبلاي اهو. تمام خلاص. المكنه من دول عايزه كام سي اف ام؟ هنقول مثلا 50 جي بي ام. جي ماكس خلاص 50 جي بي ام. يبقى السكشن ده ماشي ب 50 السكشن ده ماشي فيه 100 السكشن ده فيه ماشي 150. تمام. طيب يبقى الماسوره ب 50 دي ما يبقاش فيها 50 هتبقى مقاسها كام؟ اولا الفريكشن لوس جوه المواسير تشيلد ووتر الرينج بتاعك بيكون من 1 فيت ل 10 فيت. في مكابس ولا مش مكابس؟ عشان الدكتور بتاع الدكتور. اه ما انت مش بنقدر في 1-3. 1-3 انا بضربه ليه؟ لا عشان الاكسترنال ستاتيك عشان الكعان والوصلات وكده. ما اسمهاش اكسترنال فيتنج او الايكويفلنت رينج. لا انا قصدي يعني عشان كل مكنه انا عايز ادخلها 50 يبقى في مهندس اللي هو يحكم لي الجي بي ام اللي داخل. قلنا الكلام ده في الشابتر الاخر. ارجع بقى كمان من 1 ل 10 فيت لكل 100 فيت. دي البريشر لوس ايه؟ جوه السكشن الماسوره كل 100 فيت المفروض ان انت تكون في الرينج ده. غالبا كمكتب يعني كمكتب انا بنشتغل على الاربعه. تمام 4 فيت لكل 100 فيت خلاص. وبتيجي على السايزنج بتاع الدخلات دي بتعمله على سرعه 5 فيت يعني. تمام مش مهم. تمام حتى لو اشتغلت على الوزن الرينج ده هيبقى كويس. تمام بس ال 5 فيت في الحته دي علشان ايه؟ تحقق لامينار فلو داخل على ايه؟ على المكنه عشان التبريد بتاع المكنه. المهم دلوقتي ازاي تثبت الفريكشن لوس؟ لو انت اخترت اي جي بي ام هنا فانت وزن رينج. تمام فهيحط لك يعني لو مثلا في الحاله بتاعتنا دي 50 جي بي ام. 50 جي بي ام يعني ما بين 49 والكام و 77 يبقى الفريكشن لوس بتاعك كام؟ يا 2 فيت يا هو ما بين 2 وال 4 انا ما اعرفش هو بالظبط كام. فلو عايز احسب البريشر لوس بتاعت البامب اللي هو الفوت بتاع البامب الهيد بتاع البامب هيساوي ايه؟ اللينس زائد ال ايكويفلنت مضروب في ايه؟ الكلام ده خلاص. طب عشان تسهل على نفسك انت بتجيب ايه اللينس بتاع اطول مسار وتروح ضربه في الفريكشن لوس. الكلام ده يحصل امتى؟ لما يكون الفريكشن لوس ثابت. لكن الفريكشن لوس مش هيبقى ثابت لو انت اشتغلت بالجدول. لازم تشتغل بالتشارت. طب التشارت دي قصتها ايه؟ التشارت الخطوط اللي بالعرض مايله دي كده دي البوصه اهي 24 بوصه 20 بوصه شايفين؟ تمام اللي هي بالعرض كده دي. طب هو اللي هو هنا ما بيفرقش. تمام ما بيفرقش بس ده النومينال سايز. النومينال ما بيبقاش الانترنال خالص.
النومينال بيكون غالبا ليه علاقه بالاكسترنال بس مش وكمان بيبقى غلط يعني ده كلام بعد الاقطار بعد 5 بوصه بقى من اول 6 بوصه تقريبا بيبقى الاكسترنال هو بالظبط النومينال تقريبا 3 و 5 بتاعه بس ايه 3 و 5 بوصه بتاعه ما بيكونوش اه 3 ونص والخمسه ما مش موجودين. طيب المهم ممكن تلاقي تشيلر ليه مخرج 5 بوصه دول بشوات محدش يقدر يجنبه براحتك يا اتفضل وتجيب لي مصفوفه 5 بوصه تتصرف او تسلب على 6 كده يعني تمام. طيب المهم دلوقتي احنا عندنا 100 جي بي ام ال 100 جي بي ام يبقى هناخد الخط الحلو ده كده وننقله عند الايه ال 100 ما هو الفلوريت اهو تمام اهو. طب وعايز اثبت انا الايه الفريكشن لوس. طب ما هو تحت الفريكشن لوس اهي هتاخد لاين كده عايز تشتغل على كام على 4 فيت لكل 100 فيت اهو ده كده تطلع كده كده تقريبا ماشي الرأس بالظبط تمام. خد ده كده ارميه خلاص. تقاطع النقطتين دول جه فين بقى ما بين الماسوره 3 بوصه و2 ونص هتشتغل على مين؟ هتشتغل على 3 تمام. يبقى الفريكشن لوس بتاعك ايه هيقل فانت غالبا هتبقى مجبر في النهايه عند كل برانش كده لو انت عايز تشتغل بالتشارت عشان تحاول تثبت الفريكشن لوس تمام. بس حتى الطريقه دي ممكن ما تكونش مجديه زي ما انت شايف كده هتلاقي نفسك واقع ما بين القطرين. لو اخترت الاكبر يبقى الفريكشن لوس بتاعك الاكتوال هيبقى فين؟ هو تقاطع ال 100 مع ال 3 بوص يعني النقطه دي تنزل بقى النقطه دي تشوف البريشر لوس بتاعك. فالمهم ان انت بتجيب كل سيكشن وتاخد البريشر لوس بتاعته بطولها وتجمع والقصه دي. وفي ناس بتضرب في 4 فيت تقييمها ايه؟ ده الماكسيمم بتاعك يعني ده كان ده الماكسيمم لان انت لو بصيت هنا على الجداول هتلاقي ده اللي ماشي 4 فيت لكل 100 فيت ده الماكسيمم دائما ما بيزيدش عن 4 فيت لكل 100 فيت خلاص. وتضرب ال 4 فيت على 100 الكلام ده هيطلع لك الفريكشن لوس وتضيف عليها اللي هو الستاتيك بريشر بتاع البامب بس هتضيف عليه الفريكشن بتاع ايه؟ الكولينج كويل اللي احنا جبناه من الجدول اللي هو كان ب 8 فيت تمام؟ بس وتشوف لو عندك طبعا حارس الوسط احنا قدرناها هنا خلاص فاذا تاخد الرقم اللي بيطلع ده ده هو الايه الاستاتيك بتاع البامب اللي انت عايزه. الايه؟ دلوقتي انت عندك مسار اهو المسار ده فيه تحويلات كده بالمنظر تمام؟ المفروض ان انت بتقيس طول المسار ده كده ال طب عايز تجيب المفاقيد اللي موجوده جوه الفيتنج دي تمام؟ انت بتروح تجيبها من جداول يقول لك عند المقاس الواحد بوصه الجيت فالف مثلا بكذا والالبو ال 90 درجه بكذا. الكذا دي الكذا دي بتبقى اصلا بالفيت لان انا اصلا هي بتعادل بريشر لوس او بتعادل طول ماسوره قد كذا. يعني كان مسكت الكوع ده وطلع لي مثلا بريشر لوس طلع لي بريشر لوس مثلا 5 تمام. هجيب ماسوره اشوف طولها كام اللي تطلع لي 5 بريشر لوس زي تمام. فبدل ما تخش على الجداول وتقعد توجع دماغك والكلام ده بناخد القصه دي بقيمه وسطيه. القيمه الوسطيه دي معناها انك تاخد ال وتضربها في 1.3 من 1 لحد 1.3 على حسب انت عندك فيتنج كتير ولا لا تمام تمام كده. بعد كده باخد الفا ونص عندي وعملها بالظبط كده. في حاجه اسمها مصير حلو ولا تمام. انت غالبا بنشتغل على السكادول ده بيبقى كويس جدا وبيستحمل الضغط الضغوط التشيل روتر دي قليله جدا عشان كده السكادول ده مهم. السكادول ده عباره عن ايه؟ هو يعني انا مش فاكر القانون بتاعه بالظبط بس هو تقريبا الالاو بالبريشر تمام على مش عايز افهم هو السكنس في حاجه كده. المهم ان السكادول نمبر ده بيعبر عن تخانه الماسوره تمام. كل ما يزيد تخانه الماسوره كل ما تستحمل بريشر اكتر بس كده تمام. سكادول 80 بيستحمل ضغوط اعلى من سكادول 40 هو المواسير ايوه بالظبط اللي متعرف عليه
في اللي احنا بنشتغل بيه غالبا والمتوفر جدا في السوق اللي هو سكادولا. انت ممكن كمان تحتاج تشتغل بقى من كده بس محدش بيعمل سيملس بلاك ستيل. لقد قلت ذلك في الباب بتاع الشلو. حديد حديد في بعض الشغل بلاستيك مش في مصر. بص ما اقدرش احكم عليه لان انا ما اشتغلتش بيه ما افتيش يعني. طب بالنسبه لحد الروح مع الوسيط ستوب كفايه سؤال اثنين فاس كفايه. اكتب اكتب مش عايز تجيب ورقه ليه. تمام انا بديش اراجع. ايه راجع؟ ايه راجع نفس السايز بالظبط. ايه وكان مشروع في المحاضره لينك بعد بقى. اكتب عنه لازم تكتب اكتب النقطه دي كمان بالظبط كده. طيب هنبدا بقى دلوقتي سيليكشن للتشيلر. احنا قلنا عندنا كام 172 طن. نبتدي نعمل سيليكشن. اول حاجه خالص نبدا بالايه بالاير كولد تشيلر كانك بتعمل سيليكشن لباكج. هو مش في يعني انت بتبتدي بالابزوربشن ولا ايه يعني على حسب وجهه نظرك. وجهه نظرك كل الحاجات دي في اصلا اوفرلاب بينها كتير. اللي انت عايزه ايه؟ عندك غاز عايز توفر في الكهرباء. انا عايز اوفر في الكهرباء كده خلاص يبقى اشتغل غاز بس هتشتغل ابزوربشن. بس هتشوف بقى تختاره ازاي على اساس الكتالوجات. شوف الكتالوج بيبدا من اول فين بينتهي لغايه فين وانت الحل بتاعك كام ممكن. قدامنا ان شاء الله ساعه كام؟ نريح دلوقتي ولا تريحوا بعدين؟ ها ارفعوا ايديكم خلاص نريح خمس دقايق بس. خمس دقايق بالظبط. خمس دقايق فقط. ده تشيلر بتاع شركة ترين سكرو روتر سكرو اللي هو النوع الكمبريسور بتاعه. بيبدأ من 100 طن. طبعا دي شوية صور للتشيلر يعني. طبعا ده اير كولد. احنا قلنا هنبدأ اول حاجة بالاير كولد. شكل الوحدة اهو تلاقي دايما هنا بيديك الرينج بتاعك من 70 ل 125. مبدئيا كده لما بنيجي نعمل سيليكشن للتشيلرز او الكولينج تاورز بنشتغل على 70% من الحمل. يعني ايه؟ يعني بجيب اثنين تشيلر ب 70% كل واحد او ثلاثة تشيلر ب 50% كل واحد. تمام؟ دي طريقة الديزاين بتاعنا. يا بتجيب اثنين تشيلر 70% عشان لو واحد باظ او بيعمل صيانة يبقى الثاني هيبقى شايل 70% من الحمل. لو الاثنين شغالين هيشيلوا ال 100% اللي انت عايزها بالظبط زي ما انت عايز. تمام؟ طيب ونفس الكلام برضو للثلاثه اللي هم الثلاثه ال 50. طب دلوقتي انا الحمل بتاعي كام؟ 172 هضربه في 0.7 يبقى الحمل بتاعي 120 طن. يبقى اذا انا وزن الرينج ده. خلاص؟ طيب علشان قلت لك بجيب 2 تشيلر 7 70% ليه اصلا 70%؟ ده مزاجي كده. كل ديزاينر ومزاجه. انت واللي ماشي ان هو بيمشي بالطريقه دي. تمام؟ برضو كانك داخل على باكج يونت. هندور على ايه؟ على الفيزيكال داتا اهي. تلاقي النومينال سايز بالطن فوق اهو 125 والكوانتيتي بتاعت الكمبريسور وداخل بقى جامد في القصه. يبقى احنا بس الموديل بتاعنا دلوقتي كام اللي هو ال 125. تمام ده الموديل بتاعنا. يبقى انا عايز اروح على ايه؟ على البرفورمانس بقى. اشوف التشيلر طالما التشيلر بيتبرد بكوندنسر يبقى زيه زي الباكج لازم يكون فيه برفورمانس. لو بيتبرد بكولنج تاور مش هيفرق معايا بقى. مش هحتاج اخش على برفورمانس ولا على اي حاجه. ليه؟ لان هو الكوندنسر بتاعه بيتبرد بميه. ملهاش دعوه بقى بالهواء الخارجي. تمام؟ الكولنج تاور بيظبط لك الميه بحيث ان هي تخلي التشيلر درجه الحراره بتاعته مظبوطه. لما نوصل للكولنج تاور هتشوف. لما نوصل للكولنج تاور هتشوف. بس دلوقتي ووتر كول اير كولد تشيلر كانك شغال على ايه؟ على اللهم صل على السلام على باكج يونت بالظبط. داخل على ايه؟ البرفورمانس بقى. ندور دلوقتي على البرفورمانس. مبدئيا في قانون مهم جدا نعرفه برضو. مبدئيا كتر التصاريح ان الجي بي ان للتبريد بيساوي الطن مضروب في الدلتا تي اللي هي ب 10 مقسوم على
24 تمام صح. أربعة وعشرين في التن على الدلتا دي. جي منين القانون ده؟ القانون ده أساسه إن ال Q اللي هي بيت يو بر أور بتساوي الجي بي إم بخمسمية في الدلتا تي. تمام؟ طب أنا عايز أحول الكلام ده بطن، أقسم على 12,000، دي هتصير مع دي تبقى لك 24. تمام؟ الجي بي لا كده غلط، هقسم في الطرفين على 12، هقسم في الطرفين على 12,000 ليه كده؟ عشان دي كده على بعضها بقت بتطل، ودي كده مع دي يبقى لك 24، يبقى الجي بي ام هيساوي الطن في 24 على الدلتا. تمام كده؟ 500 دي ثابت. تمام؟ طيب فده معناه ان كل، طبعا احنا الداتا دي بتاعتنا عارفينها، الداتا دي ثابته بكام؟ ب 10. يبقى ده معناه ان انا اقدر اشيل دي كده بدي واكتب هنا 2.4 10 ولا 7؟ ايه؟ لا 10 مش 7 12؟ لا انا بتكلم على فرنهايت، القانون ده ما ينفعش على فرنهايت اصلا، ده ما ينفعش على فرنهايت. تمام؟ فالطن بتاعنا قصدي الجي بي ام بتاعنا بيساوي 2.4 في الطن، كل طن محتاج 2.4 ايه؟ جي بي ام. تمام؟ لو عرفت الطن تقدر تجيب الجي بي ام، ملهاب مش ملهاب تقدر تجيب. تمام؟ طيب هنا ابتدى اتكلم على البرفورمانس، احنا الموديل بتاعنا اللي هو 175 طبعا هنا بيتكلم على 60 هرتز، هنمشي لغايه لما نلاقي 50، ادي 50 هرتز بس دي 70، مية خمسة وعشرين. تمام؟ درجة حرارة الليفينج ووتر تمبريتشر، درجة حرارة الخروج الماء بتاعة المية انت عايزها بكام؟ 44. تمام؟ طب درجة حرارة الانترين كوندنسر اير تمبريتشر 105. تمام كده؟ على اساس الرقمين دول يطلع لك الحمل بتاعك بقى بكام؟ ب 97 طن. 97 طن. طيب لو مش عاجبك الكلام ده ممكن تروح تشوف كتالوج تاني، لو قلنا ان الكلام ده بالنسبه لنا كفايه فما فيش مشكله. طب ال 97 دي بتمثل كام من ال 172؟ تقسم بقى 97 على 176 ولا كانت كام؟ 172، تطلع النسبة تقريبا من 56%. يعني انت محتاج 3 تشيلر من دول. تمام؟ هتحتاج 3 تشيلر من دول لان انت قريب جدا لل 50%. طب وليه ما يكونش ايه؟ ممكن تجيب 2 بس الافضل ان هو يكون في واحد تاني احتياطي. تمام؟ لازم تغطي الحمل بتاعك بزيادة. تمام؟ طيب هو ال 44 دي كانت ايه؟ ال 44 درجة الخروج بتاعة المية من التشيلر. ليفينج ووتر تمبريتشر. انا اللي بحددها، انا عايزها كذا، ما انا عايز كذا، مش انت بتعمل حساباتك وبتظبط الدنيا؟ هو بيدي لك دلتا تي 10 فانا بقول له انا عايز درجه حراره الخروج لي بكذا. تمام؟ اللي هي طبعا. طيب كده انت عملت السليكشن بتاعك والوحده بتاعتك انا اعتبر ان هي ايه مظبوطه وشغاله معاك، لو مش عاجبك تشوف كتالوجات تانية على اكبر من كده. يعني هو الشغل بتاعنا كده، هي التشيلد ووتر سيستم بيشتغل على درجات الحراره دي. عايز تغير وتشوف ومش عارف ايه لازم تقرا اكتر في المجال وتشوف اللي احنا بنشتغل على درجات الحراره دي. تمام؟ هو شايفها رينج، هو حاطط رينج مش كبير ولا حاجه، ده ما هو الرينج دوت لما يزيد هيزود لك في السي اف ام، هيزود لك في السي اف ام. ما بص مش عايزك يعني تهاجم الثوابت بتاعت الامه.
دي ثوابت بتاعت الناس اللي بتعمل ديزاين، تمام؟ عايز تهاجم الثوابت دي ممكن تقرا وتشوف اللي انت عايزه فيها، تمام؟ لكن احنا دلوقتي بنعرفك اللي ماشي ايه. مش هنعرف الكورس عشان هيك. مش عارف انا عاوز الفان كله بس على 7 5. تمام؟ خليني دي 44 دي السرعه. الايه؟ اه دي السبعة. السبعة دي السبتة. دي السبتة. ايوه هذا ما وجدنا عليها بقى. انا وجدت. بالظبط كده. تمام؟ طيب. ترجع بقى عايز تشوف الالكتريكال داتا بتاعتك. هنا بقى ما فيش الستاتيك بتاع المروحة ولا الجلاش بتاع مش عارف ايه ولا الكلام ده خالص. ار تي اي 125. الموتور داتا كوانتيتي ديلي بيريود لا اهو كيلو وات اهو الفان كل واحده فيهم بكذا دي الفانات بتاعت الكوندنسر الكمبريسور موجود لا الكمبريسور مش موجود انت ممكن تاخد من هنا الايه الحمل بتاع الفانات بتاعتك اللي هي بتاعت الكوندنسر هاي الفنات العدد بتاعها 8 وكل واحدة بكام بسبعة من عشرة كيلو وات يعني عندك 7 كيلو وات كده وانت لسه ما عملتش حاجة دول بتوع الفنات بتاعة الكوندنسر المراوح بتاعة الكوندنسر تمام ما انا بنطلع هو بتفضل تطلع واحدة واحدة هنا اليونت دايمنشن شوف الموديل بتاعك هل هو هنا ولا لا اهو 125 بيدي لك الاي والبي والسي تاخد الموديل بتاعك شوف الرسمه بقى فين الاي وفين البي وفين السي طبعا انت عايز التوتال طول في العرض ده كده السكشن اهو ده العرض اهو مكتوب هنا ثابت ب 2 وربع متر لو حد شايف عرض التشيلر 2 وربع متر تمام طب الطول اللي هو اسمه اي طب الاي ده هيختلف من الموديل الثاني اهو الحاله بتاعتنا احنا اللي هو 125 هو بيقول لك من 110 ل 125 هيبقى ايه؟ ب 5.6 من 10 متر يعني تقريبا 5.5 متر تمام؟ ده كده عملت سيليكشن للسايز بتاعه عشان ترسمه. طيب برضو الوزن والحاجات دي لسه هنجيبها احنا محتاجين الوزن وال بيتحط على قاعده خرسانه برضو؟ اه بيتحط على قاعده خرسانه ممكن يتعمل على قاعده الحديد على طول بس لو تحتيه خرسانه مسلحه يعني لو تحتيه الارضيه بتاعته اصلا خرسانه مسلحه. لو ما كانش لازم تعمل له قاعده وبعد كده تعمل له يتحط على قاعده الحديد اللي هي جايه معاها اصلا. طيب الموديل بتاعنا اهو هنا ده الحمل التوتال ده الشيبنج ويت ده بيبقى في حاجات مفكوكه منه تمام ده الاوبريتنج ويت ساعه لما يتحط بالشحنه بتاعته والكلام ده كله هيطلع وزنه بالكيلو جرام 3965 كيلو جرام 4 طن. طيب هل التشيلر بيتحط كله على مساحه كلها مسطحه؟ لا التشيلر بيتحط على حاجه بالمنظر ده كده تمام ايزوليتورز عشان تمنع الفايبريشن تمام فهو هنا بيقول لك ان هم 6 طب الحمل عند كل واحده منهم بكام؟ على حسب الوزن بتاع التشيلر مش برضو مش كله متوزع ولا الكلام ده لا هتلاقي هنا اهو الرقم 6 بكذا رقم 5 بكذا رقم 4 بكذا علشان ده هيفيد مين الناس بتاعت مدني لما تيجي تشتغل وتعمل الحسابات بتاع الكلام ده تمام اهو ده شكل التوزيع بتاعت الحمل دي الايزوليتورز عشان الخرسانه لا اللي هي اللي بتشيل الخرسانه اللي فوق الخرسانه اللي بتشيل التشيلر ده كده اه ده كده هو في كل حاجه في كل حاجه طيب كده مفيش بقى قدامك عشان تجيب الالكتريكال داتا غير ان انت ايه تروح على البرفورمانس ما احنا كده بنجمع لازم تطلع تاني قصدي على الايه على الفيزيكال داتا اللي هي في الاول اكيد كده هو اه هتلاقيه كاتبها في الفيزيكال الموديل بتاعنا اهو الكمبريسور النومينال سايز بتاعه 60 50 ليفابريتور ماين فلو ماكس فلو مالناش دعوه ده بالجي بي ام تمام الجي بي ام بتاعك اهو لو انت عايزه الكوندنسر
كولينج كويل توتال الكوندنسر فان الموتور هورس باور 1. احنا طلع 7 من 10 لو حولت الهورس باور هيطلع بواحد يعني انت اديت لنا اللي احنا عارفينه. طيب انا ما عنديش حمل تاني في الـ في الـ في الكمبريسور في القصه دي كلها غير الكمبريسور الكباسات والفنات الكمبريسور بس الكباسات والفنات انا جبت الفنات ناقص لك ايه الكمبريسور ده هو ابن اللذينه ده تمام ايه هو نقل خلاص انت متابع انت بتقول لي مش مركز ماشي طيب عموما ده كده كوانتيتي هو هنا بيقول لك 5 و5 5 ستاند باي يعني في 5 و5 ستاند باي بص دي الـ دي الستاندرد بتاعه 54 درجة ليفينج ووتر تمبريتشر تمام لا 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 طب افتحهم تاني بقى يقفلهم ما يفتحهمش يا ابن اللذين المحاضرة مش مستحملة اصلا هير سيليكشن لا 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 قفل البي دي اف اي حاجه بي دي اف طيب هو عموما طبعا لو في داتا ناقصه في كتالوج او انت مش عارف توصل لها ممكن تكلم السبلاير وتوصل باي شكل كان او تغير الكتالوج المهم ان الموضوع ايه مش عايزين نطول فيه يعني انت بتدور لحد لما تلاقي الحمل بتاع الكباسات وتاخده حاجه بسيطه جدا وتضيفه على طول على ايه على الحين تسلمه تضيفه على بتاع الفنات وتسلمه لمهندس الكهرباء ده كده الحمل بتاعك تمام كده طيب ده كده الاير كولد تشيلر طيب لو جينا نتكلم بقى على تشيلر تاني اللي هو الووتر كولد مثلا ايه ايوه شغال بكونتر تمام فده الووتر كولد سكرو كومبريسور ليكويد تشيلرز الكباستي بتاعتنا من 286 ل 1300 كيلو واط لاحظ بقى الفرق لاحظ الفرق مع الاخذ في الاعتبار ان في تشيلرز اكبر من 100 طن باير كود تمام بس مش اكتر من كده بكتير يعني بنسمع على 3.5 5 1 7 انت مذاكر الفيديو عشان تجيبوا الطن طيب الحمل بتاعنا احنا كام 172 عايز اشتغل على التوتال بقى انا غلس بقى تمام طيب 172 هضربها في 3.517 يطلع الحمل بتاعك ب 600 كيلو وات ده الحمل التبريدي بتاعك 600 كيلو وات ايه عشان تحوله من كيلو وات ل من طن تبريدي لكيلو وات تبريدي كيلو وات تبريدي ماشي طيب الموديلات عندنا اهي احنا عندنا 600 كيلو وات تمام كيلو وات تحت اهو احنا 600 بشتغل على اهو 598 تمام ايه ماشي مفيش مشكله انا بس بقول لك عشان تعرف تحويله
انا مش بقى انا مش داخل اعمل سيلكشن فانا في المكتب يعني. طب كيلو وات بيجي كيلو وات كهرباء انا مش هنقول كمان شويه. طيب برضو هنا مديك الاوبريتنج ويت على طول. هنا بقى مفيش بيرفورمانس داتا ولا الكلام ده, الدنيا في منتهى السهوله يعني. الكمبريسور سيركت اي وبي اديني الكيلو وات على طول ريحني يا اخي. الليفابوريتور الانلت والاوتلت المقاس بتاعك زي ما بقول لك هنا الانلت والاوتلت بكام؟ 5 بوصه على الليفابوريتور. تمام هو حر باشا تحت امرك يا سعاده الباشا. تمام وبرضو الكوندنسر لان هنا طبعا ايه ووتر كولد كوندنسر في 6 بوصه. تمام ده مقاس الدخله بتاعت المايه اللي هتروح جايه من الكولينج تاور والكلام ده. تمام الالكتريكال داتا لوحدها يعني. احنا الموديل بتاعنا اللي هو ال 175 صح. النومينال باور انبوت شكرا السلام عليكم 226 كيلو وات ده الحمل الكهرباء بتاعك 226 كيلو وات الحمل الكهرباء بتاعك. طب في حته احنا كنا قلناها من زمان واجلناها كده لغايه الاخر اللي هي السي او بي والاي دي ار. السي او بي بتساوي الكيو بتاعت الايفابوريتور اللي انت خدتها تمام على الفرق ما بين الكيو بتاعت الكوندنسر ناقص الدبليو اللي هو الورك بتاع الكمبريسور. تمام في صوره ثانيه بيتحط تي ايفابوريتور على تي كوندنسر ناقص تي كومبريسور تقريبا شكل. تمام المهم ان هنا الكفاءه بتكون اكبر من الواحد. السي او بي ده بيعبر عن الكفاءه تمام ولكن هي بشكل مقلوب. هي المستفاده عباره الكفاءه عباره عن ايه اللي انا استفدته على اللي انا دافعه. تمام فهنا الاوتبوت بتاعك هو اصلا حراره هو يعني خدها منك يعني هو اساسا الاوتبوت هو واخد منك حراره فالعمليه عشان هي عكسيه فالسي او بي دايما بيكون اكبر من واحد والرينج بتاع السي او بي بتاع المكنه الكويس بيكون من 3.5 فيما فوق. تمام 3.5 فيما فوق والماكسيمم بتاعه 10. تمام في رقم ثاني بالوحدات البريتش اللي هو الاي اي ار اللي هو الانرجي افشنسي ريشيو هو نفس القصه ولكن بيبدا من العشرة. تمام لو كل ما يقل تبقى ايه يبقى سيء لكن العشرة هو الستاندرد بتاعك. تمام طيب القانون ده ايه اللي خلانا نكتبه دلوقتي اصلا او ايه علاقته بالموضوع؟ علاقته اللي انا عايز اقول لك عليها ان انا لو عملت انرجي بالانس على التشيلر فالكيو بتاعت الكوندنسر زائد هتساوي الكيو بتاعت الايفابوريتور زائد الورك بتاع الكوندنسر. ورك كومبريسور هي ورك كومبريسور ما هو ورك هو انرجي برضه بس ده ورك. تمام طيب اهي لما تيجي بقى انت دلوقتي عرفت ايه الحمل بتاع الكيو فابريتور من الحمل بتاعنا اللي هو كام 175 طن والورك بتاع الكومبريسور بكام 226 حوله لطن هي دي وحده طاقه يبقى 226 على 3.517 تطلع ب 64 طن زائد 64 طن يطلع ايه بقى؟ ان الحمل بتاع الكوندنسر بكام؟ الرقم ده زائد 175 يعني بكام؟ ب 239 طن. استخدم الكلام ده في ايه؟ في ان انت تجيب الجي بي ام بتاع الكوندنسر ليه؟ عشان الكولينج تاور عشان البامب بتاعت الكولينج تاور الكلام ده كله. يبقى طالما انت عملت سيليكشن للووتر كولد تشيلر ممكن تجيب الايه الحمل بتاع الكولينج الكوندنسر كميه الطن اللي انت عايز تشيلها بالكوندنسر ده. طيب الجي بي ام بتاع الكوندنسر بيساوي ايه؟ نفس القانون ده. تمام تعال نحسب كده. انا عايز اعرف الجي بي ام بتاع الكوندنسر يبقى هقسم الرقم ده هضرب الرقم ده 24 في 24 واقسمه على كام؟ اه خلاص كده طيب يبقى انا عايز 547 جي. تمام طب في قانون تاني اسهل من ده كله اللي هو بيقول لك ان الجي بي ام
بتاع الكولينج تاور او بتاع الكوندنسر بيساوي التن بتاع الريفريجريتور او الايفابوريتور مضروب في 3 هي اصلا 30 بس انا قسمت على 10 اللي هي دلتا تي بار. ما هو دخول الايفابوريتور دخول الكوندنسر بكام؟ ب 85 درجه فهرنهايت. وخروج الكوندنسر المايه اللي داخله على الكوندنسر تبرد وتخرج هتخرج عند كام؟ سخنت هتخرج ل 95 درجه فهرنهايت اللي هو الستاندرد بتاع ايه؟ الباكج. درجه حاله الهواء تبقى 95 بس طبعا الفرق ان دي مايه. خلاص؟ طيب يبقى الكلام الطن في 3 يبقى همسك الطن التبريدي اللي عندي اللي هو كان كام؟ 175 في 3 تطلع بكام؟ 525. قريبه ولا مش قريبه؟ قريب؟ لا قريب؟ بس انت هتشتغل على الاكتيف طبعا. هتشتغل على الاكتيف. تمام؟ الثلاثة دي والقانون ده ما هوش ستاندرد يعني مش ثابت بيتغير على حسب الحمل. المفروض النسبة تتغير. تمام؟ فطبعا انت بتشتغل على ايه؟ على حساب الاكتيف. يعني الدرجة دي مقسومة على 10 يعني 2.4. ما لما قسمت على 10 بقت 2.4. ال 10 دي اللي هي دلتا تي. تمام كده؟ طيب كده عرفنا الحجة كيلو وات. وعرفنا الجي بي ام بتاع الكولنج تاور خليه في دماغنا بقى 547 ولا 74 تمام والدنيا بتاعتنا ايه وعرفنا الكيلو وات خلاص انت محتاج حاجه تانية من السيليكشن عايز الويت موجود كان موجود فوق في اول خانه خالص خلصنا كده السيليكشن بتاع الووتر كولتشر عايز المقاس المقاسات بتاعته هتلاقيها ده كل ده نكتبه في السبميت اللي عندي تاخد سكرين شوت كده وخلاص ولما تيجي لو بترسم للتشيلر طبعا هي التشيلر بترسم زي ما نشوف دلوقتي اوضه المكن في الاخر انا خلاص من قفله هتشوف اوضه المكن وتشوف شكلها عامل ازاي بتحط كل حاجه بقى بعدها شكل بقى التفاصيل بتاعته والكلام ده بتبقى حاجات ستاندرد ممكن تجيبها من على النت في بعض الشركات بتحط لك شكل التشيلرز مرسوم اوتوكاد تاخده كوبي وتحطه عندك او لو عندك رسام مجتهد يعمله او اصلا من غير الكلام ده الكلام ده كان زمان دلوقتي كل حاجه موجوده لو انت عايز اي حاجه هتجيبها من اي حته تمام برده هنا ايه على حسب الموديل بتاعك للاي والبي والسي الاي والبي والسي القصه دي والابعاد بتاعتك ايه بالظبط وتمام عليك ده كده السليكشن بتاع الووتر كولد تشيل تمام بعدين في الاخر هنسال في الرسمه هنلاقيها بعدين طيب الابزوربشن تشيلر قبل ما نخش في الابزوربشن تشيلر لازم ندي تمهيد تعالى اولا نراجع بسرعه الكلام اللي احنا قلنا عليه في ال vapor compression refrigeration cycle وبعدين نتكلم على vapor absorption cycle وبعدين نخش في الايه السليكشن اللي انا محتاجه بالارقام دي كلها الحمل بتاعي 175 طن الجي بي ام بتاع الشيل دوت هنجيبه مفيش مشكله الجي بي ام بتاع الكولنج كوندنسر جي بي ام تمام اي حاجه ثانيه مش محتاجها دلوقتي الثيوريتيكال اللي انت بتنزل عند اتش ثابته ولكن في الاكتوال بيحصل تغير شويه في الاتش ده الاكسبانشن درايفز وبعدين تخش على الايه؟ الفيبوريتور تمام؟ دي الدايره الاساسيه بتاعتنا اللي هي الفيبر كومبريشن ريفريجريشن سايكل تمام؟ كلنا فاكرين لما الضغط بيتغير درجه الساتوريشن بتتغير تمام؟ فدرجه الساتوريشن بتاع الفابوريتور اعلى ولا اقل من درجه حراره الجو؟ اقل علشان كده لما بيتعامل مع الهواء او يلامس الهواء اللي بيحصل بيتبخر فده اللي بيحصل في الفابوريتور وهو بيتبخر بيفقد او بيسحب الحراره اللازمه عشان يتبخر اللي هي دي
فلما بيسحبها بيسحبها منين؟ من الهواء الخارجي. فالهواء يبقى العكس في الكوندنسر درجه حراره التكثف، انا بضغط الكمبريسور فضغطه بيزيد، درجه الساتوريشن بتاعته بتزيد، فلما تزيد درجه الساتوريشن بتوصل تقريبا ل 54 درجه مئويه، درجه حراره الجو بتبقى الماكسيمم 45. يبقى مهما حصل لما يعدي الهواء الخارجي على الكوندنسر ايه اللي هيحصل؟ الفليون هيتكثف، وهو بيتكثف بيطرد حراره. تمام، تقدر تقول ان هنا بيخرج لك الكيو هيت هاي او كيو جاز او كيو كوندنسر، وهنا بيخش الكيو ايفابوريتور، وهنا الورك كومبريسور اللي انت بتدخله بيدق بالحمل الكهرباء اللي هو الورك كومبريسور. هو ده الماس بالانس او الانرج بالانس اللي احنا عملناه على الدوره دي. طيب دوره الابزوربشن سايكل نجيب الرسم اصلا كده. دورة الابسوربشن عامله ازاي؟ بيكون عندي اربع مكونات اساسيين، احنا نعرف اثنين منهم، الكوندنسر والايفابوريتور وحاجه اسمها الابسوربر وحاجه اسمها الجنريتور. تمام، الفلو بتاعي بيخرج من الجنريتور كده يخش على الكوندنسر يتكسر يعدي على الاكسبانشن ديفايس. اقدر اقول ان الحته دي كده انا شلت الكمبريسور وحطيت الحته دي من الدوره العاديه. تمام، انا شلت الكمبريسور رميته في الزباله ورحت جايب الحته دي. خلينا دلوقتي نكمل، هنخرج من الاكسبانشن ليكويد ودرجه حرارتنا قليله، نخش على الايفابوريتور اللي يحصل لنا بالبخار. بعد ما نتبخر نخش على فين؟ على الابزوربر. ايه هو الابزوربر بقى؟ جابوا مواد الماده دي شارها لماده ثانيه، يعني ايه؟ زي السيليكا جيل مثلا لما بتعدي عليها بخار ميه بتعمل ايه؟ بتمتصه. ما هو اللي جاي لك هنا ده بخار ميه. تمام؟ طيب افهم من كده ان المائع بتاع التبريد او المائع اللي انا بشتغل بيه هنا ما هوش حاجه واحده، مش ريفريجرنت 1220 ولا 1500 مش عارف كام، لا دول مائعين، اثنين مائع. تمام؟ بيخش لك من هنا مثلا ال H2O ومن هنا الماده اللي هي شارها لل H2O اللي هي النشاط NH3 الامونيا. تمام، لما يوصل الغاز بتاع ال H2O للامونيا، الامونيا تمتصه، الامونيا هنا بتكون في حاله سائله ليكويد. تمام، فبتمتص الميه اللي داخله عليها دي، فيتكون لك في الابزوربر دوت ايه؟ سترونج سوليوشن، محلول نشادر قوي. تمام، موجود فيه الميه بنسبه معينه والامونيا بنسبه معينه. تمام، فباخد الكلام دوت ببمب وارفعه على ايه؟ على الجنريتور عشان يحصل له ايه؟ يتسخن. يعني اللي بيترفع ده نشادر زي الميه. بالظبط كده. لما يخش الجنريتور، الجنريتور ده عباره عن ايه؟ عباره عن مكان في برنر. كانه غلايه، البرنر بيعدي والفلو جاز تعدي على التيوب اللي انت عايزها اللي هي ماشي فيها ايه؟ السوليوشن ده. لما تسخن درجه حراره درجه حراره اللي بيتبخر عندها الميه هنا اعلى اقل من درجه حراره بتاعت الايه؟ النشادر اللي بيتبخر عندها النشادر. فعند الجنريتور لما انت بتسخن ايه اللي بيحصل؟ الميه بتتبخر الاول بتتحول لايه؟ لبخار ماء. تمام؟ يخش يكمل بقيه الدوره بتاعته. طب اللي هيفضل لك السائل اللي هيفضل هنا الليكويد هو ايه؟ النشادر، او بيتسمى الويك سوليوشن، بيتسمى كده من ضمن الاسامي يعني. ويرجع على فين؟ على الابزورب. يبقى اللي انا عملته ان انا شلت الجزء ده كده، شلت الكمبريسور ده رميته في الزباله ورحت جايب في مكانه ابزوربر وجنريتور وماده ثانيه وبابا بس كده. كل جنريتور هو بس بيسخن بيسخن الميه مع بيسخن السوليوشن ده. لما يتسخن السوليوشن تتفصل الميه ويفضل الليكويد اللي هو النشادر، ترجع النشادر على فين؟ على الابزوربر. تمام، الحراره ايه بقى؟ انا بقى اللي انا عايزه بقى من الكلام ده كله ايه؟
نفهم الحراره داخله فين ورايحه فين. أيوة. كوندنسر يبقى الحراره خارجاه، ايفابوريتور يبقى انا هدي له حراره، ده اللي انا عايزه. كل الكلام ده بيبقى جوه الباكج بتاعت التشيلر، كل القصه دي جوه الباكج. تمام. طيب الابزوربر زيه زي الكوندنسر بيطرد حراره، لما النشادر بنمتص الميه بتطرد حراره. ليه؟ عشان الميه بتتحول لليكو، ما هي النشادر بتمتصها فبتكثفها فبتحولها لليكو. مش المفروض الساكت دي ماشي في اليوم؟ لا ما انا بقول لك بقى، ما هو في كذا نوع، بس هم ما بيبقوش حاجه واحده، بيبقوا حاجتين، لازم ماده وماده ثانيه بتمتصها، ماده مصه وماده مبرده. داخل على الابزوربر والماده مختلفين في نفس المايه ولا بايبس؟ لا هو النشادر ده ما بيخش على الدايره اللي هنا دي. انا بتكلم على الضغط هنا كده، لما وصلت الحته دي كده بقى سوليوشن. يعني ايه سوليوشن؟ يعني الاثنين دايبين في بعض. تمام. لما يخرج للتبريد يبقى ده مايع التبريد بس، ماء واحد للاثنين. ميه ممكن يبقى حاجه ثانيه. تمام. ممكن يبقى حاجه ثانيه، ما هو في كذا تركيبه. ان التركيبه اللي انا بتكلم عليها دلوقتي مش عايز اخش في تفاصيل، حتى انا نفسي مش عارفها، بس التركيبه اللي احنا بنشتغل عليها اللي هي الاتش 2 او والنشادر مثلا، في من في انواع ثانيه كتير، مادتين ثانيين مع بعض، اي مادتين ثانيين مع بعض يتركبوا ويشتغلوا. تمام. المهم اللي انا عايز افهم ان الايفابوريتور بيخش له كيو، هيخش له كيو دي عن طريق ايه؟ تشيلد ووتر هيسقع لي ميه. تمام. طيب الايفابوريتور الكوندنسر بيطرد حراره، يبقى محتاج ايه؟ كولينج. مفيش هنا مروحه، كولينج تاور، كل حاجه هنا بميه. تمام. خلي بالك الميه دي بتاعت الكولينج تاور ده بتلف وتروح تبرد لي ايه كمان؟ الابزورب. تمام. ايه الكوندنسر بيطرد ميه والابزوربر بيطرد ميه، بيطرد حراره، وده بيطرد حراره، عشان تبرد الاثنين محتاج ميه بس، هما الاثنين دول تجمعوا مع بعض وتشوف الكولنج تاور بتاعه. خلاص. الجنريتور بقى محتاج ايه؟ محتاج جاز، محتاج ان انت تدخل له كميه جاز. تمام. طيب نخش كده على السلكشن والدنيا هتوضح اكتر من خلال رسمه. ليه السيستم ده بلجأ له؟ علشان لو انت ما شفت احمال التشيلر كام؟ 227 كيلو وات. عارف يعني 227 كيلو وات؟ يعني ربع ميجا. عارف المحول بيبقى كام لعماره مثلا 10 ادوار؟ لو جابوا 1 ميجا يبقى كويس. تمام؟ فانت بتسال الكهرباء بتاعت ربع عماره 10 ادوار مثلا يعني. تمام؟ تخيل ده شغال على طول. كارثه. فالناس بتعمل ايه؟ الغاز ارخص بكتير. اشتغل بالغاز يا باشا. بس. دي كل القصه. تمام. طيب تعال نشوف كده السليكشن بتاع الكلام دوت شكله عامل ازاي. هنشوف شكله. ده شكل الدوره المنيله في 60 نيلاي، بس هي بسيطه جدا ما تخافوش. بسم الله الرحمن الرحيم. بس الغاز اغلى صح؟ الجنريتور اغلى زي الراجل اللي مفتاح. لا مش الغاز، اه طبعا اغلى، التشيلر نفسه بس بتوفر عمرها طول. بالظبط، ما هو دي القصه دايما، المعادله دايما نشر كوست ومان. طب دلوقتي لو جبت كده بتاع ده المفروض في ايه؟ ده كده الايه؟ الجنريتور. خلاص؟ الجنريتور هيخش له ايه؟ ما تسيبك بقى من الريكفري والكلام ده مالناش دعوه فيه. هيخش له سوليوشن. ميكس. تمام؟ اللي هو الميكس. لما يخش على الجنريتور بيتسخن، تتفصل الميه وبتكثف ايه؟ السوليوشن اللي هو النشادر مثلا. طيب النشادر لما ترجع هنشوف هتروح فين دلوقتي. المهم الميه اتبخرت هتمشي في مواسير، هتروح على فين؟ على الكوندنسر. الكوندنسر بيتبرد بايه؟ بميه كولينج ووتر، اسمها كولينج ووتر. تمام؟ طيب الميه اللي هتخرج من الكوندنسر دي هتروح فين؟ اهي اتكثفت اهي، بقت لونها ازرق. هتخرج من الكوندنسر تخش على فين؟ على الايفابوريتور. تمام؟ اهي داخله من هنا وداخله من هنا. طب الايفابوريتور هيسقع على التشيلد ووتر. ماشي؟ طيب ما انا مش هشرحها مره ثانيه على فكره بعد المحاضره. طيب المايه لما تتكثف الايفابوريتور ايه اللي هيحصل فيه؟ المايه داخله له هتتبخر، لما تتبخر هتخش على الابزوربر. الابزوربر والايفابوريتور الاثنين لازقين في بعض. يعني مفيش بينهم المسافه اللي انا رسمها دي. اول ما تتبخر المايه، واضح ان انا لما جيت الناس مش شايفه، المايه اهي اللي هي جايه من الكوندنسر بتخش الايفابوريتور عن طريق ثلاث حاجات، هنا وهنا وهنا عشان ما تتلخبطش.
فالمهم ان اللزق ده كله دخول الميه بتاعت الايه اللي جايه من الكوندنسر اللي هي اتكثفت في الكوندنسر. بعد ما تخش على الكوندنسر الميه هتتبخر نتيجه الايه ان هي سحبت الحمل اللي موجود في التشيلد ووتر بايب. لما تتبخر هتخش على الايه على الابزوربر. ايه اللي يحصل في الابزوربر؟ بيمتصها النشادر او الماده اللي موجوده وترجع بيها. طبعا لما تمتصها تبقى ليكويد فتتكثف تحت فتاخدها من تحت وتروح ماشي بيها تروح فين؟ على البرن. بس اللي عايزين نشرحها تاني يبقى في الاخر تمام، عشان هي مش مجرد معلومات عامه تمام. طبعا مهم جدا ان تكون فاهمها، مهم واحسن من هيبقى احسن من اي حد تمام، بس عشان ايه ما نشرحهاش اكتر من مره دلوقتي تاخدش من وقت المحاضره اكتر من اللازم. طيب هنا بقى نخش على الداتا بتاعتنا. الحمل بتاعنا كام؟ 175 طن. الحمل اللي هنا ده بالطن اهو، يعني هتشتغل على ال 180. تمام؟ 180 الكولينج كاباستي خلاص. الكيلو وات الهيتنج لو انت هتشتغل هيتنج. التشيلد ووتر. التشيلد ووتر اول حاجه الفلوريت بالمتر مكعب بر اور. درجات الحراره اللي كان بيسال عليها 12 و7 خانه الطلب فيها 180 يو اس ار تي ما تشغلش بالك، بس هو طن طن بس مش عارف يونايتد ستيت حاجه كده يعني تمام. طن امريكي كل حاجه بيسموها على مزاجه. طيب البريشر دروب، ما هي الميه لما تخش جوه الكولينج كويل ده اللي هو بتاع الايفابوريتور اللي هيحصل هيحصل لها بريشر دروب. البريشر دروب بتاعه كام اهو تمام محدده لك هو هنا. طيب بالكيلو باسكال عشان اللي كان بيسال على الكيلو باسكال اهو تمام. طيب معلش الكونكشن سايز خلاص احنا فاضل لنا الكولينج تاور، بعد كده خلاص بقى هيبقى كله دلع، احنا بس بندلع كده في وسط الكود والكلام ده. طيب حاضر احنا طيب خلاص احنا خلاص بنخلص 10 دقايق بالظبط تمام. دي كده التشيلد ووتر تمام. بعد كده الكولينج ووتر. الكولينج ووتر دي اللي رايحه فين؟ اللي بتبرد الكوندنسر وبتبرد الابزوربر. انت هتعمل لها كولينج تاور دي لوحدها. طب الجي بي ام بتاعها كام اهو؟ او الفلوريد بتاعها برضو البريشر لوس بتاعتها كام اهي تمام. طيب الهوت ووتر لو انت شغال في فصل الصيف في فصل الشتاء وعايز تشتغل في الهيتنج سيبك منه. الفيول معدل استهلاك الفيول على حسب انت شغال ناتشورال جاز ولا لايت اويل ولا 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 زي ما انت عايز. الولاعه بتاعت الجنريتور تمام كده. طب ايه اللي محتاجينه تاني؟ الالكتريك. الريفريجرنت بامب بكذا برضو. هنا التركيبه بتاعتهم فيها كذا بامب تانيه يعني من غير ما نخش في تفاصيل. في سوليوشن بامب، في اوكسيلري بامب، في مش عارف ايه. ادي الاحمال بتاعتهم تجمعها على بعض تمام. يبقى انت كده جبت حمل الكهرباء بتاعك. الدايمنشن ادي 1 2 3. الويت ادي 1 2. حد عايز حاجه تانية؟ خلصنا السليكشن من ورقه واحده. ادي الابزوربشن شيلر وادي القصه بتاعته. الجي بي ام بتاع الكوندنسر ما احنا قلنا ده احنا هنستخدمه دلوقتي في الكولينج تاورز تمام. انت هتاخد من هنا جي بي ام او هتاخد من هنا جي بي ام. درجات الحراره عشان ما انساش، ادي الهوت ووتر شايفين بيتكلم على كام؟ 56.5 و60 معايا. 56.5 و60 ده في الهيت، ده في حاله الهيتنج. طب الكولينج ووتر 32.5 و37.5 الدخول والخروج. 32.5 و37.5 الدخول والخروج تمام. طيب بسرعه بقى جدا نتكلم على الكولينج تاور برضو ان شاء الله. المثال اللي على النت كده كده هيكمل فيه كل الكلام دوت، ما تقلقوش ده نزل اصلا، هو ناقص بس المثال بتاع الشيلر والكوندنسر اتصرح النهارده زياده. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الكولينج تاور في السريع مفيش مره جايه، دي مفاجاه. احنا خلصنا. انت المره الجايه ان شاء الله هتسلمونا يعني مش يعني هتبعتوا لي على النت الشغل بتاعكم تمام. خلاص احنا فهمنا الدنيا بتاعت السليكشن ماشيه ازاي. الكولينج تاور زيه زي اي حاجه ثانيه، هتخش على جداول علشان تدي له الجي بي ام بتاعك وتدي له درجات الحراره بتاعتك وهو يقول لك انت محتاج كولينج تاور مقاسه كذا الكلام ده. هنا على فكره هنا في شويه داتا جامده جدا عن الساوند بريشر. اللي عايز الناس اللي عايز تفهم ساوند باور هتلاقي مكتوب في الكتالوج ده مشروح بشكل مبسط كده شويه
المسافات والقصة دي. وهنا يقول لك ال الساوند بريشر ده بيعبر عن ايه؟ لما انت تكون بيدروم ات نايت، تخيل شوف الصوت عامل ازاي، هو ده 30 ديسيبل تمام. لما تكون مثلا في تريلا معديه من قدامك ده 90 ديسيبل، عشان تبقى عندك تخيل وانت بتعمل سيليكشن. هو ده موجود في الكتالوج دوت، بس هو حاله عامه لكل الحاجات تمام. فالكتالوجات بتاعت الايفابكو محترمه جدا. ايفابكو شركه الكولينج تاور. لا مش فاكر بصراحه، اكيد اي حاجه. هو هنا الفلوريت مديهولك باللتر بير سكند، لازم تحول كيف الكونفرتر الجميل بتاعنا. عايزين نحول جي بي ام للتر بير سكند. الجي بي ام بتاعنا بكام؟ 574 اللي هو بتاع التشيلر ووتر كولد اللي احنا عملنا له سيليكشن. يبقى انت محتاج 36.2 لتر في الثانيه تمام. يبقى الجي بي ام بتاعي 36.2 لتر في الثانيه. طب الويت بالب بتاعت الهواء كانت كام؟ اولا ال 36 فين؟ الانترنج ووتر تمبريتشر، احنا عايزين ثانيه واحده، عايزين الانترنج ووتر تمبريتشر والليفنج ووتر تمبريتشر اللي هم كام وكام؟ فين الكونفرتر؟ تمبريتشر هنديله بالسيليزيوس يطلع لي بالفرق. هو هنا شغال بالسيليزيوس، هنديله بالفهرنهايت يطلع لي بالسيليزيوس. انا عايزها 85 تمام، اللي هي 29 درجه. هنعلم عليها هنا دي ايه؟ دي الليفنج ووتر تمبريتشر. يبقى انا بتكلم على تقريبا 30 درجه. طيب والدخول اللي هي الدخول بتاع الكولنج تاور 95 فهرنهايت اللي هو كام؟ 35. يبقى انا ما بين ال 30 وال 35. تعالى نشوف كده 30 و 35 اهي تمام. 30 و 35 30 و 35 اللي هيحكمني ايه؟ الويت بالب تمبريتشر بتاعت الايه؟ الهواء. حد فاكر السايكرومتريك؟ اديني كده رجعت المنهج كله. حد فاكر السايكرومتريك لما قلنا ليه الكولنج تاور بيبرد لدرجه حراره اقل من الهواء نفسه؟ عشان هو بيبرد بالويت بالب تمبريتشر. طب الويت بالب بتاعتنا اللي احنا دخلناها في الهاب كانت كام؟ 78 درجه فهرنهايت. 78 درجه فهرنهايت. دخل هنا ال 78 تطلع ب 25 26 درجه سيليزيوس. يبقى انت هتشتغل مع ايه؟ مع العسل ده. طب احنا عندنا كام لتر في الثانيه؟ كان كام لتر في الثانيه؟ 36. طيب ما احنا شغالين على 36، يبقى انت مش في الرينج ده، يبقى انت تروح تختار ايه؟ كولنج تاور تاني. طب عشان ما اطولش، لو طلع ان انت في الرينج هتعمل ايه؟ فرضا ان هو 31، هتروح على جدول تاني بكباستي تاني، هتروح مختار الموديل بتاعك. خلصت؟ هات الموديل ده وعايز تاخد حمل الكهرباء، وعايز تاخد الابعاد، وعايز تاخد الوزن، تروح تجيبها منين؟ تنزل تحت وتدور لحد لما تجيب الكلام ده. في اسهل من كده؟ الكتالوجات طالما انت فهمتها خلاص الموضوع خلص. خلصت الدنيا، انت عارف انت داخل بتدور على ايه وتطلع ايه، وخلص الموضوع على كده. تمام؟ طيب الناس اللي عندها صداع من يعني انا اسف مش قصدي حاجه والله. الناس اللي هي قلقانه من السليكشن بتاع الفنات والبمبات. كل اللي انت بتاخده في الكلام دوت ايه؟ سي اف ام وستاتيك بريشر بالانش. ولو بامب هيبقى جي بي ام، لو زي الحاله اللي احنا بنتكلم فيها، وايه؟ وستاتيك بريشر بس بالفوت. تمام؟ ممكن احول الحاجات دي زي ما انا عايز، المهم اجيب الكلام ده منين؟ اول حاجه خالص البمبات. ايه؟ ما هو ده؟ بس انا كده كده بخش، لان انا عندي دلوقتي سيليكشن بروجرام، بروجرام بيعمل لك سيليكشن على طول. انا هقول لحضرتك اهو. جرامفوس. جرامفوس اونلاين تمام؟ تبتدي تقول له اعمل لي سايزنج. انت مهنج ليه كده؟ اونلاين هو كان في واحد بينزل بس بطلوا، يعني انا عندي ويندوز 10 فمش عايز اشتغل عليه، جيت انزل واحده جديده ما رضيش تمام. فهو اونلاين. طيب هو بس في مشكله في الموقع. طيب ماشي، ده هيبقى في المثال معلش عشان التهنيج اللي في الموقع دوت. طب هنيجي نتكلم على الفنات.
هنتكلم على شركه مثلا زي فلات وودز، تخش على النت وتشوف اي كتالوج انت عايزه او الكلام دوت. فهنا شركه زي فلات وودز دي اير هاندلنج يونت وفنات وكل اللي انت عايزه، زي في دي اس تمام. هنا هتلاقيه بيقول لك ايه الاير موفمنت فنتليشن اير سيفتي فان كار بارك، هتلاقي الكار بارك السي اف ام بتاعها عالي جدا. لو دخلنا على الفنتليشن نقول البالانس امشي خلاص، لو ما اتقالش دلوقتي هيتقال في المثال، ما تقلقش، اصل البالانس الموضوع سهل جدا يعني، الموضوع مش قصه خالص. صدقني مش هتبقى مستاهله. عليكم السلام. خلاص خلاص، هي بس القصه ان دي اخر محاضره والله، فاحنا بس عشان بنقفل الدنيا. طيب حاضر. عموما انت هتخش على السايت هنا، هرتبها مع الاداره حاضر، ولو كده هيبلغوكوا بالتليفون، بس صدقني هو ما فيش حاجه فاضله كتير يعني، احنا خلاص خلصنا يعني. طيب هرتب الموضوع مع الاداره، ولو كده هيبلغوكوا ان شاء الله بالتليفون. خلاص اوكي. دي مع الشهاده ان شاء الله، لو كانت جاهزه المحاضره الجايه ناخدها، لو كان في محاضره ان شاء الله تمام. عموما كده كده الاجزاء اللي باقيه لنا في التكست والسكادولز شكلها ايه وبيتحط فيها ايه، ان انت تفرغ البيانات دي على اللوحه تمام. النهارده هنشوفها ان شاء الله. الاكسبانشن تانك ديفايس ازاي بتعمل له سيليكشن برده اونلاين، البامب والفنس برده معاه في منتهى السهوله جدا اونلاين، فيديو مش هيعدي 10 دقائق هيتعمل فيه. بعد كده كنت عايز ادردش معاكم في الاكواد برده، مفيش مشكله، هعمل السيرفي دوت وارفعه على الجروب، وبرده هكلمهم في الاداره لو كنا محتاجين محاضره اضافيه مش تفرق، بس صدقني الكلام اللي فاضل هو كلام بسيط جدا، زائد الاير بالانس. تعالى يا باشا احنا خارجين اقول لك السبيشال وهيتقال في ما اقول لك ايه، ما قلت لك من الاول عشان الوقت. انا بقول لك ان في حاجات كتير ناقصه. صدقني والله مش كده. صدقني مش كده. طيب السيرفي ان شاء الله هيغطي الدنيا كلها، ما تقلقوش. بس يا ريت الناس تتابع الجروب علشان ان شاء الله يعني اليومين الجايين دول كده. قبل كده عمل جوز ان شاء الله يكون عمل جوز. في الاداره ان شاء الله هرتب معاكم بالتليفون. لو ما كانش فيه يا جماعه بعد اذنكم الناس كلها كده كده في مره جايه، مفيش مره جايه، المشروع يجي لي من الحد الجاي ان شاء الله. نعم المشروع الحد الجاي ان شاء الله. مفيش مشروع مفيش شهاده. عايزين مش ليه يا عم في ايه؟ ابننا رب تعمل الحاجه دي خلاص. لا ما عملش بوز، ده شغال اصلا.